السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الإخوة اللي موجودين في الداخل والإخوة اللي موجودين في الخارج. حبيت على جال باش ندردش معكم ولو في وقت متأخر، وعارف باللي راه كاين الناس اللي راه مازالهم سهرانين، وربما كاين حتى اللي ما يديهمش النوم. كاين الناس اللي راهم خايفين من أنه يحصل انفلات يعني بعد المسيرة هذه، وكاين ناس بطبيعة الحال اللي راهم يراهنوا على السلمية نتاعها. كاين فيه ناس اللي راهم يغرسوا في الشائعات، كاين ناس اللي راهم لا سيما اللي راهم موجودين في الجزائر في الخارج راهم خايفين بزاف على الجزائر، لا سيما من الجزائريين والجزائريات اللي راهم عايشين في المهجر وقلوبهم كلها راها معلقة بالجزائر. حبيت على جال باش يعني ننصح خاوتي وخواتاتي الجزائريين والجزائريات، لا سيما اللي راهم موجودين في الخارج، ربما ما يتولهوش لبعض المسائل بحكم هو اننا رانا نتابع ورانا نراقب ما يجري في الجزائر. اولا كلكم تعرفوا باللي 8 مارس هو معروف يعني عند العام والخاص من انه مرتبط بعيد المرأة، وهذا العيد هو الآن موش فقط خاص بالجزائر. بالتالي كاين الناس اللي راهم هما رايحين يستغلوا هذا الحدث، فهمتوا؟ لازمكم تفهموا هذا الأمر جيدا. مليح هو أنه كاين بعض الإخوة والأخوات اللي هما فكروا للخروج نتاع النساء في الصباح والرجال يخرجوا العشية. هذه أول حاجة هي تفويت فرصة على الناس هذول اللي راهم رايحين، قال خاصة من الناس اللي عندهم توجه إسلامي يخرجوا هما بعد الصلاة تاع الجمعة، يعني ربطوا الحراك هذا بصلاة الجمعة. بطبيعة الحال كاين الناس اللي هما ينظروا لهذه المسألة، ينظروا لها بنظرة عفوية، أو ربما ما مش دير لها حساب، أو ربما ينظروا للمسألة هذه عارفين باللي ذكرى أغلبية تاع الشعب الجزائري مسلمة. بالتالي منطقيا هو أن الناس تلتقي في المساجد وتخرج من يعني من جهات مختلفة، ولكن هاد الناس اللي هما راهم يتربصوا بالجزائر أو الناس اللي هما يحبوا يشيطنوا الحراك ويحبوا هو أنه يحرفوا هاد المسار تاعو من السلمية إلى أشياء واحدة أخرى، يلعبوا على بعض المسائل من بينها هذه نتاع 8 مارس. قال هذا عيد نتاع المرأة، هاكم تشوفوا هاد الناس هما راهم ضد المرأة، وراهم هاد الناس يعني خازنين النساء تاعهم في الديار ويحوسوهم انه يخرجوا ويحوسوا يخلطوا البلاد ويحوسوا كذا. ولا سيما راكم شفتوا مثلا هذه الصوره اللي سوقوها واللي هما كانوا جاتهم يعني كادو تاع انه كمال قمازي اللي هو واحد من القياديين تاع الجبهه الاسلاميه، وكانوا الناس يعني ربما عن حسن نيه، يعني انا لا اشك في ذلك، عن حسن النية، هو أنه الناس قال مثلا راهم كانوا مجمعين هكذا يتحدثوا في الشأن الجزائري، وبالتالي قال حان وقت الصلاة يلا تخرج الناس قال مثلا تصلي. بالتالي قال واش شوفوا في بعضهم كاين اللي ربما موش مولف بهذه الأمور، قال تيا هو كمال قمازي يلا قال يعني دير صلاة تصلي بالناس. الناس هي ربما لا تنظر لهذه المسألة يعني بنظرة نتاع خلفياته، ولكن كاين الناس اللي هما يدقوا في كل شيء، في الصورة، في اللباس، في النظرة، في الألوان، في كل هذه الأشياء. خطر السياسة هذه ما فيهاش النية. الصورة مثل هذه قال تيا شوف راهو كمال قمازي قيادي نتاع الجبهة الإسلامية، وشوف راهو يصلي بالمعارضة، فهمتوا؟ ومن بعد هما يحبوا يربطوا مثل هذه الأشياء من أجل تفكير الناس. قال شفتوا ولا ما شفتوش المسيرات نتاع الفيس، وهذا راه واحد من الناس اللي راهم كانوا يحوسوا على الجهاد وكذا وكذا وكذا. بالتالي يحبوا هما يلصقوا هذه المسائل مع بعضها البعض. وقال دركا 8 مارس راكم شفتوا
عيد المفترض هو أنه نتاع المرأة ونتاع الورود ونتاع قال الكادوات ونتاع كذا، وانتم راكم تشوفوا في الناس خازنين النساء نتاعهم في الديار، حابين هما يقلبوا لنا البلاد هذه، وراهم الناس يحرشوا فيهم، يحرشوا فيهم من أجل تخويف الناس، من أجل زرع الشكوك وزرع الشائعات. وتعرفوا باللي كثير من الناس اللي ما عندهمش علم يعني بالمأساة، لا سيما من هذا الشباب يعني اللي هما راهم نشأوا في هذه الفطرة هذه، وراهم راهين يلعبوا هما على هذه المسألة. ولذلك الإخوة والأخوات لازمكم تحذروا. أولا يعني أنصح الإخوة والأخوات، لأنه إحنا رانا عشنا هذه الفطرة نتاع التسعينات ونعرفوها جيدا، ومثل ما قلت لكم في أوقات سابقة، ما رانيش نخوف فيكم قاسما بالله، راني ننصح فيكم، ما رانيش نخوف فيكم والله، غير ماذا بي أنا باش تكون الأمور بسلمية، وماذا بي أنا هو أن الناس تنتقل هذه السلطة بطريقة سلمية وبالورود وبال يعني كيما نقولوا هو أن الناس تتحضن بعضها البعض بالأعناق ويعني وتخرج الناس، ولكن التمنيات هذه والواقع شيء واحد آخر. كاين الناس اللي هما دركا ناقمين، وكاين الناس اللي هما عندهم تصفية حسابات، وكاين الناس اللي هما راهم تربوا على الحقد وعلى الضغينة وكذا، بالتالي الأمور ماهيش مثل ما الإنسان يتمنى، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ولذلك الإخوة والأخوات، الناس اللي راكم خارجين، أنا راني في وقت سابق راني درت تسجيل راه موثق وتحدث على هذه المسألة، مثل ما نبهتكم لبعض المسائل نزيد نعاود نكرر لكم في هذا البث المباشر. والإخوة والأخوات اللي راكم تحوسوا هو أنه تديروا مداخلات، بعد ما ننتهي إن شاء الله من هذه المداخلة نفتح لكم المجال وتكلموا بحرية. إذن الإخوة والأخوات لازمكم تأخذوا الحذر نتاعكم، خاصة من الناس اللي عندهم توجه إسلامي، وتحديدا اللي راهم كانوا في الفيس، حاولوا هو أنه ما تكونوش في الصفوف الأمامية، حتى باش ما تعطيوش الفرصة لهذا الناس اللي راهم لا سيما من هذا الشياطين هذو اللي راهم في الصحافة، باش هما يسوقوا صورة قال هاي المسيرة تاع الفيس. حاولوا هو أنه تجتنبوا الصفوف الأمامية، حاولوا هو أنه الإخوة والأخوات اللي ربما عندهم أمراض، قال مثلا عندهم لازم ولا عندهم ضيق هكذا في التنفس ولا كذا، حاولوا هو انه تجنبوا الاماكن وين موجودين الشرطه، لانه كاين منهم اللي ربما في لحظه من اللحظات رغم انه الناس راها تنادي بالسلميه، ورغم انه الناس راها تعمل من اجل السلميه ومن اجل التبليغ يعني الصوت نتاع الشعب، ولكن مع ذلك فيه ناس اللي هما ما يخدمهمش الحراك السلمي. راني قلت لكم في تسجيلات سابقة وفي مداخلات مختلفة، الناس هادو تخدمهم الفوضى، ما تخدمهمش السلمية، الناس ما يخدمهمش القانون، هاد الناس خارجين على القانون، الناس هادو يعني يشيطنوا كل حراك. صحيح هو أن الناس راها تدعو من أجل المشاركة في مسيرات سلمية وكذا، ولكن هذ الناس هما لا يؤمنون بهذا الأمر، شياطين نتاع إنس، وراهم موجودين الآن راهم يتبعوا فينا، ومنهم اللي راهو يعلق، شياطين، سخرية، الكذب، تبلعيط، يحلف لك على المصحف، الناس ما عندهم حتى علاقة بالدين، الناس يعني لحقوا لواحد المستوى من الإجرام اللي ربي على بالو به، وهذا الناس هما قادرين يفعلوا اي شيء، ما يخافوا لا ربي ولا يخافوا العباد، معتمدين على القوه والدسائس والمؤامرات. وبالتالي الاخوه والاخوات ما لازمش تطيحوا في الفخ نتاعهم، هما راهم الان عندهم عده مخططات، راكم شفتوا ماذا عانت الجزائر، ولما نتحدثوا على هذا الشيء ما راناش نخوفوا فيكم، لانه عارف نفسيا بمجرد وانه تفتح جرح من الجراح رايح في اطار هذا نتاع الذاكره الجماعيه اللي راها موجوده، رايح الناس تتفكر ما الذي حدث، وهما يلعبوا على هذا الشيء. وراني درت تسجيل
وشرحت فيه هذه المسألة، وكتبت في هذه المسألة نتاع تخويف الناس بالمأساة، راه موجود في الموقع نتاع اليوتيوب في الصفحة نتاعي نور الدين خبابة، بإمكانكم الإخوة والأخوات اللي هما يحبوا يطالعوا ولا هذيك يروحوا يشوفوا التسجيل هذا واش تحدثت فيه. وهذه المسألة ماشي الآن، تحدثت فيها في وقت سابق، ودرنا برامج كثيرة على الإذاعة نتاع وطني وتحدثنا على هذه المأساة وشرحنا مثل هذه الأمور حتى باش الناس تتجنبها. لذلك الإخوة والأخوات ما لازمش تعطيو لهم الفرص، هما راهم يحاولوا يلعبوا على هذا العامل هذا نتاع تخويف الناس بالمأساة، ويحاولوا هو أنه يسوقوا صورة. لذلك أطلب من الإخوة والأخوات لا سيما هذو اللي راهم كانوا موجودين كانوا في الفيس، هو انه يا اخويا اجبد روحك، اجبد روحك من الصف الاول والصف الثاني، يعني بالحاج هما الان راهم يستعملوك كغول، فهمت؟ حاولوا انك ما تعطيهمش فرصه، ما تعطيهمش فرصه، حتى هما راه الناس على بالها، راه الناس على بالها باللي راه ناس مظلومه، راه الناس على بالها باللي راه الناس فازوا بالانتخابات وراهم داوها بالقوه، راه الناس على بالها بهذه المسائل. ولكن مع ذلك هذا الناس في ظل غياب تاع الدوله تاع القانون، في ظل غياب القوانين، في ظل غياب الانصاف والعدل، هذا الناس هما راهم مستمرين بالقوه، ولكن كل مره يلقاو ناس اللي هما لما يضيق بهم الحال يلقاو ناس اللي هما ينفسوا عليهم. يا اخي انا ما نعطيهمش فرصه، فهمت؟ خلي راهم قال شباب راهم خرجوا راهم يناديوا وكذا، خليها تمشي في هذا الاطار، فيما بعد ربما تجي فرص وين ان الناس تلتقي وتكون هناك هيئات استشاريه وتتناقش الناس، فيما بعد انت ادلي بالراي نتاعك ومد المشروع اللي راك تتحوس عليه وتمشي الناس للامام. لكن ما نعطيلهمش الفرصه انا اذا كان راهم هما كل مره درك هما ان يستعملوني على جال باش هما يخوفوا الشعب، ما نعطيلهمش الفرصه، فهمت؟ والله انت تتبنى اشياء ما تبناهاش، قال الناس راه خرجت انا راني جزائري مثل الجزائريين، راني خرجت مني من الشعب هذا، لكن ما نروحش انا نتصدر الواجهه، قال رانا هنا ما نعطيلوش فرصه، روح بعد جي في الصف الثاني في الثالث جي في وسط الشعب، خلي حتى اذا كان جات الضربه الاولى ما تجيش فيك، روح بعد لهي. من بعد هما دوك يستعملوا مثل هذه الاشياء حتى باش هما يصيروا يخوفوا في الشعب، او يصيروا هما كل مره منين ما تجي فرصه نتاع التغيير تضيع، ما نعطيهمش الفرصه. المهم اذا ننصح خاوتي وخواتاتي الجزائريين والجزائريات هو انه ما تعطيوش الفرصه، ايضا هو انه ما تستعملوش قال مثلا عبارات هكذا مثلا ضد الشرطه او ضد نتوع الامن نتوع الجيش او نتوع الجدرميه او نتاع كذا، ما تحاولوش هو انه تدخلوا معهم في مواجهه. راني شفت انا بعض الاخوه هكذا من المحامين داروا دي جست، والله العظيم انا شخصيا غير شفت واحد الصوره غير حتى عيني دمعت، شفت واحد السيده هكذا راحت باش تسلم على الشرطه وحتى تسلم لهم على روسهم، موقف مثل هذا صوره مثل هذه رغم انها مراه متبرجه ما هي لا لابسه الحجاب ولا محزنون، لكن موقف كيما هذا يأثر حتى في وسائل الاعلام. تجنبوا انك انت تروح توقف قدامه وتبدا انت تعيطهم، لانه راهم يستغلوا في مثل هذه المواقف ويستغلوا في مثل هذه الاشياء. حاولوا إذن تتجنبوا مثل هذه الأشياء، حاولوا هو أن تبعدوا على مناطق وين أنه راهم متواجدين فيها نتوع الجيش ولا نتاع الشرطة ولا هذيك، ما تدخلش معهم أنت في مواجهة حتى باش ما تعطيهمش الفرصة. لا شك هو أنه راهم كاينين الناس اللي راهم درك هما من الشرطة، هما راهم أبناء الشعب ما جاوش من المريخ ولا جاو من أبناء الشرطة ولا في الدرك ولا في المخابرات ولا في الجيش، ولا هما راهم ابناء الشعب وحتى ماذا بهم هو باش يكون هناك تغيير، ماذا بهم هو انه يخف عليهم هذا الحال، ماذا بهم هو انه تتحسن الامور تتحسن المعاملات، ماذا بهم هو انه تتطور الجزائر، ماذا بهم هو انه يعيشوا في الهنا ويعيشوا في الطمانينه ويعيشوا في الرخاء ويعيشوا في الازدهار، ماذا بهم هما ماذا بهم، ولكن
لما انت تتحدث مع شرطي يقول لك يا اخويا انا واش ندير، انا خدام على روحي، انا امروني كذا كذا كذا. المهم حاولوا هو انه ما تدخلوش معاهم في مواجهة، ما تحاولوا هو انه ما تعطيهوش الفرصة لهذا الناس. ولما راني نتحدث لك في هذه المسائل يو عشناها عشناها، قسما بالله العلي العظيم راني نشفى لها كيما درك كيما الآن في سنة 92 في 92 بعد ما وقفوا الانتخابات. كانت هناك احتجاجات وكانت هناك يعني خرجات مسيرات إلى غير ذلك، نشفى لها مثل الآن. حتى نعرف حتى الشخص نعرفه يعني حتى من العائلة. في الولاية نتاع برج بوعريج مانيش عارف انا الامور، لانه عندي 18 سنة وانا راني الان خارج يعني البلاد، المهم ما على باليش الا كان راه المنطقة هذيك مازالت مثل ما خليتها ولا ربما راهكش ما طورت هكذا. المهم كان هناك اعتصام في المكان في سونتر فيل، وين كانت كاينه لابوست، كانت في ديك لابوست جديده، لابوست في سونتر فيل، كان مقابلها كان شغل بارك هكذا، ولا كانوا دايرين اعتصام ثم. المهم مقابلها من هيه الولايه نتاع البرج، مانيش عارف لك كان راه الامور راه مازالت هكذاك ولا كش ما كاين تغييرات. المهم نشفى كان فيه بعض الشباب اللي هما دخلوا في مواجهه ثم مع الشرطه، والشرطي هذاك والله يأمروا فيه مسكين ومش حاب يخرج، مش حاب يخرج في مواجهه مع الشعب، وهما يدزوا فيه يطبعوا فيه باش يخرج باش يضرب وما حبوش يخرجوا. وفيما بعد راكم تعرفوا كاينين الناس اللي هما ناس مجرمين، كاين ناس مجرمين، انا شفتهم بعيني، ماشي قال شفتهم بعيني ناس مجرمين يضربوا بالكريموجن داخل المسجد، هذه شفتها بعيني وعشتها، ماشي قالوا لي والله. كاينين ناس اذا هما اللي راهم ماذا بهم باش تتطور الامور، ماذا بهم باش يعني يكون هناك تغيير سلس، ماذا بهم والله غير يحوسوا عليها. ولكن في المقابل كاينين ناس، لماذا؟ لانه هذوك الناس خادمين الشر، ظلموا، كاين الناس اللي داخلين في الرشوات، كاين الناس اللي داخلين في الترافيك، كاين الناس اللي داخلين حتى في الدروغ وكذا، ويخافوا من الحساب ويخافوا من العقاب، وبالتالي هما الان راه منهم اللي راهو يطرطر، فهمتوا؟ لذلك الاخوه والاخوات ما لازمش تعطيو لهم الفرصه. هذا ممكن نحاولوا انه نشرك معي بعض الاخوه لربما ماكش يديروا مداخلات. شوفوا ترى هذا الأخ طارق. شوفوا الأخ طارق هذا ونجي لكم إن شاء الله بالواحد. يا الله يا كريم. الله يجيب لك الشفاء. الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمحمد بن القاسم. قال له تحوس الديريجينا. ربي يجيب لك شفاء. انا ننصح فيك، هو قال لك يحوس الديريجينا، ننصح فيك بحكم التجربه، فهمت؟ ومن بعد انت اذا كان تحب تروح يدخل راسك في الحيط روح يدخل راسك في الحيط، فايق انت فاهم. للاسف الشديد يمكن هو انه الاخ هذا طارق ولا اسمه عنده مشكله في شوفوا هذا الاخ عبد النور اختار، يبدو انه عندك مشكله في الخط تاعك. اخ عبد النور مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منين راك تكلم فينا الاخ عبد النور؟ اخي نور الدين، معك عبد النور من استغاليم، وتحديدا من ولايه تور، مقاطعه تور بفرنسا. مرحبا بك الاخ عبد النور، تفضل. راني جارك. مرحبا. مش بعيد عليك بزاف. ربي يبارك. قلت لنا الله يبارك فيك. اولا السلام عليكم، السلام على خوتنا كاع اللي مشوفوا فينا، كاع الجزائريين، كاع خوتنا، كاع الشعب تاعنا، كاع الشبيبه، والدينا، ماتنا، خواتاتنا، خوتنا.
بغيت ندخل معك في واحد، عندي مداخلة برك اخ نور الدين. انا من بكري متابعين على الصفحة تاعك من القدم، انا بورتون مانيش كبير نعم في لاج، انا جون صغير ثاني لي زاني 80 نعم شايلين من وين، انا نتبع في السياسة تاعك من بكري من بكري من بكري من الايامات اللي فاتوا. بغيت نقول لك بلي كاينه حاجه زعما، كل الوقت اللي فات اللي كان البارح ما كانش اللي ما عاودش يولي اليوم. صافي دير الشعب تاعنا تاع دروك والشبيبه تاعنا تاع دروك ماشي كيما شبيبه تاع لي زاني 90. صافي دير ماناش نعيبو على شبيبه تاع لي زاني 90 ولا نقولو ماشي قافزين، كانوا نوايا بالبزاف. الشعب تاع دروك راه فاطم، الشعب تاع دروك والشبيبه تاع دروك فطمت فطمت بزاف. رانا نشوفوا في واحد الصوالح اللي ما كانوش كاينين بكري، صافي دير واحد 5 ولا 6 اون اريير ما كانوش كاينين، ما كانوش دخلوا في الراس. دروك كاين واحد شي صوالح ان ديفلوبمون، حاجه واحده اخرى، حاجه واحده اخرى اي في لا كومبان كيما نقولوا في العروبيه تاع الجزائر. العروبيه ماشي العروبيه حاجه طايحه، العروبيه حنا كاع من العروبيه، حنا كاع العرب، حنا كاع عروبيه اي في العروبيه تاعنا. بكري مساكين بكري ما كانوش ديفلوب، ما عندهمش الاعلام الي، ما عندهمش دروك كل شيء راه يوصلهم، راهم يعرفوا كل شيء. انا بكري كنت نروح عندهم مين كنت صغير وكاع ما كانوا يعرفوا والو. دروك مي رانا نهضروا معاهم، ما يهضروا معانا يشوفونا يجوا يروحوا، اللي تضل عليها اللي تضل عليها يعرفها، عم يدوروا مع الوقت. الشبيبه تاع دروك راهي تدور مع الوقت. انا بغيت نعطي نصيحه من هذا المنبر ومن المنبر اللي كنت تحكي فيه انت على الوقفه تاع غدوه تاع 8 مارس، بلي خاوتي نعرفكم بلي حارين كاع خاوتنا شبيبه الجزائر، كاع قلبكم حار وكاع دمكم وكاع الموند راه يهضر علينا، كاع الموند راه يهضر علينا. انا واحد من الناس راني في ليترونجي ورانا عايشين مع الجناس ومع لي زيترونجي مع خاوتنا وخد اخرين عرب. قالوا لي جامي شنا لي زالجيريان صرا لهم كيما هاد اليامات. نعرفوا الجزائريين مقلقين ودمهم حامي وفي كل شيء في كاع لي دومين. قالوا لي هاد الخطره رانا مخلوعين كي حتى لي زالجيريان، ما ناش عارفين لي زالجيريان كي راهم واقفين وكالم وباغيين بلادهم توصل للخير والحاجه الشابه. انا باغي نقول لخاوتي قدبوا روحكم غدوه، كونكم رجاله وقفوا مع البلاد، ما تهرسوش ما تكسروش، راهي جايه شابه ومليحه والبلاد راهي غايه وكاع الناس راهي جايه معانا. ماغري عنا عاديين بزاف، ماغري عنا عاديين برا والداخل، بصح رانا قريب ان شاء الله نصفوهم. كاع الناس راهي متفائله الخير الأخ كبار كصغار، كاع الناس أخ عبد متفائله. النور، مش الله نور الدين الجزائريين اللي خويا، هم هما دوك راهم قال مثلا راهم خارجين يكسروا، لا لا لا، هما يحوسوا على السلمية بطريقة سلمية، حابين هما يبلغوا الوسم نتاعهم، ولكن في المقابل كاينين ناس. راك شفت مثلا نهار نتاع وسم هذيك وقتاش البرومي ولا التروا، وين داروا مسيرة في العاصمة بعد العشية، بعد ما كملوا نتاع المسيرات هذوك، خرجوا ناس وراحوا وكسروا وحرقوا إلى درجة وإن أنه قتلوا هذاك اسمه ولد يوسف بن هذيك خد، لو هذاك برومي، هذيك ربي لو يرحمه، برومي إيه قتلوه، الله يرحمه مسكين، وهذاك قتلوه، هذاك ميت مقتول إيه ضاربينه. قتلوه، انا الله اعلم، احنا ما عرفناش وهذاك تدروك، هو احنا شفنا مستهدف، لي ماش مستهدف ماشي غير هكذاك مستهدف، برك، مستهدف. مستهدف ناس لا هذيك حاجه عاسوه والله، باينه ناس نور راهم الدين، شوف تبعوه والله، وعارفين لما يقتل الواحد يعني يكون عنده صدى. يعني للأسف الشديد هو أنه يعني في الإعلام والله ما يعني ما تناولوش الموضوع يعني بشكل هكذا جدي وكذا، إلى درجة وإن أنه يعني في الصفحة نتاعنا نتاع المصالحة نشرنا الصورة تاعو، كاين قالك ما كاش منها، هذا راهو كذب، أنتم تخوفوا في الناس وأنتم تبلعطوا في الناس وأنتم كذا، ما حتى كان فيما اسمح بعد، لي نور الدين، حتى فيما بعد نور الدين مشروع في قنوات فضائية وكذا شنا تصويره، إيه شنا تصويره طايح في الارض ومضروب هنا مسكين الله ايه يرحمه ويسهل عليه. انا ما حبيتش ننشر الفوتو في الاول في الوسم، درتها في التعليق باسكو على بالي بهم باللي هما يستهدفوا الصفحه، يسينياليوها يغلقوا لك الصفحه، ما حبيتش نديرها بيان سور، في لايون كما يقولوا. لا ما طاحش وما ماتش سكته قلبيه، مات مستهدف ويليتي كان بين عينيهم وسيتي لوكازيون باسكو ايليتي كونتر، باسكو ولد شهيد وديجا لا هو لا مش تاني ولد شاهد، ديرنيير مون حساب ما هضروا. ولد شهيد قلت لك، ولد شهيد هو باباه رئيس، كان رئيس حكومة بابا، المؤقتة قلت لك ولد شهيد راه الثانية بعد ولد فرحة الله عباس. يرضي. ايوا ايوا نسيت، انا نسيت باش نقول لك ولد شهيد، قلت لك ولد شهيد تالمو القلق راه فينا، رانا مستريسين،
قلبنا قارة مع البلاد، قلبنا قارة. ما غير رانا غايبين، كاين اللي راه غايب، انا بنجي من المنبر تاع خاوتي تاني، لا بليبار اللي راهم في الغربة ما طاقوش يهودوا البلاد. لا بليبار تاع الشبيبة اللي راهي في الغربة ولا كبار وما عندهمش لوكازيون باش يهودوا البلاد، قلبهم قارة محروق على البلاد، قاع رانا مطالعين مع البلاد، قاع قلبنا عقلنا راه هنايا، بصح القلب اللي عليه شي افون هو مع البلاد. نعم. بون كنا نولوا الى هضرتنا على ولد الرئيس تاع الحكومه المؤقته اللي كانت الله يرحمه ويسع عليه، هو بيان سور مات مستهدف والناس ما تبغيش تامن، بصح راه كاين لي بروف والناس دروك عرفت كل شيء وشافوا الحمد لله، كاين قنوات اللي وراو هكا في لي باج تاعهم ماشي في لي كانال. وحاجه اللي بغيت نقولها لك انا ما فهمتهاش دون لو برومي لايف اللي درته افون هذا، كنت ديجا اتصلت بيك وتالمون كانوا كاينين بزاف ناس، بغيت نفهم انا حاجه ماش دخلت لي راسي لهذه المعارضه، المعارضه اللي صرات اليوم، واش من الفايده وش هي الفايده اللي بغاو يخرجوا منها؟ هذه المعارضه كاع كانوا يخدموا في البوفوار وكاع كانوا مع البوفوار، بيعاودوا نعاودوا نولوا كيما قال لك عندنا واحد المثل اللي يقول لك نعاودوا نولوا يلغونا جلول يروحوا يوسعونا، ماناش باغينهم، حنا باغيين جيل جديد وحاجه جديده، على راهم قاعدين يعاودوا لنا في الغنيه هي هي هي. شوف الأخ انا الكريم، هذه حاجه ما فهمتهاش. اصبرني اصبرني. شوف، أنت من حقك، على جال باش أنت يكون وجوه جديدة، ولكن في نفس الوقت ما لازمش يكون الإنسان عنده فكر إقصائي. ما لازمش واحد درك الناس، يعني من المنطق والعقل والحكمة، ما لازمش واحد درك الناس راهم سبقوه في النضال وسبقوه في التضحيات، ويجي هو قال مثلا في يوم هكذا في يروح يشارك لك في مسيرة والله، واسمه يطلع مجاهد. فهمت؟ يعني كيفاش انت هذا واحد في 2019 راح يشارك في مسيرة صار مجاهد، راح دار سيلفي صار مجاهد، واحد اللي عنده 30 سنة و40 سنة وهو يناضل ما تحسبوش، مش منطقية. درك هما راني معاك السؤال مزيان، المطروح، لو كان درك هذه الأحزاب السياسية هذه، انا مانيش نبرر لك، راني نحكي لك مرات هو انه نحكي في واقع، ماشي نبرر لك. انا عندي موقف مع موقف سي لا لوجيك، انا سي لا عندي لوجيك انا عندي مزيان. موقف موقف ضدهم في كثير من الاشياء، والمواقف نتاعي معلنه، ولكن الموضوعيه تقتضي هو انك انت تتكلم لما تكون حاجه مش مليحه تقول حاجه مش مليحه، ولما تكون حاجه مليحه تقول حاجه مليحه. تذوق، لنفترض انه هذا الاحزاب هذو ما خرجوش، واش الموقف نتاع الشعب؟ راح يقول الموقف نتاع الشعب، راح يقول هاد الناس وراهم، صح ولا لا؟ لا، وراهم هاد الأحزاب راني معاك السياسية، مزيان. وراهم هاد الشخصيات، وراهم وراهم. بار كونتر نور الدين نقول لك كلمه وكمل لي الهضره، كمل لي كلامك، اسمح لي المقاطعه هذا المكان. الناس هذه حاجه، انا جزائري وانت جزائري وحنا قاع رانا نتبعو، انا ماناش نقل في هضره الناس، راني ندير في صاله راسي وش عيني راهي تشوف ملي نعقل على روحي وزدت وخلقت وش عيني ودنيا سمعت. هاد الاحزاب حنا الا رانا باغيين كيما الناس على خرجت مسيره، خرجت هذا المسيح بيتبدل الحكومة بيتبدل كل شيء، معاك رانا معاك باغي نبدلو كل شيء، معاك. راني معاك أنا تاني في هذه شوف، وفهمتك، انا ما حنا كملتكش ما الفكره، ما معهناهمش. كملتكش الفكره. شوف، كون هو انه يلتقي وهذه الاحزاب السياسيه، هو انه قال مثلا يتبنى وهذا الحراك، او انهم يدخلوا فيه، او انهم يديروا موقف، هذا شيء ما كانش فيه حرج. المشكله وين هي؟ لما هم يتصدروا هذا الحراك، يتصدروا الحراك باش يصيروا هم الزعماء، او يتفاوضوا بهذا الحراك، يتفاوضوا به مع السلطة من أجل تقسيم مواقع، والله والله الدخول في لا الحراك من أجل التموقع. هذا الشيء اللي مش مقبول، فهمت؟ أما لا هو وهذه حاجة أنهم باينة، الشعب راه مارد يشاركوا ذوك، هذا ما كان فوالا حتى واحد جزائري يقدر ما كانش يمنع اللي الجزائري. يمنعهم ذوك راهم الآن درك، خاصة الناس اللي راهم في الخارج. طب قال مثلا يخرجوا لك تجمعة، قال أنا في تولوز ولا في باري، جمعية والله يقدروا 4 ولا 5 من الناس، خاصة في برا، في بريطانيا ولا في، ما عرفتش ان القوانين كيفاش راها ماشي في كل دولة. قدروا يخرجوك جمعية، قال شايفين هما الاحتقان هذاك نتاع الشعب، والله هذيك فهمت، راهم على بالهم بلي الشعب راهو مار، الشعب راهو يحوس على التغيير. وقال راهم الناس داروا مسيرات في الجزائر، لما لا ما نديروش حنا مجموعة 4 5 من الناس يروحوا لا بريفيكتور، قالوا ودي رانا حبينا نديروا نشاط كذا كذا، يعطيوا لهم هما التصريح هذاك ويخرجوا. هل ترى هما اللي حركوا الشارع؟ ما حركوش الشارع، هما راهم استغلوا هذاك حركوا الحراك، الشارع بيان سور، فهمت؟ استغلوا الحراك، استغلوا هذاك الاحتقان
على جال باش هما قال، ولكن درك فرق بين واحد هو راه خرج من اجل على جال برك باش هو يقوم بالموقف نتاعو، قال باللي رانا جزائريين رانا معاكم رانا هنا رانا هنا، وبين واحد هو انه يحب يتصدر المشهد من اجل على جال باش قال غدوه في حاله نتاع مفاوضات او في حاله نتاع تقسيم نتاع الريع ولا مش عارف كذا، قال اودي انا اعطوني لابار تاعي. فهمت المساله وراها؟ بين هو انك انت تشارك وبين هو انك انت تتصدر، تصدر انت الواجهه وتصير انت هو تتربب على الناس، هذا هو الشيء اللي مرفوض. انا ما سي نور الدين، انا نقول لك الكلمه الاخيره ونخلي خوتنا باش يفوتوا لراهم يقارعوا تاني، لان يستناو. انا واحد من الناس عطيت رايي، هذا رايك، انا رايي انا باش الناس سمعه، وانا تاني خرج على فكره. رانا باغيين وجوه جديده، قدم ولا جدد ولا كتلونا اخوان، الشعب مل، كرهنا، ملينا. انا كاين شابي وكاين كيما مثالك انت تاني، كاين ناس قدوه كيما مثالك انت الله يبارك، كاين ناس اللي مازال بلايصهم راهي باينه. صايم لي هذه الوجوه، ملي زدت وخلقتني نشوف فيهم ايه هما، انا نشوف فيهم ايه هما في لا تيلي، ايه هما يهضروا، ايه هما كل شيء، ايه هما هذاك ويحيى، هذاك نهضروا على ويحيى، هذاك ويحيى انا ملي زدت نعقل هنا في الحكومه جامي يشتهى وخرم التلفزيون، كون ما شعلوا لا تيلي يشوفوا ويحيى تسكلنا في عقولنا. صايم بين بدلوا اخ نور الدين، بين بدلوا شبيبه راهي باغيه تشوف جديد، ماناش باغي نقعدوا في الغربه بين هذول البلاد، انا باغي بلادنا تولي شابه. معك هذوك باش فايتينا، راني معك. هادو مش رانا عندهم، هادو باش فايتينا، هادو ما فايتينا بتاع حاجة والله. ما بلادنا شابة بزاف، شابة بزاف، فيها كل شيء مليح، فيها كل شيء مليح، ما خصنا حتى حاجة في البلاد، خصنا ينسقمو روحنا ويروح لينا هذا البوفوار. حنا الشعب تاعنا عنده النية في القلب، الشعب تاعنا عندنا شعب ما كاش كيما هو. انا تبالي ما كاش مشي مي، انا جزائري شوي فير دات رانا الجيريا، انا فير وفير دات رانا الجيريا، ونقولها بارتو نعم حتى الناس مين نقولوا حنا اوني فير داتر ان الجيريا، الناس تستعرف بينا، حتى البراويه وجويرينا الله بلدان كاع اللي مقابلتنا، سواء التوانسه والمغاربه كاع خاوتنا. نعم مي رانا باغيين البلاد تسقم، رانا باغيين البلاد معك يشوفوها حاجه اخرى، وان متفقين شاء الله يا ربي. إن شاء الله. شكرا للأخ عبد النور، بارك الله فيك ربي سي يبارك نور فيك، الدين، تصبح على خير. شكرا، شكرا الله يبارك فيك، شكرا، تاتني تصبح على خير. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا، شوفوا ترى هذا الأخ جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك، نور الدين أهلا بك. منين راك تكلم فينا الأخ من غردية جمال؟ أستاذ نور، من غردية، نعم من غردية. غردايا. آه إيه مرحبا بك الأخ جمال، لاباس عليكم أستاذ نور الدين؟ الله يبارك فيك، إن شاء الله تكون بخير. الله يسلمك. على كل حال أنا متابع لك في القديم شوية، ماشي قديم، واحد دوزون، واحد العامين، في القناة، في القناة نتاعك. نعم والله حبيت نطلع جيست بور، حاب نمد لهم تي ميساج برك. ما واحد فيش الناس راهم مشكلة، هادو اللي راهم يعلقوا، كاين واحد لي جون راهم ما يعلقوا تديرش والله ما تديرش عليهم، يقلقوا شوية، والله غير يقلقوا. نو 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 نو، ما تديرهمش في راسك نهائيا، هذو ناس مكلفين بمهمة، هذه هي خدمتهم، ما تديرهمش في راسك نهائيا. مادام ما عجبكش اللايف اخرج، ما اسمع عجبتكش لا الكونسيبت تاع تقلق، الصفحة شوف اخرج، انا على عندي، تفتت في اللايف. اسمع عندي واحد من ولادي دخل الصفحة هكذا ويشوف، لقى ربي يحفظه. التعليقات، لقى التعليقات، قال لي كيف وكيف، قلت له ما تديرهمش في راسك خلاص، ما تشوفش، ما تقراش التعليقات، انا ما نقراهمش اصلا، فهمت؟ عنده هذو ناس ما نشوفش ليهم نهائيا. كاين فار في اكزومبل الاول، واحد قال لك في الاول كنت هكذا ساعة ساعة هكذا يعني نبلوكيهم كذا، ولكن دوك خلاص راه مثل الجراد، درك يدخلوهما الهدف نتاعهم واضح، هو ترديد نفس التعليقات، هما في اعتقادهم يوتروك، باش يوتروك، واحد يقول لك انت شكون، واحد يقول لك بابا بابا ذاك الوجه كيفاه، واحد يقول لك راه ترقد، واحد يقول لك كذا، واحد كذا، هذا هو الوسم نتاعهم من اجل باش يوتروك، هو الهدف نتاعهم باش يزربعوا لك الافكار هذيك نتاعك، باش ما يخليوكش انت ترتب الافكار نتاعك، في نفس الوقت يردوا نفس التعليقات من اجل على جال باش هما يصنعوا رأي. هاك انت ديجا مقلقوك، وراهم كاين اخوة اخرين ايضا راهم يقلقوك، ولكن تأكد من ان هذا الاوباش هما راهم يخدموا فينا،
مش هو الواحد يتجاهلهم، خلي عليهم يعلقوا يعلقوا، الناس راه على بالها، راه عندها عقول، راه تفكر، راه تسمع، راه تحلل، وراه الناس تفهم. ما راناش نقولوا في اشياء اللي غير منطقيه، رانا نتكلموا في كلام تاع عقل، كلام تاع منطق، بعيدا عن العاطفه، بعيدا عن الاحقاد، بعيدا عن تسويه الحسابات، ونحوسوا على مخرج البلاد نتاعنا. حتى لا الناس خطر. اللي راهم في النظام، والله العظيم ان نحلف لك على المصحف الشريف، هاد الناس اللي راهم يسبوا فيهم في النظام، غير كاين منهم اللي راه هو مقتنع بالكلام تاعنا. والدليل في ذلك، دليله في ذلك هو تبني هاد الناس اللي راهم في السلطه، راهم تبنوا ذوك المساله دي نتاع الندوه الوطنيه، ولا تعندوا الناس وي تحكي على تعندوا الجمهوريه الجديده، ولا الناس تحكم على مصالحه شامله، تبنوا الهضره اللي نهضروا فيها. دوك كاين بعض الناس اللي راحوا رجعوا الفكرة نتاعك. يقول لك انت راك تهضر في الهضره نتاع السلطه، لا هما اللي راهم يهضروا في الهضره نتاعنا، مانيش حنا اللي نهضروا في الهضره نتاعهم، هما اللي راهم يهضروا في الهضره نتاعنا. جسم احنا عجبنا المشروع نتاعك، انا عجبتني الفكره راري صافي امين، وهذا وين كيما قلت راحوا، وين راحوا رجعوا الفكره نتاعك هذه تاع تسمى كاع تاع المصالحه، فكره تاع المصالحه المشروع نتاعك، احنا نتمنى ان شاء الله يتبناوها. إن شاء الله ماذا بينا لو كان يذكروك انت، قال ما على باليش. ما يهمنيش وكاين أنا، ناس ما راني مانيش نشوف، حاوس هنا، فهمت كاين أنا ناس راني نشوف كان عاد بالهم شتي اللي يقول لك قدمته، الشيء اللي درته درته لربي، ما درتوش سبحان الله سبحان الله. للناس، فهمت، وربي لا لا والله تخفى يعطيك عليه الصحة، خافية. بار اكزومبل كيما الحصص هذوك تاع في اليوتيوب تسمى، هذوك راهم كيما يقولوا يعطيك الصحة، هذيك راهم بمثابة تسمى تنوير الرأي العام. والله بار اكزومبل انا جون كاين اللي ما عاش هذيك الاخر العشرية السوداء، نعم بالرجوع الى الشهادات هذيك والمقابلات اللي كنت تديرها مع الناس، ناس فاعلين في تسمى، ناس كانوا فاعلين في الأزمة كما مدني مزرا، كما عبد الحق عيايده، كما يعطيك الصحه، تسمى هذوك تسمع الشهادات تاعهم تعرف وكأنك تعيش تعرف خاطر لازم واحد يعرف تاريخ بلاده. سبحان الله هذاك راهو ثقب نتاع بره في بحر، هذا الشيء اللي قالوه، هذاك راهو ثقب نتاع بره في بحر من الحقائق، راه لو كان تكشف مهما الحقائق كان توصل قسما الفكره، بالله غير ايه تاخذ فكرة، تاخذ تاخذ فكره فكرة على تسمى وش واش صرا. صار. ايه ايه وكاين الناس راه نشوف كي يقول على بالهم انت راك عايش لابيل في، يقول لك راه انت راك في 18 عام في الخارج جاي دير يجي فينا، هو ما على بالوش باللي راك محروق والله على الوطن. لو كان ما جيتش محروق والله لو ما كان تديرش كاع اسمع هذا اللايف. قسما بالله، يعني الانسان اللي عنده قلبه وعنده عقل لو كان يعرف الحقيقه نتاعي كيفاش راني عايش، قسما بالله اني سمع الهضره ما زيدش يعاود يهضر. يرحم والديك. ايه انا هذا وش غاضني، الناس ما تعرفش غير تهضر مرات وتسب، على يقول لك بالك راك ترقد مجمع على اربع كاشير سوايع، وما ترقد على اربع باليش. سوايع، اربع سوايع في 24 ساعه، ترقد مرات اربع سوايع ولا خمس سوايع، ربي يفرج وترقدها ان شاء الله. ترقدها ترقدها وانت ماكش الاز، ماكش فهمت، اليز. ايه ماكش الاز، والهدف نتاعنا هو البلاد حنا، لانه عارف منذ البدايه عندي سنوات وانا في هذا الطريق، وصلت لي قناعه من انه هذا الاحزاب خلاص يعني ما راهم راح يديروا والو، ولا يديروا بد والو من يديروا. الناس اللي هما يضحيوا، باش تضحي لازمك تكون انت في الصف، وتحملت مسؤولية نتاعي وانطلقت في هذا الإطار. والوقت اللي احنا بدينا فيه كان مثلا في اليوتيوب كنا نديروا التسجيل فيه 10 دقائق ما تقدرش تفوتوا، باش تحمل كان التسجيل هذاك كانت اسمه الأجهزة نتاع الكمبيوتر ماهيش كيما راه نتاع الآن بالقوة هذه، والخط نتاع الإنترنت كنا بدينا بلا دي اس ال قبل ما تجي لا فيبر و3G و4G وكذا، فهمتني، بدينا نعم كاين دوك رانا تسجيل فيها، دوك مرات، هو الجزائر عندك رانا في انت لا دياسيل. مرات انت دير تسجيل انت فيه 10 دقائق تجي فيه الليل كامل وانت تحمل فيه باش يطلع، ومرات هو انك انت غلقوا لي شحال من قناة، تبدا انت تخدم انت في القناة هذيك، تضرب 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 يهبطوك، مثل العمارة هذيك اللي هبطوك في نهار راح تخدم هذيك انت كامل، باش لحقنا لهذا المستوى ولا اللايف مباشر الحمد لله وكذا، الحمد رانا لله. مرينا بحوايج بزاف. دوك الناس هما جاو هذو لقاوها خابزه، ويجي واحدك تشوف فيهم يقول لك انت شكون؟ يا انت انت شكون؟ اللي ايه وشكون؟ انت اللي وشكون؟ انت اللي راك لهنا واش جيت دير؟ جيت للصفحه، واحد صباح كتب لي قال لي عندي 10 سنين في الفيسبوك
جامي شفتك عشر جامي سنين شفتك. 10 سنين في الفيسبوك وكذب برك تبقى نعيط هكذاك على جال باش يقول لك الناس باللي راهو زعما شغل اونسيان فهمت انت 10 سنين في باغ الفيسبوك ما شفتنيش مخابرات على بالها تعرفني بتوع الشرطه يعرفوني بتوع الاحزاب الكل يعرفوني الصحفيين اللي تبعوا الاحداث في الجزائر ما كانش فيهم واحد ما يعرفنيش حتى والله كيما يقول في لك الخارج يتبعوا فيا المخابرات يتبعوا كامل كامل يتبعوا على بالهم ما تعرفنيش مش مشكله ما كان عنديش مشكله حبيت زعما تجرحني انت كي تقول لي باللي ما نعرفكش ولا وشكون انت كيما يقول لك تعلم من صافي مالك. الادب من الادب لما يروح واحد الواحد من الادب لما انت تروح لواحد طبطب عليه في الباب نتاعو لما هو يفتح لك الباب هو اللي يقول لك انت شكون مش انت اللي تقول له تروح ليه وتقول له انت شكون من الادب هو اللي يقول لك انت شكون المفروض المهم نخلو الكلمة للزملاء، يعطيك الصحة وربي يسهل إن شاء الله، ونتمنى نشوفوك في البلاد. احنا والله ربي صافي يبارك مونيكور، ان شاء والله الله ان صافي شاء الله مونيكور، نلقاو قامات وناس في المستوى نتاعك وبرا، ماذا بينا احنا البلاد تستفاد منك. مازال ما لقيناش الناس اللي يديروا مسيره قال نطالب باعطاء جواز سفر لنور الدين خبابه مازال ما كانش احنا ما إن عندناش شاء الله نديروها، إن شاء الله نديروها. احنا ازمه احنا خاطينا اسمه خاطينا الاثاره تاع الناس راه واحد سلموا عليه لابوليس دايرين عليه مسيره عندنا 18 سنه ما عندناش جواز سفر ما عندناش شكون اللي يشكي علينا انا قدام ربي ان شاء الله إن شاء الله ربي يفرج إن شاء الله. السلام عليكم، ربي يسهل وعليكم أستاذ. السلام ربي يبارك نعم فيك شكرا للأخ نعم جمال يا الله يا كريم نشوف هذا الأخ شكون نشوف هذا الأخ نور الدين المهم الإخوة نحاول كل مرة نطلع واحد السلام عليكم الأخ نور الدين. وعليكم السلام مرحبا بك الأخ نور الله 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 يسلمك أستاذ. عندي برك للإنسان اللي كان قدام هذا، يعني اللي كانت عنده مداخلة، ما شاء الله، يعني أنا موافقه في الرأي هذا، كي قال لك يا نعم أستاذ لازم لنا وجوه جديدة، لازم لنا المشعل نعطيوه درك للشباب. الشباب عندنا شباب ما شاء الله يا أستاذ، يعني شباب مثقف وشباب واعي. أنا صدقني والله العظيم الأسبوع اللي فات طيحوا لي الدمعة في المسيرة تاع البلاد، والله يا الدمعة طاحت لي يا أستاذ. كاين يا صاحبي ما كنتش نتخيل يعني يوصل نهار ونشوف الشباب تاعنا ما شاء الله في مسيرة مثل هذه. صدقني يعني الإنسان اللي ما عندوش قلب برك اللي ما يبكيش. احنا ماذا بينا خاصة الجالية الجزائرية اللي مقيمة في المهجر، احنا المشعل نسلموه للشباب هذا، عندنا شباب واعي يا أستاذ، شباب ما شاء الله، يعني كلمة برك احنا نوصلها برك للسلطات تاعنا، احنا السلطات تاعنا المشكل اللي فيهم ما كانوش يسمعوا للشباب. الشباب احنا الشاب تاعنا في 2019، يعني شاب داخل في تكنولوجيا حديثة، وإنسان كيما ولد عباس مازال حاكم لي ورقة وستيلو، ما تقدرش تفهم الشاب هذا. لازم يكون واحد في مكان ويحيى ولا في الأماكن تاع الوزارة، لازم يكون طبق الأصلي تاع الشاب هذا، يعني عايشين في نيفو واحد هو وياه، باه يقدروا يفهموا بعضهم. والحاجة الثانية يا أستاذ، مثل احنا الجالية الجزائرية اللي في الخارج، حضرتي كلمة شابة قبيلة قلتي ربعة من الناس يروحوا يديروا مسيرة خلاص هما يوليوا يعني يولي نطق باسم هذه المسيرة. أنا شفتها في باريس، شفتها في باريس يا أستاذ، والله العظيم نتأسف، وكان معي صحفي معروف بدون ذكر الاسم نتاعو هنا في فرنسا، يعني شفنا واحد المناظر صدقني عندها واحد 3 أشهر الأشخاص هادو كانوا يقولوا تحيا بوتفليقة، وهادو كانوا وزراء سابقون، وزراء سابقون. لما شفتهم في المسيرة تاع باريس والله العظيم دهشت، وليت نقول لا إله عادي إلا الله محمد رسول الله، يعني عادي دوك شوف شوف تشوف اللي عجب درك الآن وش درك كل اللي شفت صارت هذه صارت في مصر صارت في تونس نفس وش كل الأشخاص نفس السياسات وش شفت يا استاذ شفتهم هما واولادهم، يعني حتى اولادهم عندهم كيما تقول هما الايدي تاعهم ملطخه بالفساد. شفتهم في احنا ما نسحقوش الناس هادو، ما نسحقوش الوجوه القديمه خلاص لانه شوف بركات. نقول لك راني نشوف فيهم انا الان بداوا في استقالات من جبهه التحرير لانه ما علاش؟ لانه خايفين من الانتقام،
خايفين لانه دوك اذا كان فلتت الامور راهم رايحين يدفعوا الثمن بهما بولادهم، بالتالي دوك الان هما حبوا يركبوا الموجه، هذو اللي هما اللي جاوا يركبوا الموجه، اما الناس اللي كانوا مناضلين وكانوا هما يحوشوا التغيير هذوك ما مشترك بين الموجه، بالعكس الشعب اللي الان هو راه التحق بهم، فهمت؟ هذوك الشعب هو اللي التحق بهم، ماهمش هما اللي التحقوا بالشعب، اللي راهم دركم يركبوا الموجه هما هاد الناس اللي كانوا في السلطه، هاد الناس اللي كانوا يحميوا في النظام، هاد الناس اللي هما كانوا يظلوا في الشعب سواء في وسائل الاعلام ولا في 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 الاداره ولا في الاحزاب ولا كذا، هادو اللي الان دركم انقلبوا 360 درجه وحبوا هما يصدروا المشهد، لا بعد الهي جبد روحك الهي، المفترض في القنوات الفضائيه يتحاشوهم يتحاشوهم، ما نعطيكش فرصه، روح بعد الهي نهار اللي التغيير تتاسس المؤسسه تاع الصح، من بعد راه حنا ما نقصيوكش، ولكن ما تجيش تظلل للشعب، درت الاستقاله نتاعك بعد الهي بعد الهن، وفيه يا استاذ وفيه يا استاذ الانسان اللي هو كان يبيع في الزطله وكان يبيع في في الخمر وكان يدير في الموبقات وكل كان يقتل في الناس، ومن بعد قال تاب جي في الصف الاول وصلي بالناس، لا لا يا صاحبي روح بعد الهي، خلي روحك انت اغسل روحك قبل شويه ومن بعد من بعد رواح، يلا البارح قاعدين يظلوا في الناس في القنوات الفضائيه ودرك يلا صاروا محللين وصاروا يمدوا في الدروس للناس وكذا، مازال انا حد الان وراك تشوف انت في قنوات فضائيه جزائريه ماناش نحكي على اللي راهم في الخارج، ولا اللي ترى المعارضين اللي راهم منذ سنوات دوك هما معارضين للنظام راهم فتحوا لهم الابواب قال روح تكلم، وري لي هي في القنوات الرسميه ولا في القنوات هذو الخاصه، وري لي ما كانش حتى واحد راهو فات من هاد الناس المعارضين الحقيقيين الحقيقيين اللي معارضين في النظام راهم معارضين. شوف يا أستاذ أنا شوف إحنا الشعب دركا فيق والحمد لله وشعب واعي ما شاء الله، وغدوة إن شاء الله رايحة تكون مسيرة ضخمة. أنا المعارضة هذه يا أستاذ شوف نبدأ رقم واحد لويزا حنون، سامحنا يا لويزا حنون تبارك الله وفيك درج أخطانا، بالنفليس يرحم والديك يا بالنفليس أخطانا، المعارضة الأخرى هذيك تاع النهضة وحماس وجاب الله وجماعة هذوك يا خويا أخطانا، كاين بديل كاين بديل، احنا كرهنا كرهنا من وجوه المعارضة ووجوه النظام، نفس 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 العباد اللي نشوفوا فيهم ونفس السيناريو ونفس الفيلم، يعني فيلم هندو ما حبش يخلص، احنا تعبنا من تعبنا من الناس هادو، كيما كان يقول الاخ قبيلة نشعل التلفزيون نشوف او يحيى، نزيد نبدل القناة نشوف نشوف جاب الله، ولا سبحان الله المعارضة عندنا غير جاب الله ولويزة حنون وبالنفليس والحكومة عندنا غير أو يحيى وبالخادم راح بالخادم يجي أو يحيى يروح أو يحيى ويجي، الناس ملت، ماذا بينا نشوفوا يا أستاذ سواء في البرلمان سواء في الحكومة نشوفوا شباب ما شاء الله أو سبحان الله، أنا قلت لهم الجزائر علمتنا غير نسرقوا من الدولة، ما علمتناش الجزائر حب الوطن واحد يجبد من جيبه ويمد للدولة يا سبحان الله، احنا عندنا احنا عندنا احنا عندنا شعب والله العظيم شعب عظيم يا استاذ، قادرين حنايا كجزائريين كي تعاطفنا مع المسيره هذه والله نديروا نداء للجزائريين اللي في العالم كامل ويحكموها الشباب، والله نديروا تيليتون ونلموا الشيء اللي نقدروا عليه ونبنيوا بلادنا حجره بحجره وتتبنى وتتبنى على قاعده صحيحه وتتبنى. وزدت تأسفت الحاجة أخرى يا أستاذ لما شفتك قبيلة والله ما كنت على بالي، يعني أنا نتابعك عندي زمان لما قلتي جاوة السفر ما عنديش، يعني والله نتأسف سبحان الله. أسمع تخيل تخيلوا رشيد نكاز راه ما عندوش جواز سفر، واش دار 18 سنة وما عنديش جواز سفر لحد الآن، رانا الآن ذكرنا دخلنا في 8 مارس ما عنديش جواز سفر لحد الان، ويجيك واحد بدا البارح شارك في مسيره دير فيها السيلفي يجي يقول لك انت شكون انت شكون. والله يا استاذ شوف يا استاذ احنا الشعب تاعنا حنين واللي يجي يبكي معاه، هذا هي الغلطه اللي في الشعب تاعنا حنين، احنا المشكله تاع رشيد نكاز انا مش 30 سنه نضال 30 الله يبارك يعني 30 سنه نضال من 89 الى 2019 قريب قد عمري، يعني انا السياسه ما نعرفهاش يعني قريب قد واحد عمري السياسه، واحد بدا البارح دار فيها السيلفي. لا يا استاذ هو رشيد نجاز، يعني انا رشيد نجاز نعرف شخصيا، نعرف لطفي الدراجي النائب تاع رشيد نجاز، يعني انا والله نعرفه شخصيا،
انا والله يا استاذ انسان كيكون كبير وواعي ما كاه انسان يجي يمشيني على ودني. هي قضيه رشيد نجاز لما تشوف سبيسيفيك واش هضر في التلفاز تقنع، وسبيسيفيك اللي في قلبه في لسانه. المشكل اللي في سبيسيفيك به وضر خسر عمره وخسر ماله، ماله الخاص وضيع حياته، سبت لسانه. البارح انا شفت في قناه بير تي في سبيسيفيك واش هضر على نجاز واش هضر على غاني مهدي. غاني مهدي انسان متكبر، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عندنا ما نقولوا في ولد الناس، بصح انسان متكبر. كيفاه سبيسيفيك جاب لك معارضين، قال لك هذو مترشحين للرئاسيات؟ لازم تحترم اي انسان، كون متواضع تحترم اي انسان. والله شوف نقول لك، هي في البدايه شوف نقول لك كيفاه كانت ماشيه. في البدايه كانت ماشيه، هو انه كانوا يعتقدوا من انه يروح لهم الجنرال الغديري. فهمت؟ شوف الامور كيفاش تمشي. بعت لهم كولونير. اصبرني اصبرني، ماشي قضيه كولونيل هذيك، ما هذيك تسمى تفاصيل. هما على بالهم في ثلاثه، على بالهم باللي واحد ما راهو رايح يفوت منهم، على بالهم بها، على بالهم. دونك الفافوري بالنسبه لهم هو جنرال الغديري، بالتالي هما كانوا يحوسوا يتفاوضوا معاه. ثم لما تسمع انت قال له هذاك وراه جنرال الغديري، مع انت الاخرين ما عندهم حتى معنى، ما عندهم حتى معنى. ثم يهضر مع الباترون، الباترون اللي تعول عليه. ايا من بعد تسمى هو ذاك شاف روحه باللي ما لازمش يروح يضربوه ديريكتوم، وبعث لهم واحد. ومن بعد مباشره راهم كانوا اون كونتاكت مع بعضهم، شافوا باللي راهو السوق مقطع مباشره، وما راهم جمع عنده جماعه يخدموا مع تاع الدياراس، وهذيك يلا دار لهم ميساج تاع اسمه هذيك التياسه، قال لي راهو مش معاهم، ما على بالوش بجدهم. فهمت المساله؟ شاف باللي سوق مقطع، يلا بالسلامه بالعافيه، هو ما يحتاجهمش، لانه هو موش معول عليهم، هو معول على الناس داخل الجيش اللي راهم يعرفوهم النظام جيدا، وهما يحوسوا يستعملوا الحراك الشعبي كغطاء. هما الجيش على بالهم بيت دعوه كل في البندقيه والرشاش، ما على بالهم باللي الشعب هذا تخرج راك بالالاف المؤلفه، ولكن امام الناس اللي راهم دركم متحكمين واسمو وسائل الاعلام ارباب المال والجماعه اللي راه عندهم البارجه الحربيه وعندهم واسمو البازوكا وعندهم الاربيجي وعندهم ذيك، هذوك اللي عليهم الهضره. فهمت؟ قادر واحد درك انت بقنبله يدي شعب يديه للواد، بالتالي تعول على هذوك الناس. شافهم هما باللي السوق مقطع، والله جبد عليهم. هذه هي المسألة. هاي بطاقة انتخاب ما عندوش، هضرها سبيسيفيك البارح وهو جاي يرشح روحه، بطاقة انتخاب ما عندوش. وزيد بزيادة، أنا شفت اليوم واحد اللايف، أنا تسمى نتبع الأحداث الكل، شفت واحد اللايف تاع أمير ديزاد. اليوم أمير ديزاد تكلم على رشيد نجاز، رشيد نجاز رد عليه. يعني ولات الآن فيه صراعات الآن ما بين رشيد نجاز ما بين أمير ديزاد. قلت لك اليوم شفت واحد اللايف تاع أمير ديزاد، راهو جا ضد رشيد نجاز، راهو جا ضد. يعني كان معاه هذاك، لو كان معاه هذاك هو تسمى عرفوه الناس، عرفوه بنكاز. واش يا أستاذ الحاجة لقى دوك لقى الزيطوط كان معاه نكاز. وانا الاخ والاستاذ زيتوت زاد كنت نحترمه زاد كمعارض. الحاجه اللي ما عجبتنيش يا استاذ، البارح شفته راح للقنصليه الجزائريه باه يطلب جواز سفر. يعني شفت كلا زيتوت يعني متحمس، شغل متحمس، انسان متحمس على منصب. يعني شغل هكذا بانت ليا التحاليل تاع. شوف هو المهم الاخوه سمحوا لي ذكرني نمر لكم الكلمه، هو كانوا يقولوا له بالناس انت راك جاي برا في الانجليز وتهضر، اروح تدخل للجزائر. كان يقول لهم هو باللي انا ما عنديش باسبور، هو عنده باسبور، عنده الجنسيه البريطانيه، باش يدخل للجزائر لازم له فيزا. فيزا وما عندوش الجواز سفر جزائري، ما عندوش. دونك هو على جال باش ينحي هذاك الوسمو على روحه، قال دوك تروح للكونسيلا وما يمدولوش، قال هاني رحت وما عطاوليش باسبور. فهمت؟ ما عطاوني باسبور، ما عطاوني فيزا، باسكو هو باش يدخل لازم يدخل بالفيزا.
وعلى باله هو درك الان في هذا الحراك يقدر يدخل. هو درك الان في وقت سابق ما كانش عنده هذا الفكره هذه، لكن الان ما دام راهو شاعب برا ماذا به لو كان يعطيه له يهبط، يهبط حتى يدخلوه الحبس على باله، يهبط على باله باللي الشعب من بعد قالها ودخلوا الحبس يلا خرجوا وديروا ديروا، فهمت؟ هو درك الان يحوس يدخل، راهو الان يحوس يدخل. المهم استاذ باه نخلي الاخوه درك يطلعوا ان شاء الله. انا كلمه الاخيره نوجهها المشعل، لازم نخليوه للشباب، الشباب يا خويا خليوه يصعد، نخليوه يخدم ونفرحوا له من قلوبنا، وحنا نعاونوهم بالشي اللي نقدروا عليه وبالشي اللي نعرفوه ونزيدوا نشجعوهم يا استاذ. عندنا شباب ما شاء الله نعطيو لهم المشعل، بشرط ما تكون فيه لا معارضه من القديمه لا من الجديده لا من الحكومه القادمه ولا شيء، يخليوهم يخدموا وتصبح على خير يا استاذ، ربي يحفظك. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا الاخ نور. المهم الاخوه كاين فيه واحد الاخ جلالي، هكذا جلالي قال لك باللي لازم يكونوا 3 دقائق. المهم الاخوه لازمكم تعرفوا بعض الاشياء، دوك ان شاء الله نعطيكم الكلمه، لازمكم تعرفوا بعض الاشياء برك. مرات وين انه ما يكونوش كاينين الناس في القائمه، انا اللي راني نسير في هذا الحوار، مرات كاين الناس اللي هو لما يجي يتكلم يجيب لك معلومات او يجيب لك افكار او يجيب لك طرح، تبقى انت معاه في اخذ ورد على جال باش انت تفيد، ولكن كاينين الناس اللي هما ما عندوش، وبالتالي ما تقدرش انت دير. دوك مثلا واحد تحدد قال مثلا وقت معاكم، هو انه الانسان تكون 3 دقائق مثل ما قلت انت الاخ الكريم، 3 دقائق تعطي انت الفرصه وتكلم الناس كل ماذا بيا انايا. ولكن المشكل وينك؟ تعرف الجزائريين رانا نعرفوا بعضنا، فهمت؟ كاين الناس اللي هو لما يدخل لك في البث هذا مش ما على بالوش بالموضوع اصلا، يجيك انت راك في حوار ويجيك شو الموضوع. المهم نحاول هو انه اسيدي الامر هذا هو يتم يرجع لك من توما، انا ما عنديش مشكله، تحبوا هو انه نحدوا الوقت كل واحد، ولكن لازم الانسان قبل ما يجي يدخل في الحوار يوجد نقاط معينه قال يتحث معها ويحاول هو انه يختصر باش يخلي المكان لخاوته. شكرا. المهم الاخ على الملاحظه، شوفوا تراجيدي هاي، يعني بداو بك انت اللي كنت تقول 3 دقائق. اخ عبد الجليل والله الجلالي، راهو عندك الهاتف نتاعك هو مغلق، حاول انك تفعل، راهو عندك واسمو بوطون راهو مقفول. اخ عبد الجيد والله الجلالي والله راني دخلتك وما كانش، راهو مغلق الهاتف نتاعك، اذا كان راك تتحدث بالجهاز تاع الكمبيوتر ما تقدرش تدخل، فهمت؟ نشوفوا هذا الاخ واسمه هذا علي موسى كان ممكن هو ينتظر دوك ان شاء الله نعطي لكم الكلمه، حاولوا هو انه تختصروا. الو اخ علي مرحبا. اهلا أنا دكتور، أنا دخلت معك من قبيل في الموضوع الأول ولك يعني نحاول ندخل بسرعة في الموضوع الثاني هذا. تفضل. على التنظيم تاع المسيرات، كما هنا في احنا في الولايات هذه الداخلية والله اللي ما فيهاش كثافة بزاف، ثم المسيرات تكون سهلة منطقيا، نقولوا تنطلق من ساحة في مسار تاع زوج كيلو ولا 3 حتى قدام مقر الولاية، والله الناس تلقي كلمة نص ساعة ساعة وتعاود تتفرق، مثلا ترجع للمكان الاول هذاك والله وتتفرق. بصح المشكله انا اللي درك نحذر منها في العاصمه، باش خاطرش انا عشت في العاصمه 8 سنين وعلى بالي الطبيعه تاع خاصه انت الشباب تاعها، الشباب تاعها شويه طايش وكاين اللي يحبوا يستغلوا الوضع هذاك، فيها كاين اسمها جماعه منحرفين بزاف تما، فهمتني كيفاه؟ كاين درك هو في الليل ديجا متبقى في 20 في 30 يحضروا واش يديروا غدوه، يقول لك حنا نستغلوا المسيرات هذيك مثلا نسرقوا بنكه، مثلا ندخلوا لشركه ما بيش تعجيزي في الاخر. على هذا انا واش نقول للشباب هذو اللي اطروا المسيرات في العاصمه، يشوفوا المسلك يحاولوا يتحاشوا، ونقولوا مثلا المديريات تاع الامن، مثلا السفارات، الوزارات مراكز الحياه الحيويه كما نقولوا، المديريه العامه تاع مثلا جيزي موبيليت اريد، وهذه الشركات تسمى اللي شويه الناس متحسه منهم من امور ما نبيش كيفاه. ونطلب من الشباب سمات الاحياء ثم كيقولوا باب الواد، والله كي تخلص المسيره هذيك على 5
يحاولوا يبقوا تما قدام الديار تاعهم في الاحياء. فهمتني كيفاه؟ في الاحياء مثلا 3 3 4 4 كون يشوفوا هكذا منحرفين والله طمعوا يفسدوا والله سما يكونوا واقفين معاهم تما. خاصك حنا الشرطه تاعنا ما تقدرش تكون في كل حي، فلا هي تروح تحمي في قصر الحكومه. وثاني الشباب اللي نسمع انا واحد الصفحه حتى فيسبوك من فرنسا، المهم اجنبيه سما، تلقى الادمين هذاك اللي يسيرها اجنبي، ماشي اجنبي جزائري بصح عايش في الخارج. يقول لهم طلعوا المراديه، يقول لهم طلعوا المراديه، انت راقد لي في باري وتقول لي جاني طلعوا المراديه، انت حاسبها مراديه هذه ما بيش وشي وما كان والو. اجنبيات بوفري كنت تلقى صاحي بارك الله فيك، ذاك يكون يلقاك انت صح داخل قصر الرئاسه يتيريك، يتيريك باي وسيله قرب ثم يتيروا عليك. إيه هادو صافعات نقول لهم اتقي والله حنا رانا ضد النظام هذا ونحوسوا على تغيير حقيقي، ماشي دوك نروح انا المؤسسه السياديه قصر مراديا ندخل نحتلوا انايا تما، ما كاش منها، ما تصراش هذه في 2019. حنا ماناش نحوسوا نكسروا مؤسسات اللي قايمه حتى ولو كانت نسبه الفعاليه تاعها 10% مثلا. يا ودي شوف نقول لك، الناس ما تخممش وما تفكرش، راه الناس غير تندفع برك والناس تمشي فيها العاطفه. حتى مرات هو انك انت لما تجي مثلا تتكلم ويشوفك انت تتكلم بالعقل والله ذاك ما يعجبوش الحال، يروح خبط راسك، خبط راسك ما يهمنيش فيك انا، خدم عقلك وفكر. اللي لما تلحق للرئاسه معناتها خلاص صاي، ثم لما انت تروح لثما معناتها باللي انت حبيت تهبط الدوله. بارك الله فيك، هبط الدوله مهما كان الامر، مهما كان الامر، حاول هو انك انت تضغط من اجل على جل باش انت تدفع الى تسليم السلطه. تسليم السلطه هو لا يتم هكذا في الشارع، تسليم السلطه راه يكون عن طريق انتخابات وعن طريق ممثلين. انت راك تدفع من اجل على جل باش توصل انت لهذاك الشيء اللي راك انت تحوس توصل ليه. ادفع ادفع اضغط على جل باش الناس قال مثلا دير مثلا ندوه، دير مؤتمر، دير كذا هيئه، دير كذا، فيما بعد انت دير تنظم انتخابات في اجال في اطار تاع شروط تاع ضمانات الحق. ولكن فيما بعد انت اذا كان انت رحت دخلت على الرئاسه، دخلت عليها انت بالكتبيات وانت حرقت وانت قتلت، غدوه رايحين يحرقوك غير كون كاني كما تدين تدان. وثاني نقطة برك باش نخلي الإخوة يهدروا، المعارضين هادو حنا أحزاب المعارضة ولا شخصيات معارضة، نطلبوا حنا منهم كما قلت أنت قبيلة يكونوا في وسط الحراك، ما يحاولوش هما يركبوا الحراك هذا يقودوه. نورمال من حقك أنت شخص معارض، من حقك يا خويا تخرج مع الشعب، خرج في وسط الشعب، ما تروحش أنت في صف الأمامية كما شفنا رب والله هذاك يحبوا يركبوا صورة الشعب والآخر ويبينوا رواحهم. احنا ما نحتاجوش هذاك الشيء هذاك، حبيت تخرج خرج في وسط الشعب. وثاني الشباب كي تكونوا مثلا كي تكونوا في الخط تاع لابوليس هكذا اللي راس منه هما باش ما تجاوزوش، ما تحاولوش تضغطوا عليهم ولا تعيطوا عليهم بعبارات مسيئه. والله هذاك البوليسي هذاك واقيلا 15 يوم ما دخلش للدار، راهو ديجا في نفس عصبيين راهو منهار. ما تقولش هو باش تقيسوا لما انت تجيب له شعار شعار قال مثلا خاوه ولا اسمه، وتحاولوا انك تمسوا بالكلام الطيب بالابتسامه هذيك تاثر عليه. اما انت راك رايح ليه على جال باش انت تنحيه او باش تقتله او تستفز فيه، ما تنتظرش منه على جال باش هو يرحمك. وثاني الدعوات هذو اللي يقولوا طلعوا من بليده، طلعوا من القليعه، طلعوا من تيزي وزو، حنا نتمنوا كل واحد يا خويا يدير مظاهره. شوفوا نقول لك هذوك يحوسوا يضغطوا. شوف نقول لك كاين بعض من الناس اللي هما راهم يتكلموا، والله العظيم انا مرات نسمع ناس دون هو انه نسمي الاسماء نتاعهم، راه الناس تعرفهم بمجرد هو انك تحكي، وربما راهم الان راهم يسمعوا فيها. قاسما بالله تقول انت لا عنده علاقه بالسياسه، كما يقولوا في البلاد الاسم الغالي والمربط الخالي. تا دركا لما انت راهم جايين ناس من تيزي وزو جايين للعاصمه، وعلى هذو اللي راهم في العاصمه ما كفاوكش؟ هاي فيها 7 ملايين. انت راك بهذا الطريق انت راك تدعو للفوضى، فوضى. بارك الله فيك. تل في العاصمه راها فيها اكثر من مليون شخص، اكثر من مليون،
الطرقات ماهيش كيما نقولوا مثلا راه في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في سويسرا، قال راه مثلا حركه المرور تمشي وحدها، فهمت؟ راه الفروج وكذا والناس لا شرطي لهم يحزنون، الناس تمشي. في الجزائر راه مازالت الناس تاع الشرطي بالسيف اللي يسيف لي فوت انت وفوت انت وفوت انت، مازالت الناس تشوف فيها. في 2019 حتى لما انت تجيب ضغط واحد اخر على العاصمه ومن بعد اسكو انت عندك دي غارونتي باش من بعد ما يصراش ديراباج؟ ما عندكش. الغش صح، الناس هذوك وين تروح مثلا؟ دوك جاب تيزي وزدو يا خويا، راك في تيزي وزدو دير راك دير في تيزي وزدو، دير المسيره نتاعك في تيزي وزدو، راك في البرج دير المسيره نتاعك في البرج، كل واحد يدير في ولايته على حسب، فهمت؟ قال بارك الله فيك. انا كيما السياسيه ولا معليش رؤساء الاحزاب السياسيه ولا شخصيات هكذا والله معليش، ناس معروفين مشاهير مش مشكله. قال مثلا يطلع واحد من تاني العاصمه ولا مش مشكله. وتاني كيما برج، كيما البرج الولايه تاعك انا عجبتني تاع واحد مارس، خدموها مليحه، داروا كيفاش الاحياء، داروا رسم بياني الاحياء كيف تخرج، الحي الاول نقولوا الثاني الثالث، سما من البعيد وارواح، والناس تتلاقى تلاقى حتى وصلوا قدام مقر الولايه، داروا مسيره تاعهم منظمه لاخر والناس راحت للدار. ايه هذا ما كان، وان شاء الله تكون الخير. ربي يبارك فيك، شكرا للاخ الكريم. نشوفوا ترى هذا الاخ هذا الدحمان هذا اللي راه يريكلامي. الاخ دحمان عذرنا شويه برك، دحمان يا رابح. ايوا خويا رابح، اخويا رابح، اخويا رابح تريكلامي يا خويا، اسمح لنا. مرحبا بك. شارك على بالك كنت نديخ والله العظيم. علاش معذره برك؟ احلي اخي وبارك الله فيك على هذا البرنامج، واشوف انا في الحقيقه ولو ما نعرفكش كيما نقولوا بصح برنامج ما شاء الله. شوف انا غادي ما نطولش ونطلب من الناس اللي راهم يشاركوا، قلنا 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق الانسان راه يهضر فيها مانيش عارف. انا غادي نقول كلمات باختصار باختصار شديد. انا نقول لك باش تسلك الامور في حل واحد يطبق، هو بيان اول نوفمبر اللي ما تعلي الشهادة. نعم. وغادي نعطيك مقتطف منه. هو طويل لكن مقتطف ضروري وأساسي، إن لم يطبقوه فلن يكون النجاح. وهو بيان تاع نوفمبر في الوسط يقول واحد الكلمة: بناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. غير خرجوا من هذه الشقلالات لو كان ما نطبقوش هذا خطر. علاش؟ غادي نقول لك، مدينا عهد للشهداء على هذا القرار هذا. نعم. هذا البيان تاع خربه والله. عمي ربه منين راك تكلم فينا؟ عمي ربه نتكلم معك من مغنيه في الحدود. إيه المغربيه الجزائريه ما شاء الله. ايه وعندي هذه واسمو تسمى فيها نقاش. هذه عندي ما نقول، عندي ما نقول، بصح انا وليت ما نبغيش نطول باش نخلي الناس تشارك. انا بغيت نقول بيان بناء الدوله. للاسف الشديد خرج عمي رابح، يبدو وانه عنده ضعف في الخط نتاع الانترنت. المهم عمي رابح راه الرساله نتاعك اعتقد راها وصلت. ان شاء الله. المهم اذا كنت تحب تعاود ترجع والله ما فيش مشكله، مرحبا بك. يبدو انه راه كاين تقطع في الخط. السلام عليكم. مرحبا بك الاخ عبد السلام. واش راك استاذ؟ وعليكم السلام. مرحبا بك الاخ عبد السلام، منين راك تكلم فينا؟ ربي يبارك فيك. بومرداس، هذه هي المشاركه الثالثه معكم استاذ. مرحبا بك. على بالك باللي ساعه ساعه ننسى، خاصه الناس اللي ما نشوفوهمش. معليش استاذ، نحترموك ونقدموا لك الاحترام. وماذا بينا الخاوه اللي راهم معانا لهنا، اللي راهم معانا في اللايف، ماذا بكم التعليقات يكونوا باحترام، باسكو كاينين ناس كبار راهم معانا، راهم يشاركوا معانا في اللايف. نعم. كاينين ناس محترمين، كاين اللي كاين اللي راه قد بابه ولا اكثر من بابه في العمر. ماذا بينا يكون الاحترام. ويا الناس اللي راكم تسمعوا في اللايف، معليش هذا استاذ تاعنا راه في محل ابونا، احنا رانا نسمعوا منه وهو راه يسمع لنا. أستاذ، بمناسبة الموضوع هذا اللي طرحته علينا، أنا عندي واحد الفكرة تقدر تكون شوية طايشة أستاذ.
على بالك دائما شغل نمد معليش افكار نتناقشوا، ما تكون كان حتى شويه مشكلة، ما فيش معك. مشكلة. انا هذا المظاهرات هذو اللي راهم يديروهم استاذ، وش رايك لو كان هذو اللي راهم يديروا المسيرات نركبوا في قوارب ونروحوا لاوروبا ونخلوا لهم البلاد ليهم يديروا فيها وش يحبوا استاذ. تقصد يعني تكون عملية تاع ضغط ولا؟ نروحوا خلاص راه يا استاذ يعني تمك شوي اسمع، بجميع الحلول. خلينا والله نطوروا استاذ الفكرة. اسمع، سامحني استاذه، لا 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 لا، هضرت ها على معك بالي انت راك دقيقه خذيتها. برك لا باش لا لا لا، مش مشكلة نفهمك، مش مشكلة الأخ باش سلام، اسمح لي. دقيقه برك استاذ. خلينا نطوروا طلعت الفكرة، انت راك طرحت الفكرة نتاعك وانا راه طلعت جاتني طلعت فكرة. دقيقة برك أستاذ ومن بعد كمل الفكرة. طلعت معك زوج اختارت في اللايف، راني شفت لي فيديو تاعك قريب كامل أستاذة، ربي يعني يبارك. تما باش نتناقش معك لازم أنا نعرف هذا الإنسان اللي راهو يهدر وش يكون. يا ناس روحوا شوفوا لي فيديو تاع الأستاذ ومن بعد قدم أنت يا كيف الفكرة تاعك وحاول كيفاش تهدر. المهم الفكرة تاعي يا أستاذ المسيرة هذه في القارب أوروبا فهمت، اسمع، وراهي فهمتك لي. فهمتك فهمتك. انا شوف، حبيت الفكره هذه اللي انت طرحتها نطوروها مع بعضنا. وش رايك الاخ عبد السلام، هو انه مجموعات من الشباب، فهمت، في اطار هذه تاع المسيرات يخدموا ولو من كرتون، فهمت، ولو من كرتون يخدموا شبه نتاع زوارق، شبه نتاع زوارق، ويديروا فيه شعار، فهمت، يديروا فيه شعار اللي هو يوصل رسالة لهذا الناس، للسلطة، وحتى انه وسائل الاعلام، ما تعرف الان دوك الفيسبوك واليوتيوب وكذا، ماناش محتاجين القنوات. تفضل. يا أستاذ والله العظيم هذه ليست مجاملة، أقسم لك بالله العلي العظيم أحترمك أستاذ. يعني في ميزك لو كان نصنعوا قوارب تاع كرتون، وحنا رانا نشوفوا فيديوهات تاع ناس ماتوا في البحر فاهمك فاهم. وبعد كاي يجي رائد. فرصة فيها شعار، قال مثلا يتهز واسمه، قال مثلا واحد قورب، فهمت، قارب، طيب قارب يتخدم بشكل تاع كرتون وفيه شعار تخليدا لروح الحراقة، فهمت. ما نقولش انا الشعار هكذا، ممكن بالك نفكروا فيه شعار يكون تخليدا للحراقة، قال مثلا قارب مخدوم من كرتون ويتهز في المسيرات هذه ولا في التجمعات، ويكون فيه شعار نفكروا فيه تخليدا نعم للروح الحراقة، ويكون نعم رسالة رسالة للناس على مستوى 48 ولاية، وين راهم الناس يخرجوا. واش رأيك؟ أستاذ هذه راني معك فيها، بصح أنا الفكرة اللي حبيت نقدمها لك يعني شغل خلاص شغل لموس فات العظام أستاذ، ماشي خلينا زعما اسمع، هذاك شغل نجيو لها من بعد. دخل من هنا في وخرج البداية من اسمع، هي. في البداية شوف شوف أراك عبد أراك أنت السلام، تحكي، سامحني أستاذ، أنت أراك تحكي عندك 18 سنة ما عندكش جواز، عيب كبير نعم، عيب كبير أستاذ. تسمك شغل علاش هذو العباد اللي عندهم في راسهم راهم يحرموا فيهم باش يدخلوا من البلاد، تما باش تكون عملية السرقة تاعهم سهلة. تما هذا كيما يقولوا أنت راك تعرف خير مني أستاذ وراك قادرة تنقلب متمكن الآية خير أخ، مني. أقول هي أخ عبد السلام، تقدر تنقلب ولا غير قادرة قادرة تنقلب تنقلب؟ الآية، اسمع، قادرة تنقلب الآية، نصيروا حنايا بالجوازات السفر، ويصيروا هما لاجئين في أوطان الناس، قادرة تنقلب الآية، إذا كان ما حبوش يستجيبوا للمطالب نتاع الشعب، راه قادرة تنقلب الآية، ويصيروا هما لاجئين بهم بولادهم. ما يقدروش يا أستاذ يستجيبوا خلاص، تسمك شغل كيما نقول لك دخل الغل في قلوبهم أستاذ. هذو العباد ما يفهموش، هذو العباد سيدي فومبير مصاصين دماء. شتي يا أستاذ هذوك الرسوم الكاريكاتورية اللي نشوفوهم كرش كبيرة ومعمرة بدراهم، هذو كيما هكذا أستاذ. تمك شغل دير مسيرة ما تديرش تموت في البحر ما تموتش، ما رايحينش يشوفوا فيك أستاذ. عندي دوكا شغل ولا عندي شك في هذو العباد باللي ما يأمنوا بربي
ما يعرفوا ربي، ما يعرفوا باللي ناس راهي تجوع باش تموت بالجوع، ما يعرفوا الناس باللي راهي تسفري، ما يعرفوا الناس عباد 40 سنة في عمرهم ماشي مزوجين، ما يعرفوا الناس باللي راهم ساكنين في بيت في 16 عائلة، وأخوهم مزوج وعمهم مزوج وساكنين في بيت واحدة. يا أستاذ راهي كما نقولوا كارثة عمت في الجزائر. ومن بعد تولي تشوف يا أستاذ شغل وسائل الإعلام هذو راهم يبينوا لنا غير بعض من الناس، نعم نكاز ميكانيكي، نكاز ميكانيكي، ما تهدرليش غير على نكاز، وما تهدرليش غير الميكانيكي، وما تهدرليش غير على رانا مهدي. بالك هذو راهم شغل كيما نقولوا يا أستاذ سيدي بيون، راهم جايبينهم باش يغموا الريسان الكبار، الفاعل الكبار اللي ما يبانوش رجال الخفاء، هذوك اللي يمص يشرب ديريكتومون. أستاذ حنا رانا نقولوا المسيرة هذه ولا مسيرة ديرها في عوض زعما شغل الجي سونتر ما راحش تحمل لك لا شارج تاع 10 مليون، هذه من المحال أستاذ أنت على بالك وتعرف، من المحال الجي سونتر راح ترفض لك 10 مليون من الناس. وإذا كان ضغط كبير، ضغط أستاذي يولد الانفجار لا هذا هو أستاذ. تكون كاينه منظمه ويكون الناس مؤطرين، انت ما عندكش مؤطرين، راه الناس تخرج بعفويه تخرج وما تقدرش انت فيما بعد اختناق، وكان يموتوا الناس في الطريق ولا قادر واحد يموت لك كريز كاردياك. هيا اوكي معلش. المهم استاذ انا شكرا الفكره تاعي هي في عوض المسيره قوارب اوروبا. شكرا شكرا للاخ عبد السلام، الفكره نتاعك راها وصلت، نعاودو نرجعو عمي رابح نشوفو ترى باش يكمل الفكرة نتاعو، وإن شاء الله نمر للإخوة. السلام أو عليكم. عمي رابح راني عاود رجعتك على جال باش تكمل الفكرة نتاعك، راح لك الخط قبيل. خط انقطع عليا. آه. أنا شوف هنا وحدة نتاع واحد الحزب راها قالت واحد الكلام، نعيمة صالحي هذيك أنا دوختني ما فهمتش. حارس قالت لك انا متهايل باللي هذا موش الشعب الجزائري اللي خرج، قالت لك هذا الشيء ما يصيرش حتى في اوروبا بهذا التنظيم وهذه الشعارات وهذه العفويه وهذا السلام. انا هذه المراه ما فهمتهاش، انا وين راها عايشه؟ ما على بالهاش هذه الفكره اللي قلتها اخي، يرفدوا قوارب مش قارب، قوارب يرفدوهم هذوك الناس اللي ماتوا في البحر وخلاو مواتهم محروقين عليهم، لازم ينجبدوا في هذه المسيرات. والله فكره جيده نتمنى يديروها ان شاء الله، على ان شاء خاطر الله. تمس الداخل في القلب. مساكن إيه قوارب يخدموا، يديروا كرتون برك بالكرتون، يديروا قوارب ويكتبوا فيها شعار، ويكتبوا فيها شعار والله، حتى بلا شعار، بلا شعار، بلا شعار. كما هو شكون اللي كان واحد من اللي قال تروحوا ولا نروحوا؟ تروحوا ولا نروحوا؟ فهمت؟ يكتبوها ثم والله حتى القوارب وحدها تكفي، راه الناس تعرف بلي رمز رمز الحراقة رسالة رسالة بلي هاو قال بلي هاو الحراقة اللي توفى ربي يرحمهم، يعني في المعلمة 48 ولاية، 48 ولاية حتى في الخارج، الناس تعرف في الخارج، الناس في الخارج قادرين هما يديروا قوارب هكذا يخدموها من الكارطون ويهزوهم ويهزوهم. واه تمثل حاجه باللي ولادنا هجروا بلادهم، هجروا بلادهم وماتوا، ويقول لك ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود. شو الشباب وين وصل؟ الشباب نتاعنا وين وصل؟ وهذا الحراك هذا، هذه نعيمه صالحي لو كان جات شويه تفهم قبل ما ينوض هذا الحراك، كانوا الشباب نتاعنا يغنيوا واحد الاغاني تاع الراب، وهذوك الاغاني هذوك دائما فيهم واحد الكلام سياسي وعلى السلطه، ياك هكا بدات في الاول. صح صح. من بعد ملي تقلت الامور تحس بها في الاستاد، الاستاد ولاو فيه اغاني واناشيد نتاع السياسه. انا دخت غير في دوك الشباب كيكتبوها ويردوها كاع 20,000 ولا 30,000 نفس الكلمه. هنا اللي كان يفهم شويه عندها السياسه في راسه حاجه راها توجد. ممكن وسم هذيك نعيمه صالحي، ممكن بالك راها خايفه، خايفه من المانيبيلاسيون. ما اعتقدش هو انه ضد الشعب، امبوسيبل. واش قالت؟ قالت لك باغي نعرف شكون راه وراء هاد المسيرات، السؤال اللي طرحته.
إيه عادي والله. إيه عفوية ولا مش عفوية أخي؟ والله هي في البداية ما هيش عفوية. ما هيش عفوية الحاج. يعطيني مثلاً الدليل علاش مش عفوية؟ شوف هي في البداية. شوف هي في البداية في شدة الحاج. بدأت هو بشعار تاعي بالفلقاية المروكي مكان شهد خالص. بدأوا فيها الناس. بدأوا فيها الناس. ما يبانوش. وفي البداية الهدف نتاعها ما كانش تاع تغيير النظام، كان الهدف نتاعها هو منع تنكية مونضة، كانوا يحوسوا على البشومة بعد بوتفليقة وما يفوتوا، هذا هو الهدف، ولكن الآن خرجت عليهم. ثم الأمور تطورت. بيان سور، ولات المطالب. بيان سور، خرجت عليهم. المطالب ولات طلعت. للاسف الشديد زاد عاود خرج الحاج هذاك. المهم يبدو هو انه الخط نتاعو نشوفوا طرا الاخ حمزه حمودي. حمزه الاخ حمزه عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك، عاود سرحوا بالك راه عندك بوطون مغلوقه. شوفوا الاخ عبد الحميد. الاخ رابح مرات هو انه لما يكون واحد يتكلم واش داير الكتمان هذاك يجي واسمه هذاك الفون هذاك. والله غالب واش راح دير، كل واحد راهو الجهاز اللي راهو يستعمل فيه. مرات يكون واحد يستعمل في الاوت بارلور هذاك وبالتالي يجي هذاك الروتور. اخ عبد الحميد راني دخلتك، يبدو هو انه الخط نتاعك شويه ثقيل، رانا ننتظر راه في الطريق. اصبر برك الاخ الكريم دوك نطلعك. ها يا سيدي نطلعك الاخ الكريم دوك نجي لكم ان شاء الله. صبروني شويه برك راني قاعد معكم انا في وقت متاخر من الليل. مرحبا بك الاخ. انا نطلع لك اخويا. اسمك ومن راك تكلم فينا ومرحبا بك. حمزه من بومرقاس. نعم حمزه من بومرقاس. مرحبا بك الاخ حمزه تفضل. يا استاذ والله الفكره تاعك اللي طرحتها مبين عجبتني بزاف. يعني تاع اللي نخدموا كراطون تاع على شكل كما نقولوا تاع الحراقه ويخرجوا بهم مليح على الفكره. نعم حراقه ويكون باللون السود باش ترمز للحداد، ترمز للظلم للحقره، ومكتوب فيها حراقه يكفي حراقه، ويكون فيه مكتوب فيها باطو بالوسمو يعني بالكرتون برك. نعم. بالكرتون ولا بالحطب اذا كان فيه من وزير يدير لهم، بصح بالحطب يكون ثقيل، كرتون برك كرتون يكفي. نعم. ايه والله فكره مليحه هذيك يا استاذ. الله فيك. كل لون اسود هكذا وعندها رساله قويه، تكون على مستوى 48 ولايه. إيه. حتى في الخارج يقدروا الناس يديروها في الخارج هكذا نتاع زورق ولا قارب هكذا مخدوم بشكل هكذا ومكتوب فيه واسمه يدير فيه ما على باليش انا كشخص هكذا يبان هكذا في الاسمه رساله نتاع الحراقه باش ما ننساوهمش. نفس الشيء قادرين يديروا ناس غير مثلا الصور تاع الشهداء تاع مجموعه تاع السته، كل واحد يهز الصوره تاع شهيد ويكونوا في الصف الاول والله وهزين صور تاع الشهداء باش يذكروا الناس باللي رانا نحوسوا على كما كان الان الاخ كان واسمه الحاج هذاك يتحدث على واسمه على رساله تاع اول نوفمبر تذكر الناس ثاني بالمجموعه هذو تاع السته فهمت، ويدير في المقابل يدير معاهم جماعه الاخرين الصوره نتاع سلال وجماعه نتاعو الاخرين هذوك سته فهمت، يدير مجموعه نتاع سته تاع نوفمبر باش الناس تفهم قال هاهو فرق بين هكذا وكذا. ايه بالضبط باسكو والله لازم التغيير لازم يكون بطرق ذكيه، ما تبقاش الناس هذيك تاع التعنطير ونتاع تخرج نتاع الوسمو وخرجوا ونديروكم رسائل مثل هذه تكفي من اجل نهضه نتاع امه باش الناس تفهم باللي راه الناس تحوس على تغيير
تاع بناء تاع دوله تاع تاع كذا، وصلوا الناس قلبوها مسخره، قلبوها مضحكه، قلبوها فهمتني. لو استاذ باش نقول غير باش نقطع، اسمح لي نقطع الكلام، كان عندي خويا راح عنده دوك اللي بعامين حراق، يا ربي يكون معاه ان شاء الله، مازال ما بان والو دوك هكذا، اللي راحوا قاعد اللي راحوا معاه مازال ما بان عليهم حتى خبر. عنده عامين قالوا لنا باللي راه محاكمينه في تونس، في الحبس في تونس، رحنا شفنا ثم سقسينا، قال لك ما كانش، قال لك ما عندناش هذا، قال ما عندناش في الحبس، وكاين واحد كان معاه في الحبس في تونس، جا عندنا لهنا قالنا اخوكم خليتوه في تونس في الحبس، والله اعلم، قال لك قبضوهم داروا لهم قضيه تاع داعش. شفت كيفاش؟ اي والله العظيم قادرين يديروا لهم هذا، والناس ما يحشموش. ودا خويا راح دار الباسبور تاع خويا اللي راح في الناس، عندك الفوطو تاعو؟ عندي، بعث لي الفوطو نتاعو، اتصل بيا على الخاص، بعث لي الفوطو نتاعو، الاسم نتاعو، المعلومات، وخلي لي رقم الهاتف نتاعك، ونديروا ان شاء الله، راه كاين اخوه توانسه راهم يتبعوا فينا على الصفحه، ونشروا له ان شاء الله، بالك لا الله كش ما يبان. فهمت ان شاء الله استاذ، غير دير مزيه والله ما فيش مشكله، بالعكس انا اللي معليش. المهم راح الاخ، المهم راه الرساله نتاعك وصلت. نشوفوا ترى الاخ هذا عبد الحميد، بالك لعله راك ايوا المره هذه المفترض هو انه تطلع. شوفوا ترى بالك الاخ عبد الحميد يطلع المره هذه. الاخ مفتاح، والله اصبر شويه برك، دوك نطلع الاخ مفتاح، اصبر شويه برك. مرحبا بك الاخ عبد الحميد. اخ عبد الحميد، يبدو أنه عندك ضعف الخط نتاع الانترنت. أخ عبد الحميد، أنه عندك مشكلة في الخط نتاعك. شوفوا ترى الأخ هذا مفتاح، الأخ مفتاح عندك واسمه، عندك بلوكاج، راك مغلق الهاتف نتاعك. شوفوا ترى هذا الأخ يونس، أخ عبد الحميد راني طلعتك، وللأسف الشديد كان عندك مشكل في الخط تاعك، ما عندكش الصوت. للأسف الشديد خرج، تخلوا عاود خرج. نشوفوا ترى هذا الأخ، ما فيش مشكلة، الأخ اللي كنت تكلم فيه نتاع واسمه اللي قلت لي عندك خوك، بعث لي برك على الخاص عن طريق الحساب نتاع نور الدين خبابة، كتب لي ميساج، بعث لي الصورة تاعو والمعلومات، وإن شاء الله ننشرها، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. السلام، مرحبا بك الأخ. وعليكم السلام. سؤال جواب، سؤال جواب. المهم الأخ جمال مشلف، مرحبا. من السؤال هو من ننتخب، أو ما هو الحل الآن؟ هذا هو السؤال، سؤال مختصر. الأخ جمال، نعم. شوف القضية الآن ما هيش قضية نتاع من تنتخب الآن، رانا نعم. وصلنا لواحد المستوى، شوف باش نجاوبك، مش غير هكذاك برك، يعني مباشرة انت نعطيك اسم نتاع شخص. شوف احنا الآن لم يعد ينفع نتاع انك تروح تنتخب على شخص مهما كان هذا الشخص، مهما كان مهما كان هذا الشخص، مهما كانت الكفاءة نتاعو، مهما كانت النزاهة نتاعو، مهما كانت الأخلاق نتاعو. القضية الآن في 2019 هو أنه الجزائر تعرضت منذ الفترة نتاع الاحتلال وإلى اليوم إلى تدمير، بحيث هو أنه الآن الأسرة الجزائرية صارت مفككة. صح، درك الآن ما عادش ينفع أنت شخص، الآن الشيء اللي ينفع هو العمل الجماعي. صح. القضية أنت الحل هو في هو أنه لابد هو أنه النظام هذا يروح نهائيا، لابد هو أنه يتغير واسمه النمط أنت التسيير في البلاد، وتجي فيه وجوه جديدة جذري، يعني جذري تغيير جذري، تغيير جذري، ولكن جذري. يتم على مراحل، ما يجيش بين عشرين ضربة واحدة. على مراحل
قادرين نوصلوا ل 30 40 سنه باش يعني نبنيو الدوله نتاع مؤسسات. أيوه. دوله جيل. نتاع صح يعني جيل الاجيال تتغير بكل اجيال. ايه نعم. لازم اجيال ما تقدرش نعم. انت دوك غدوه نتاع أيوة. كيفاش انت هذه اللي لازم الناس تعرف، هذه هي اللي حبيت الناس تعرفها. انه اسمح لي أيوة كيفاش انت درك واحد في عمره 6 سنين باش درك هو يوصل للمستوى نتاع دكتوره شحال لازم له باش يخرج؟ شحال لازم ترك كي تقول انت تغيير، كي تقول انت تغيير لازمك تغير منظومه تربويه، والمنظومه التربويه هذه كي تغيرها انت تغيرها في قوانين والله مثلا في التسيير ولا في اشخاص ولا كذا، باش انت هذوك هذا الشخص اللي انت تكونه تنتظر منه على جال باش انت تجيب اجيال لازم لك 30 40 سنه صح. دوك انت هذيك باش تخدمها احنا دوك انت تدير الاسس، ما تقدرش انت دوك منا على 40 سنه تكون كاين موجود، قادرين احنا نكونوا موتى، لكن هاد الناس اللي راهم رايحين يجيو احنا نديروا لهم اسس صحيحه، تبني دوله على الصح يعني تبنيها على اسس صحيحه تخدم لها على اجيال بعد 30 40 سنه ممكن تولي الجزائر احسن من سنغافوره احسن من الامارات احسن من كاليفورنيا. نعم. لكن تبنيها على اسس صحيحه يجيو فيما بعد الناس اللي صح. من بعدنا هما يكملوا المسير، فهمتني؟ ما شاء الله. قال انت ما على باليش انا بديت انت مثلا في جامعه نتاع اكبر جامعه في العالم تدل هذا الاسس نتاعها وتبدا انت تطلعها يجي فيما بعد ناس هما من بعد يديروا اساتذه اللي قراوا في الجزائر وتكونوا في الجزائر وهكذا. فهمتني؟ اما تغيير الاشخاص ما راهو راح يجيب حتى حاجه للبلاد، بالعكس راهو راح يزيد يضيع الفرص. احنا الان حقنا لواحد المستوى بسطة النظام هذا تسيفيني ما راهو راح تنتج منه والو، لازم تغيير جذري، تغيير جذري ويتم على مراحل. نعم هذا مكان. لكن انا السؤال تاعي على كل حال الجواب تاعك راني معها 100% يعني، وبالتالي ليس بين ضحية وعشاء او شو كيف يقولوا بين عشية وضحاها، عشيتين وضحاها ليس بين عشيه. لكن احنا اليوم احنا هم المسؤولين الان على اتخاذ القرار وعلى اتخاذ القرار الصائب. نعم. وبالتالي انا الجواب تاعي اللي كنت الجواب اللي ابحث عنه انه ماذا نفعل نحن اليوم حتى يتمكن هؤلاء غدا من الوصول الى النتيجه هذه اللي انترك بغيها بحدك. يلا كون انت واحد من الناس. انا افكر كون انت واحد من الناس، كون انت واحد من الناس الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا. اسمح لي انا راني الان نشوف نقول لك رايح نطرح انا سؤالي ما هو الا اسمح لي كلام كبير. انا سؤالي ما هو الا طريقه من التفكير، استاذ انا افكر وبالتالي احاول نطرح الفكره على شخص قادر يقنعني ويفهمني ويعطيني جواب. شوف نقول لك اسمح لي، احنا دوك عندنا سنوات ونحن ننادي بضرورة عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج من أجل الذهاب لبناء جمهورية جزائرية جديدة. هذه الجمهورية فيما بعد اللي راها راح تعالج هذه المشاكل اللي كانت موجودة وتؤسس على أسس صحيحة، والمصالحة نلحقوا المصالحة حقيقية بعد 10 15 20 سنة، مصالحة حقيقية نلحقوا لها كنتيجة. لكن هذيك المصالحه هي راها رايحه فيما بعد تؤدي، ولا راها رايحه فيما بعد هي تاسس الاجيال القادمه، فهمت؟ ينشؤوا في اطار تاع الاخوه، في اطار تاع المحبه تاع التسامح تاع الاحترام، في اطار تاع الاخلاق ناسسوا لها. احنا الان مطالبين على جال باش نديروا مؤتمر في الداخل وفي الخارج، هذا المؤتمر يكون هو انتقال من هذه المرحله تاع الاستبداد، المرحلة نتاع الفوضى، المرحلة نتاع التسيير الارتجالي، المرحلة هذه نتاع لا أريكم إلا ما أرى، إلى مرحلة أخرى نتاع الحريات. نعم. مرحلة نتاع تكافؤ الفرص، مرحلة نتاع الإبداع، ونمشي وحدة وحدة، مرحلة نتاع المؤسسات إلى غير ذلك. إحنا الآن إذا كان فيه ناس راهم دركم يؤمنون بهذه الفكرة يا سيدي فلتكن في كل الولايات، الان الحمد لله راه الان بدات الناس تتجمع في كل ولايه، يكونوا مجموعه نتاع 4 ولا 5 من الناس الشباب اللي هما يؤمنون بجزائر جديده في كل ولايه. والناس اللي راهم في الخارج في البدايه نتناقشوا نتحاوروا
ونمشي وندفعوا إلى عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج. لا يهمون إحنا هذا الحراك. الحراك هذا قادر يفشل. قادر يفشل. مش معلومات راها دقيقة نتاع واحد زيد واحد. لكن إحنا نبنيه على أساس صحيح. إذا كان التحقوا بين الناس واقتنعت الناس بهذه الفكرة ما بها ونعمت. إذا كان الناس ما اقتنعتش على الأقل إحنا نفكروا فيما هو قادم. الظاهر أن الناس راهي مقتنعة بشيء يدير فيه وراهي مقتنعة بالمظاهرات السلمية وراهي مقتنعة بأنه إنهم يسعون نحو التغيير. لكن كيف؟ ما هي ضربك هارنا نديروا في الإراهم يديروا في المسيرة؟ ما هي الخطوة الثانية؟ ما هي؟ قلت لك انتخاب شخص في إطار التنظيم. رانا نظر للوضع مانيش نظر مستقبلا نظر الوضع الراهن لنا يعني. الله أعلم الوضع الآن الحالي هو تأجيل ماذا يتطلب الوضع الراهن ماذا يتطلب تأجيل انتخابات هذه اللي بغيت نعرفها فهمت الآن لأنه راني تحدثت أنا في التسجيل الأول أنت ربما ما كنتش معنا ما شتوش التسجيل الأول شوف الناس كاين الناس اللي راهم يطالبوا باستخدام المادة 102 من الدستور اللي هي تعلن العجز نتاع رئيس الجمهورية وبالتالي ذهب الانتخابات الرئاسية. هذا الناس راهم رايحين يقدموا خدمة لهذا الدولة العميقة مجانية مجانية وراهم رايحين يقدموا خدمة للناس اللي راهم في النظام من أجل تغيير الواجهة. راهم رايحين يعطيهم وراهم مخنوقين وراهم رايحين يعطيهم الفرصة عجل باش ينفسوا عليهم. صحيح. الآن الفرصة أمام هذا الناس اللي راهم في السلطة تحديدا القيادة نتاع الجيش ممثلة في القيد صالح والمجموعة هذو نتاع بوتفليقة سواء خوه ولا خاوته ولا الأقربين منه اللي راهم في السلطة في الحكومة. عندكم فرصة تاريخية حابين هو أنه تخرجوا خروج اللي هو مشرف. الفرصة نتاعكم هو تأجيل الانتخابات والسماح بعقد مؤتمر قبل الانتخابات. نشكرك على الرأي لأنه هذا هو الرأي اللي تحب نعرف. مؤتمر يكون في الداخل وفي الخارج. هذا المؤتمر تنشئ عنه حكومة نتاع وحدة وطنية يعلن قال مثلا بمناسبة نتاع 5 جوية مثلا مؤتمر. هاي فرصة نعطيكم فرصة نتاع 6 شهور. قال هاي معليش بمناسبة نتاع 5 جوية خلي يا سيدي الناس تستنشق الريح نتاع الاستقلال نتاع الصح. بمناسبة نتاع 5 جويلية يعقد مؤتمر نديروها سيدي بمناسبة 3 جوي 3 4 5 يومين ولا 3 ايام يعقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج. هذا المؤتمر تنشأ تشكل عليه حكومة نتاع وحدة وطنية او حكومة نتاع ناس نتاع التكنوقراط. هذا الناس اللي هما يظهروا في الحكومة ما عندهمش الحق على جال باش يترشحوا فيما بعد. من صح. بعد الناس تهيئ للانتخابات الرئاسية تكون في حدود نوفمبر. نقولوها سيدي بالمناسبة نتاع نوفمبر اي نصحوا هذا التاريخ نتاع 5 جويلية ونصحوا التاريخ نتاع اول نوفمبر. صحوا نعبدوا نطول صبغة جديدة عمليا ونرجعوا الامل للشباب نرجعوا الامل للامل ونمشيو ان شاء الله لبناء دوله جزائريه جديده اللي هي تفرح كل الناس ويلقاو هما الطريقه باش يخرجوا وفيما بعد نروحوا نمشيو لبناء دوله جزائريه جديده. انا كمتحدث الطريقه هذه اللي راهم يمشيو فيها راهم رايحين يدفعوا البلاد المزالق الله اعلم بها. Très bien. En fait, parce que si je suis en train de demander ça, c'est parce qu'en fait j'ai vécu les deux. وعشت مرحلة اليوم اللي رانا فيها وعشت التطورات اللي عشتها ونعتبر حتى انه الجيل تاعي كان جيل مهمش نوعا ما ما نطولش على الناس اللي راهي تستنى بها كان جيل مهمش وبالتالي لانه احنا هذا الجيل تاعنا احنا بالذات تخطاونا لانه الجزائر انتقلت من ظرف الى ظرف هذا لا يهم وبالتالي الجواب تاعي انا حصلت عليه منك لانه كنت ربي يبارك شو سافوار كيس كيفو فيغ سي تو نعم ورايك
قد يفيدوني وقد لا وقد لا يقنعني، لكنني سوف أفكر في الأمر كثيرا مرة أخرى حتى أنا نكون واحد من الناس، من الناس اللي تمد حاجة تمدها بحسابها إن شاء الله. ما فيش مشكلة كريم، أنا على تواصل. وبارك الله فيك، الله يحفظك، الله يحفظك، ربي يحفظك ويتبع على خير. شكرا للأخ الكريم. شوف ترى هذا الأخ حسام، أخ حسام عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك. أخ عبد الحميد نشوف ترى بالك لعل الله المرة دي يكون الخط تاعك مليح. الأخ مكانش أصبر شوية، الأخ مكانش شوف ترى هذا الأخ عبد الحميد ولا عبد المجيد. أيوة أخ عبد المجيد بالك لعل الخط نتاعك المرة دي راه مليح. وعليكم السلام، من راك تكلم فينا الاخ عبد الحميد؟ من فيك من ولاش طيف سطيفه؟ منين اخويا، من طنجه ولا؟ لا من بلديه بوطال بالضبط. اي نعم نعم اخويا بوطال يا اخويا، واش راك صاب ولا؟ والله لاباس استاذ، لاباس والله لاباس الحمد لله. مرحبا بك يا اخويا، ومرحبا بالناس، بناس جبال، جبال بوطال، جبال بوطالب اكزاكت. وانا ولد الشرفع، قول كيما يقول اسمه هذيك نتاع وانا ولد الشرفع. واش راك؟ الله يبارك، رانا والله غير لاباس الحمد لله. انتم لاباس الحمد لله، الله يبارك. نحاول ندخل معك في الفرقه، يعني في اطار الموضوع اللي نتحدث فيه. نشكر الاخوه اللي شاركوا معنا في التدخل تاعهم، في الاراء تاعهم، في الاقتراح تاعهم، يعني كانت مليحه. حبيت نستفسر على في، يعني في حالة ما يعني الرئيس ما يسحبش الترشح تاعو، يعني واش راح يكون مصير تاع الشعب هذا، ومصير تاع الشعب المتظاهر هذا، ومصير الجزائر بصفة عامة كما نقول. هما شوف نقول لك الأخ عبد الحميد، شوف هما المخطط الأول نتاعهم ألف ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، ترشيح ماشي ترشح، ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، على بالهم به باللي راهو صحيا منتهي، على بالهم به، على بالهم باللي راهو منتهي، ومع ذلك هما يحوسوا يلقوا طريقه. دوك الان هما تاكدوا باللي خلاص راهم يحوسوا على التنفس، يلقوا هما راهم الان مخنوقين، وبالتالي هما راهم حدوا الموعد. انت روح الانتخابات ولا ما تروحش، هما مفوتينو مفوتينو. المشكله درك هو انه هاد الناس اللي راهم درك هما في القائمه، المفترض اذا كان يحوسوا على المصلحه نتاع البلاد ينسحبوا. بصح كي ينسحبوا راه لما ينسحبوا يقعد وحده، يقعد وحده والناس كامله على بالها باللي راه ما كانش. واش يصرى هو انه الان ما كانش، هو تبقى الناس الان لابد هو ان تكون فيه هيئه، هيئه هي انها تطلب مقابله نتاع القايد صالح مباشره، نيغوش ني دروات، تطلب مقابله نتاع القايد صالح، هيئه في الداخل وفي الخارج. قال ودي وين راكم رايحين؟ خوه هذا واسمه سعيد نفس الشيء، قال ارواح نطالبوا باش نتلاقاو مع خوه، نتلاقاو. قال ودي واسمه الناس تروح، تروح قال باللي نحوسوا نتحدثوا في موضوع تاع الجزائر. يا خويا الجزائر مش تاع باباك، تحوسوا على ندوة وطنية، مرحبا بك، مرحبا بك خويا، ارواح نلقاو طريقة على جال باش هذه تاع 5 مونطا نحيها من راسك. هذه سي فيني السيد راه مريض، ما راهوش هو اللي راهو حاضر، راه مجموعة اللي راها تسير تحاوروا مع هذه المجموعة هذه. قال اودي ارواح تحوسوا على جال باش يكون هناك ندوة وطنية، تحوسوا على الجمهورية الجزائرية، قلتوا باللي راها في فرصة نتاع واسمو 6 شهور ولا كذا، ارواح السيدي تحوروا عليها من حين الانتخابات هذه. علاش تروح انت تخسر مانيش عارف انا الاف المليارات، ومن بعد نعاودوا حنا نزيدوا نديروا من الناس تحكي التقشف، ونزيدوا حنا بعد سنه نزيدوا نديروا انتخابات. لا يا خويا ارواح نلقاو مخرج. حبيت نعرف يعني في الفتره هذه منها، من الوقت من 8 مارس هذه حتى الوقت الانتخابات، يعني في حاله انسحبوا هذو المترشحين وقرس ومترشحين، مصير الشعب هذا ديما يتظاهر، يقعد ديما يخطي احتجاجات يعني بدون ايجابيات. اسمع
لا هو لو كان ما يكونوش ناس سياسيين، ناس اللي في المستوى يعرفوا يتكلموا يعرفوا يخموا ويعرفوا هما يتنازلوا من أجل الجزائر، تتنازل تنازل بعض الأشياء، ما البلاد راح تدخل في حيط، البلاد تدخل في حيط وتسيل فيه دماء، راني قلتها في وقت سابق، تسيل فيه دماء، احنا هذا الشيء ما نتمناوهش. ايه ولكن هما هاد الناس اللي راهم يصعدوا، هاد الناس اللي راهم هما يحرضوا، هادو راهم مديين البلاد للهاوية من الطرفين، سواء الناس اللي راهم من الموالاة هذو نتاع السلطة أو الناس اللي راهم هما دايرين روحهم معارضين، هادو راهم يدفعوا للاقتتال بطريقة أخرى. لذلك احنا رانا ندعيو الشركاء على جال باش الناس تخدم لغة العقل، وهو أن إن الناس شاء الله. تتنازل من أجل الجزائر، تكون فيه هيئة في الداخل وهيئة في الخارج، ويكون هناك تنسيق من أجل أجل باش تلقى هذه السلطة، تلقى مع من تتحاور، خاطر بعض الناس يقول لك خلي عليها يوم تدير لا 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 واسمه لا والو، يروح متحاور مع الحيوط، وبعد انت واسمه استخدم الناس استخدم في هذا الحركة على جال باش انت قال انت اللي راك تسموه، لا تتشكل هيئة في الداخل وفي الخارج من الناس الناشطين السياسيين، ويكونوا ناس موضوعيين وناس منطقيين وناس حكماء وناس عاقلين، ويحوسوا على المصلحة نتاع البلاد، مش نتاع واحد راه عنده هدف على جال باش يترشح للرئاسة، أو ولا راه ولا يحوس على الحكومة ولا يحوس على الوزارة، يحوس على مصلحة الأجيال مصلحة البلاد. وتتناقش الناس قال ودي هاي خطوط عريضة نتفقوا عليها، تتشكل هيئة وتحضر المؤتمر يا خويا، وتروح الناس تخرج شوي شوية بالشوية، إن فهمت؟ شاء الله هذه هي. إن شاء الله. دوك الشعب يعني هذا كان الشعب يعني 20 سنة هو كان ساكت، كان خايف خايف يعني لا يرجع للعشرية السوداء اللي مرت بها الجزائر، ودوك ناض الشعب خاف دوك البلاد تروح بين يديه، تروح بين يديه ويتفرج. ماشي بعيدة، دوك يعني ماشي بعيدة، لو كان ما يكونش فيه ما حل توافقي، هاي قدامك مصر، مصر واش بدات؟ مصر خرجوا في مسيرات وخرجوا في كذا وضربوهم وقتلوهم، وهم داروا انقلاب، خر داروا انتخابات وداهم مرسي وهو في الحبس. يا خويا انت اذا كان تم تقراش هذه المعطيات اللي راها امامك، اذا كان تم تقراش باللي صح. راها فرنسا عندها اطماع وامريكا عندها اطماع، ما عندك حتى علاقة بالسياسة، ما عندك حتى علاقة بالسياسة. اذا كان تم تشوفش باللي ها هي تونس قدامك، ها وعشلك هذا السبسي هذا وعشلك او في 90 سنه او اكثر من بوتفليقه، هاو عشيك في الحكم، اذا كنت ما خذيتش هذه المعطيات، ليبيا هي قدامك، سوريا هي قدامك، اليمن قدامك، كلها خرجت من مسيره سلميه، ولكن شوف النتيجه. يا خويا انا ما نروحش للمواجهه، ما نروحش ليها، نحوس على حل توافقي، ارواح اخويا السلطه ومعارضه، ارواح نلتقيو على مائده الحوار من اجل مصلحه البلاد، ماني خايف منك ولا على بالي بيك، من اجل مصلحه البلاد ومن اجل مصلحه الاجيال، ماني ندهن فيك ماني طمع فيك، من اجل مصلحه الاجيال ومن اجل مصلحه البلاد، كلام موضوعي كلام منطقي بعيدا على هذيك التعنطير هذيك والعاطفه في غير محلها وكذا. ارواح نلتقي يا خويا، راهم درك الجماعه هذو نتوع بوتفليقه قال باللي راهو رايح هو في حاله انتخابه، قال مثلا في خلال 6 شهور يديروا انتخابات. يا خويا ما ديرش انتخابات واقعد 6 شهور، يا سيدي ما ديرش انتخابات، فهمت؟ ما ديرش استاذ يعني وش اجلها واقعد 6 شهور، يا سيدي اقعد 6 شهور في بلاصتك، راك مريح في بلاصتك، راك مريض راك تداوي في سويسرا، اقعد اخويا ربي يشافيك ولا ربي يخفف عليك. لكن ارواح هاي تتشكل حكومه، تتناقش الناس، تعلن قال مثلا راها ندوه تاجيل انتخابات، وقال إعلان عن مؤتمر في الجزائر وفي الخارج. أنا هذه مصر عليها في الداخل وفي الخارج، لأنه لما يكونوا في الداخل الناس اللي راهم في الخارج يغموهم ودائما حقرينهم، الناس اللي راهم موجودين في الخارج يشكل يدير مؤتمر، خطر عندهم عقليات ما تختلف عن الناس اللي راهم في الداخل، وباش انت تستقطب هذيك الكفاءات وهذيك الاطارات يجي مؤتمر في جنيف ولا في 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 بلجيكا. يا خويا في دوله مسلمه ورا المشكل، حبيتوا انتم راهو عندكم خوف مثلا من الخارج، ولا تجي في دوله مسلمه، هاي خيروها انتم، هاي يا سيدي خيروا انتم دوله مسلمه في الخارج،
وين حبيتوا؟ حبيتوا في السعودية، حبيتوا في الإمارات، حبيتوا في تركيا، خيروا انتم البلاد اسيدي اللي تساعدكم باش نكونوا يعني ناس موضوعيين وناس رانا نحوسوا على الخير تاع البلاد. تتجمع الناس اللي راها في الخارج وتلتقي، ومن بعد تتشكل حكومة نتاع وحدة وطنية من ناس وطنيين، ناس يخموا على البلاد، وقال تكون انتخابات بشروط وبضمانات، قال هاو ضمانات هاي كذا، ما لازمش يكون تزوير، ما لازمش يكون انقلاب، ما لازمش يكون تدخل اجنبي، ما لازمش كذا، ما لازمش كذا، صدق الناس على شروط وعلى ضمانات، ومن بعد يكون ميثاق، ميثاق للناس كل، قال خدمة للاجيال، قال واسمو على جال باش حنا نمنعوا البلاد باش تزيد تدخل في نفق واحد اخر، كذا استجابة للنداء نتاع المجتمع، استجابة للوسمو العقل كذا كذا كذا. نعم. وتوضع الناس هذه المسائل اللي راها قدامها، تضحيات نتاع شعب، تضحيات نتاع الناس الشهداء، تضحيات الناس اللي دفعوا ارواحهم في الفترة نتاع التسعينات والالفينات، سواء كانوا من الناس اللي عندهم توجه اسلامي او الناس اللي كانوا في الشرطة ولا في الدرك ولا في الحرس البلدي ولا في تاع القوات تاع الدفاع الذاتي، هذوك والله في كل مكان، جزائر تاعنا كل. وقال هاهي نروحوا نديروا بناء نتاع الدولة بلغة نتاع عقل نتاع منطق نتاع حكمة نتاع تبصر نتاع نظر للمستقبل، تروح الناس وحدة وحدة. صح، صعيب صعيب التفاوض استاذ مع الناس هذوما، التفاوض ولا غير صعيب. عليها اخويا، عليها اخويا، اذا كان الناس راه تحوس على المصلحة نتاع البلاد، مش حابة هو انه البلاد تدخل في منزلق واحد اخر، وعلاش يا خويا؟ لماذا؟ علاه انت راك راح تخلد غدوة بوتفليقة يموت، القايد صالح راه يموت، ويحيى يموت، قرطاج يموت، سعيد بوتفليقة يموت، وكلنا نموتوا، وراهو يبقى التاريخ، راهو الكلام تاعنا راهو يبقى مسجل، صح، الموقع تاعنا تبقى مسجلة مسجلة. وش رايك في الأحزاب المعارضة هذه يعني فيها وعليها؟ كما ها؟ فيها وعليها، وما ذوك الان هي معارضه يعني. الاحداث جوزتهم هما الاحداث. انا في رايي راني قلتها باش ما نكونش متناقضه مع روحي، انا مع المشاركه نتاع الناس كل دون اقصاء، ولكن نشوف في الحل. انا لو كان جر راي نتاعي، انا كنت جر راي نتاعي انا، واش نقول لك؟ تجميد العمل الحزبي، قرار تجميد العمل الحزبي، شاركهم كشخصيات سياسية في الحوار ولا في النقاش، لكن تجميد العمل الحزبي، حل حزب جبهة التحرير، اسمح لي اسمح، حل حزب جبهة التحرير، وإرجاع الحزبة، شكون الكلام تاعي واضح؟ حل حزب جبهة التحرير الوطني، وإرجاع الحزب للمكان نتاعو الحقيقي. جبهة التحرير الوطني تصير مؤسسة اللي ينتخب الأعضاء نتاعها، ماشي يروح واحد يدير كارطة، ينتخب، وتكون هذه المؤسسة على مستوى 48 ولاية وفي الخارج، من الناس المفكرين، من الناس المبدعين، من الناس اللي هم قدموا خدمة للبلاد، ويصيروا هاد الناس تصير هي عندها قوة نتاع اقتراح، بحيث هو أنه الآن جبهة التحرير لماذا أسست؟ أسست من أجل تحرير الجزائر. الآن جبهة التحرير باش تكون جزائر حرة، من تكون جبهة التحرير تكون يعني كما نقوله مواكبة العصر، وتكون في نفس الوقت مطابقة لجبهة التحرير الأولى، الآن تحرير تاع العقول، فهمت؟ إذا كان بكري الناس راه قالت حررت البلاد من العسكر تاع فرنسا، الآن تحرير العقول، يكونوا من الناس مفكرين، وتصير جبهة التحرير تبقى راهو عندها الاسم، لأنه كاينين بعض من الناس حابين يمحيوا هذا الاسم، هذه لازم الناس تفق لها، كاين الناس اللي هما حابين يمحيوا هذا الاسم باش يروح، شوهوه يا خويا، ترجعوا للمكان تاعو، ولكن بصفه واحد اخرى اللي شرف جبهه التحرير، فهمتني؟ صح،
المهم استاذ بارك الله فيك ونخليو الفرصه يعني للناس. تما راه عندكم منبر جا ولا والو؟ غير هي ما كاينش منها. شري راكم تربعوا ثم في بوطالب ولا والو؟ ربعنا السمانه اللي فاتت ما كاينش منها. ربعنا السمانه اللي فاتت راحت لي مال انا يا خويا. اخويا بصحتكم ان شاء الله ان شاء الله تدخل البلاد ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. العام الجاي ان شاء الله على حيانا ربي وتتغيرت الامور بالك نربعوا مع بعضنا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. ربي يبارك فيك. شكرا للاخ عبد الحميد. شكرا. شوفوا ترى هذا الاخ باديس خرج. شوفوا ها ترى هذا الاخ أخ باديس خرجت، طلبت المداخلة وأعتقد خرجت. أصبر ترى نشوف ترى الأخ هذا. مرحبا بك الأخ. سلام مساك يا رجل. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الاسم ومن راك تكلم فينا؟ يراك أستاذ غاية لاباس. الله يبارك فيك. دعيوي الشيخ من وارن. مرحبا بك الأخ الشيخ. اتسقسيك أستاذ عندي سؤال. مرحبا بك. أيوة تفضل. بارك الله. موقفك من الحراك الشعبي، هل ترى يخدم المصلحة الوطنية ولا ما؟ في إطار واش حراك الشعبي هذا عنوان؟ في إطار واش لما يكون الحراك موحد وعنده أهداف وعنده هيئة اللي راها درك هاي المطالب نتاعها وهاي الاهداف نتاعها وهاي الاستراتيجيه نتاعها، بطبيعه الحال يكون حراك للاسف الشديد خرج الاخ. بطبيعه الحال يكون حراك راه هو يقدم خدمه للبلاد، ولكن اذا كان مش مؤطر وكل انسان هو يجبد فيه جبدته فيما بعد راه رايحه تصرى انزلاقات وحنا ما نتمناوهاش ورانا حذرنا منها. للأسف الشديد الأخ راك خرجت. الأخ باديس والله وش اسمك؟ شوفوا ترى هذا الأخ نعاود نطلعك. خرجت، عندك مشكلة في الخط تاعك الأخ اللي دخل درك تاع وهرن. شوفوا ترى هذا الأخ أسامة. أخ مونير اصبر شوية، وقيل عندك مشكلة في الخط تاعك. هل ننتظر في الأخ هذا اني طلعته؟ فهمت. ايوا للاسف الشديد اخ منير عندك بلوكاج في الخط نتاعك. شوف بالك راك غالق الهاتف نتاعك، افتحوه من بعد نشوفوا ترى هذا الاخ ولا الاخت هذا اللي ترمز الاسم نتاعها. يا الله يا كريم. وعليكم السلام الأخ هيثم. الأخ قبيل خير طلعتك، هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك بألونزو. أنا طلعتك قبيلة صح. ألو مرحبا. للأسف الشديد هذا الأخ ولا الأخت المهم خرجت. شوف ترى هذا الأخ باديس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا الأخ الكريم، ماني شفت عليك تاع. الحمد لله يا رب. هاي واه لاباس أستاذ. الحمد لله، الله يبارك فيك. في وقيلة من خنجلة هكذا. لا من مدوروش أستاذ. تاع اسمه سقها راس. هذا تاعك يا أستاذ راهي مظهرت معمرة من مدوروش هذيك تاع راديو وطني. راديو وطني هذيك. ها. التونسي قال لك ولقينا الراجل من دوروش من بعد واحد من جماعه بوعليه ذوك اللي يخدموا من بعد خلاص خلاص باسبورات خلاص هرب عندنا. قلت لك شوف استاذ نحكي لك انا ساعه المنهجيه اللي راني قاعد ندير فيها اقسم بالله العلي العظيم قلت لك ما لا يقل عن 20 واحد من اللي بروش تاعي الناس اللي تفهمني هيك واللي نقصر معها بيان عرفتها بالمشروع يا استاذ حسبني قدام ربي ربي يبارك فيك. فهمتك ما ناس أوتيت جدل إنه تعرف تزاجز وتعرف هكا أكل يا أستاذ قنعهم ربي يبارك فيك. أنا إن شاء الله راح نخرج الكتاب بين أيامات أيامات راح يخرج الكتاب إن شاء الله جديد. هذه المهمة أستاذ. أنا كملته راني أعطيته الواحد يراجعه برك ممكن بلك واحد الطروا كاجور يعاود يرجعوا لي. وشفت مع واحد مدير تاع دار النشر الى قبل ان شاء الله ننشروا في الجزائر واذا ما كانش ننشروا هنا في فرنسا المهم بين يوم يوم يكون ان شاء الله واجد المهم راه واجد هو دوك غير ننشروه برك ان شاء الله ان شاء الله يوفق البروجي بروجي يفرح الجزائريين عبادي يا استاذ لا لا نقول لك الحاجه والحق راه ابقى يا استاذ مادامك خطتك صحيحه وانا حتى في البيبليسيتي يعني ما كاينش واحد متشبع وفاهم باللي السيستام هذا كما انت والشهادات هذوك خلات تفهم صح باللي راهو الحل مش في انه انصدام ومواجهه مع السيستام هذا ما الناس مش فاهمين اغلبيه تاعهم مش فاهمين الامور خلاص ها صح 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 قاعدين بس العاطفه تمشي فيهم وما على بالهم شنو واش راهم يديروا ديمقراطيين والله غير لاباس الحمد لله ربي يبارك فيك انتم ديروا الربيع ولا ما ديروش تما في نديروا استاذ اه ما شاء الله وراه بدا الربيع عندكم لا بدات خضار هاي لاباس بدا الورد يخرج تاع المشماش وبقرعون مزيان اه مزيان مزيان اي هذا مزيان هذا وين هذا وين يا خويا هذا وين يا استاذ انا في مارس بس والله غير هذا وين بدات الصراع هكا يطلع وبدات خضار الدنيا بدات تبان خضره وبدات تخرج من العطلوات ان شاء الله الحمد لله احنا كي بدينا هكا انا شوف دخلت في خوف مش نورمال الايام اللي فاتوا قول يا ربي تستر يا رب قاسم مازالت الامور لا لا ما امريكا انا نقول لك يبدا يديكلاري التلفزيون باللي لا للعهده الخامسه ويهضر على مسيره الشعب فهمت باللي اللي فوق هذوك ديسيداو انه صعيب الفريق هنا بديت ان شاء الله اخوانا ماذا بينا على جلب باش ان شاء الله لا ما انا قلت غير شوف غير يبقى الحل هو في خلق وعي الشعب استاذ يعني معاك بدي وكان الكلام اسمع لو كل الكلام هذا راه يمر في التلفاز الرسمية أتخيل صح أنا نهضر في فيسبوك وفي اليوتيوب لا لا معليش هو الحق هو الحق ويعلى ويعلو ولا يعلى عليه إن شاء الله بربي إن شاء الله يوفق والنضال هذا راه ماهوش كلمة برك بيان سير النضال هذا راه سيرورة وراه قبالة صبر ومشي على الجمر يجيك واحد انت يقول لك انت شكون اخويا فهمونا ترى شكون الشخص هذا شكون هذا وما يعرفش من بامسكي هو راهو يشوف ناس يبينوا فيهم في التلفزيون كيما نتاع الرسوم المتحركه هذوك راهو حاسبهم شخصيات وانت واحد ما يعرفك معليش بس انت معك بربي ان شاء الله اقسم بالله يا عمري نعطيك حكايه نزيدك حكايه في عمري ما امنت عمري ما امنت ببروجي في البلاد هذه يعني. نحكي لكم عامل سياسي هيك حاجه حسيت باللي تمثلني ايه قسما بالله لو كان يطبقوا المشروع هذا اللي نهضر عليه قسما بالله غير في خلال سنوات غير البلاد تنتقل لوضع واحد اخر وضع واحد اخر ولكن للاسف الشديد الناس ماخذوه
في الاول بالضحك وبالسخريه وبكذا واللعب واحد يقول لي واحد يقول لي انت يرحم باباك انني فاهم كان انت وكان انت عايش في الوهم انت تاك مريض انت انت كذا كذا ودرك الان صاروا يتحدثوا فيه هاي الدوله راح تحوس تدير ندوه وطنيه وهاي الدوله تحوس على جمهوريه جديده والناس وصاروا يحكيوا فيه وانت خاطي انت ما عندك والو انت يا انت ما تعرف ما تقول ما والو صاي هزوا في الافكار اللي كنت تحكي فيها بل حتى في المصطلحات مصطلحات يردوا فيها ما شوف انت راك باين راك سو كنترول استاذ يعني باين الناس راهي تتبع فيك ونحكي حتى في النيفو الكبير هيك يعني قادر يدي ويدي وفكره المهم احنا الحمد لله واحد انا عندي والله غرب عنده واحد ما با عنده سمانه ممكن بالك راه يتبع فيا اتصل بيا واحد والجنرال ويعني معروف معروف على المستوى الوطني اتصل بيا قال لي يا خويا راه الهضره نتاعك راه تلحق الفوق وراه راه متبع في الكلام اللي راك تقول فيه الحمد لله يا رب فهمت انا يا استاذ راني طول عمري عندي القناعه دي باللي حتى ولا السيستم هذا فيه ناس صحاح وناس رجال على قلتهم يبقى كاينين كاينين ناس شوف نقول لك كاينين ناس هما ما كانش كيما نقولوا ما كانش عندهم واحد يدبر عليهم كانت الناس تمشي في تمشي بالنيه نتاعها فهمت تمشي بالنيه نتاعها الناس راه تخدم في الوطن لكن من خلال الحوارات هذيك اللي كنا نديرو فيها هنا على راديو وطني وعلى اليوتيوب بدات الناس تتبع وبدات تفهم باللي النظام هاو كيفاش راهو راكب بدات الناس تعرف الدور العميقه وبدات الناس تعرف المؤامرات وبدات الناس تفهم باللي راها الامور ماهيش ومن خلال هذيك النقاشات والحوارات اللي كانت موضوعيه يعني في الغالب نتاع ممكن بلا كاين دي ديباسمون هكذا مرة على مرة واحد يقول كلمة هكذا ديبلاسي والله اسمه ولكن في عموم الكلام اللي كنا نقوله فيه كله من أجل خدمة البلاد وكنا نناقشه في المواضيع بعيدا عن العاطفة بعيدا عن هذاك التبلعيط هذاك وكذا والحمد لله الآن راه الناس كاين ناس اللي راه متأثرين بلي فول هذوك ولكن كاين ناس اللي راه عندها عقل تفكر به أنا مانيش من نوع هذاك اللي تبع لي فول هذوك تبع العياط وتبلعيط انا عندي افكار فهمت ان شاء الله يا ربي الافكار هذيك قادره تنوض امه صح والناس ما عندها كيما شوف استاذ كيما راهم مشتاقين ما لقاوش نخبه تسوق تمشي المسيرات هذه نفس الشيء بالنسبه للمشروع وماني نحوس على السلطه ماني نحوس على والو انا قادر درك قال مثلا نقعد في بلاصه في بيرو والله ونشاور فهمت ها هي فكره هاي كذا وهاي كذا هاي كذا وروح طبق على روحك اللي ما يدخلش 18 سنه للبلاد راه ما شكيتش عنده شوف استاذ يعني قلت لك انت اذا راك معك الحق راه يوفقك ربي طال الظهر ام قصر بس كلمه استاذ هذيك نحلوا حزب جبهه التحرير أنا اللي تبان لي واعر لا 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 فهمني الحزب الفكرة نتاع جبهة التحرير تقعد يبقى تولي تتحول إلى مؤسسة فهمت الناس هذول دوك مثلا راه محبوا يديروا حزب على راهم راه دير حزب على روحك الحزب اسمع يرجع لمكانه تبقى جبهة التحرير الوطني كما راها ولكن الأعضاء اللي يكونوا فيها مش نيمبورت لوكي يصيروا ينتخبون قال مثلا في ولايه سطيف ولا في ولايه قال مثلا سوق هراس قال تشوفوا انتم مثلا في ولايه نتاع سوق هراس شكون هما الزبده نتاع سوق هراس قال مفكرين قال مثلا اساتذه جامعيين يصيروا هما اعضاء في جبهه التحرير لكن هذه جبهه التحرير تصير فيه مؤسسه على مستوى الوطني اللي تصير هي قوه نتاع اقتراح فهمت قوة نتاع اقتراح نتاع استشارة نتاع تخطيط نتاع دراسات نتاع كذا ما تصيرش عند الرعاوين فهمت هذوك اللي يستعملوهم في الحزب تاع جبهة التحرير يستعملوا فيها من اجل وصول البلدية والسلطة وكذا. هذا الشيخ في الفلان
او يدفع الشكار كي اخي كي الخطره دي داروا المجلس هذا تاع الامه ولا طلع فيه كشفوا على المستوى الدراسي تاعو سنه سادسه ابتدائي يا استاذ. ايه هذه اللي راني نقول لك فهمت. انا جبت تحليل مؤسسه فكريه فهمت. وتكشف فيها استاذ انت الدوكيومونتير تاع السيستم والحكيم تاع عبد الحميد مهري هذاك شفته اللي دارت والله روعه بصح. انا ذاك زد 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 بعث فيه واحد الثقه باللي البلاد هذه ماهيش بهر دارت ناس حكماء وناس تعرف تمشي صح وناس حربت السيستام مش بالعنف ومش بالصدام ومش حربته بلاصاجس مهري مهري مدرسه لعبوا لعبه. اه وي انا اقسم بالله العظيم شوف ما فرحت كي عرفت الشخصيه تاع مهري هذه او الشروق هذه اللي كنت طرحها انا هكا يعني كنت وجد. لا هو ما خدموهش يعني بشكل انا ما داروا عمل ما نقص بزاف محتاجين احنا نعرفوا الشباب نقص بزاف لو كان كانوا يروحوا يحاوروا يحياوي يحاوروا واسمه يحيوا يا ربي يرحمه وتوفى كانوا قادرين يحاوروه كانوا يقدروا احمد طلب الابراهيمي كانوا يحاوروا حمروش يحاوروا شيبان يحاوروا شخصيات كاين اللي راهم ماتوا وكاين اللي راهم دوكا مازالهم لو كان هما كانوا يروحوا لوسمو كانوا ياخذوا افكار واحد اخرى لاني معاك ام قالوا هضروا في الاخر تاع الدوكيومونتير على الشخصيات اللي امتنعت عن بهجي منهم حمروش هذا عياو يحاولوا فيه با مال دو فوا وما ما بغاش هو موجه الدوكيومونتير هذاك وما واسمو ماهوش مخدوم بالاخراج تاعو ماهوش نتاع واحد بروفيسيونيل شفتو انا شفت معليش بس انا ما كان كاين قبل مفترض هو يديكلونشي من حاجه قال مثلا في خلال تاع ما على باليش انا دقيقه يدير لك تقريب 7 دقائق 8 دقائق ويدير لك في مقاطع باش انت ديماري واش دا واحد بروفيسيونال عرفوا الشباب مهري استاذ. المهم ان شاء الله نزيدو ان شاء الله رانا نزيدو نعاودو نتشوفو وربي يبارك فيك الاخ ان شاء الله باديس راني متابعه استاذ. المهم واش دنا البرجه برك متهني ومجدول حتى الشاشة في سوق هراسة ربي يبارك فيك إن شاء الله. كاش نهار نجيو نديرو أزمة كاش نهار نديرو شوا مع بعضنا ثم ربي يبارك فيك. مدورة مدوروش هذه راهي تكتبت فيها أول رواية في شمال أفريقيا وكان معايا واحد كان معايا واحد في العسكر من مدوروش مانيش عارف نسيت الاسم نتاعه وهو من ثم من مدوروش كان معانا في البحريه في جوي 85 85 86 يحضر شحال من اللغه كان في الوقت هذاك ما شاء الله 85 في البحريه من بعد دخل زعما حب يلعبها لهم مهبول ثم وباش زعما يخرج ودخل معاه في واحد الصراع وضربوه ومن بعد خليتوه خرجت انا درت مع الانستركسيون ورحت هبطت للجزائر. ربي ان شاء الله نكونوا ممثلين تاعك. ربي يبارك يا خويا مرحبا بك اهلا وسهلا بك اروح نتواصلوا اخويا ونخدموا مع بعضنا ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله استاذ. ربي يبارك فيك شكرا للاخ باديس ليلى سعيد شكرا الله يبارك فيك. شوفوا ترى هذا الدرويش يا اخويا جبنا هذا الدرويش جبنا معك قصيده ولا غاسي بالافان ايوا الاخ درويش واش راك باش كيما جبت لنا قصيده ولا والو والو مازال هاي واش تقول انا خاطيني حمود عندي اخويا الكبير عبد الدكتور راك في البلاد ولا هنا يعني في البلاد ما شاء الله واش الحوال الله يبارك فيك يا ودي والله غير الحمد لله انا راكم صبت ماني بغيت فيها الحاج والله من البعد يا استاذ الله غالب راه عارف عندي مازال امور مرتبطه بها احنا ما قدرتش بيكون معك ان شاء الله ما قعدش
اجمعين ان شاء الله. لاباس والله لاباس الحمد لله ما شاركتي. والله قبيله واحد الطفل واحد الشباب من غردايه يطلع يحكي معاك، قال قلت له انت مانيش نرقد ربع سوايع في النهار. على بالك انا في عندي واحد المشكل في الرقاد هذا، راه كي حالتك واحد ساعتين ثلاثه ياسر كاع. وقت اللي دخلت الفيسبوك نلقى سي نور الدين بابا داير منشور عنده 30 دقيقه عنده ربع ساعه، انا اقول السيد هذا مش يرقد صاري الوقت. لا والله امني غير قبيله شوف كنت نشوف كانوا الناس يتكلموني الاذاعه نتاع وطني فاهمين باللي راها مؤسسه من ورايا، وانا وحدي داير راديو وحدي الميكروفون وأورديناتور. ربي يبارك إيه. ربي ان شاء الله ما يروح والله غير وحدي ان شاء الله ما يروحش باطل ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. استاذ بغيت ننبه الواحد اللي اسمه نطرح واحد الاسئله في قضيه جمل الاستقالات هذه اللي صارت مؤخرا بعد الحراك هذا. البنت اللي موجهه يعني وجات بانستركسيون ما جاتش غير هكا، ماهيش عاديه الاستقالات لانه على الوجوه هذه وجوه البخص هذه تعرف من هو وجوه البخص فيهم عليهم لا لا الاغلبيه الغاليه اغلبيه كاع كاع كانوا يسقفوا يسروا. هما شوف نقول لك الاخ شوف اسمحني بركة شوف هما كاينين الناس اللي فهموا باللي فات القطار، فهمت القطار قلع صاي، بالتالي درك هما على جل باش ما يدخلوش في مواجهة كاين منهم بداو يبلعطوا في الرأي العام قال شحال من مرة وهنا وحنا نوش والله كاين واحد بلاك العاود راه يتبع والله بجماعة نتاعو راه يتبعوا في على البي بي سي كان في حوار يدافع على بوتفليقه افو هذا المشكل. وانا كنت نهضر تما كان يشوفوا فيك باللي انت راك من اليد الخارجيه، دوك صاروا يردوا في نفس الكلام تاعك. اعترف اخويا قال باللي راني غلط اعترف. هما الان حبوا على جلب يبروا نفوسهم لما خرج الشارع بصح مازال ما كانش ضمان في نفوسهم وقادرين هذوك غدوا يعاودوا يوليو صحيح استاذ ما كانش ضمان قادرين يعاودوا يوليو نورمال كيما راه جماعه تاع مصر وجماعه تاع تونس عادي ما كانش ضمان يا استاذ ما كانش ضمان الضمان المشكل ما كانش الضمان هاد الحراك واش مضمون يا استاذ ليه مهم ايه وكيفاش هما يسطوا بهاد يعني بالانقلاب 180 درجه ما عرفوا باللي بوتفليقه راح خلاص سي فيني وبالتالي دركا لازم يجبدوا رواحهم قال باللي على جال باش ما يضربوش فهمت قال انا خلاص خاطيني مانيش نتاع العهد الخامسه الله يسهل عليكم خطر على بالهم باللي لو كان تتطور الامور غدوه وتنفجر الاوضاع راح يدفعوا الثمن خاصه مع الناس اللي راهم دركو ما عندهم صيد حسابات واحد قال مثلا خرجوه من التلفزيون واحد ديغراداوه واحد كذا واحد كذا بالتالي كاين الناس تنتقم يصلبوهم الشوارع هاد الوجوه تنتقم خاصه المجموعه تاع الشوارع راهم دوك الناس بداو يخافوا كذا فهمت قال دوك غدوه لو كان كاينه تكون فيه انتقامات بداو دوك الان الناس بداو كيما يقولوا يشريو في العافيه هذا المشكل بدلوه قال الاتجاه تاعه وكان واحد التوجه تاع نذكر الاسامي تاع العربي زيطوط انا ما عجبنيش يا استاذ التوجه تاعو مؤخرا في شحن الشارع ودخل في واحد الامور اللي حسين اصبر شويه صاحبي انت هذا وين جيت منوض علينا الغباره يا صاحبي اصبر شويه والله خاطر يمكن تصير انزلاقات يا استاذ يا ضربت كما المؤسسه العسكريه يتكلم عليها يقول لهم لوحوا لهم صوالحهم ودخلوا لديارهم تسمى راه يدعوا في الجيش للتمرد هذه ماهيش عقليه هذه تسمى باغي رجعنا ل 90 الحساب الاول يعني تسمى يتحمس لهذ الدرجه منين تشوف الحراك كيما هكا يعني كان تقدم وكاين نجاح ماهوش تفسدوا بهذه الطريقه انا ما عجبنيش نحترموا الوطنيه نتاعو والنظام نتاعو بصح ماهيش طريقه تاع يا ودي شوف نقول لك زيطوط ما جربش فهمت زيطوط ما جربش كاين بعض من الناس اللي دوك هو راهو يشوف فيه باللي راهو مانيش عارف انا زيطوط ما جربش هذا هو زيطوط لو كان يشرب الكريموجان في الجزائر ودخل الحبس
ما شافوش لو كان ما راهوش يهضر في الهضره هذه اللي راه يهضر فيها. ما عاش هو هذه الامور هذه، احنا رانا عشناها، وربما راه ما عنده ناس من تو العائله نتاعو والله من هكذا، لكن هو كشخص ما كانش. احنا رانا عشناها، راني عشت في الطرا. شوف نقول لك، انا خرجت في 2001 برك، 2001 معناتها باللي وصل بوتفليقه وداروا هذاك القانون نتاع اسمه قانون الوئام اللي داروه في 99 وئام. ايه انا راني في 2001 باش خرجت، خرجت في الاحداث نتاع القبائل هذيك. ولكن الازمه عشتها كلها في الجزائر، باش ما يجيش واحد يقول لك باللي راك انت في الخارج وانت كذا. عشتها كلها في الجزائر، ونعرف الازمه الفيس، نعرفوا الطريطر بيان، ماشي قال وتقرا في الكتب. انا الاداره بشاركت فيها من البدايه نتاعو للنهايه، وشميت الغاز. لا يا ودي استاذ، احنا من ضحايا الازمه. ايه باش ما يجيش واحد يقول لك زعما انا راني نعرف. شوف، نعرف هذه المسيرات، ونعرف الاحتجاجات، ونعرف الاعتصام، ونعرف هذه المسائل هذه نتاع العصيان المدني ونتاع كذا، نعرفها. شي نتخيل فيها ولا واحد راه رايح يجربها. حضرنا لها يعني في ديك الحقبه. انا نقول نزيدك حاجه استاذ، انا الوالد نتاعي من المعتقلين اللي كانوا في برج عمر ادريس. سمع ياك معتقل ما يسمعوا في برج عمر ادريس، يسمعوا له بالبيان وعين. نقول انا الوالد كان في برج عمر ادريس، معتقلين تو الصحراء داهم برج عمر ادريس، مازالوا حي طول عمره ان شاء الله. أجمعين إن شاء الله يا رب. المهم الناس هذه ما تمسكتش بالأزمة وما حضرتهاش، كما العرب وزيكوت كان مسؤول ومن بعدها كي كان مسؤول، من بعد تحول راح لبريطانيا وشاف لا السلم ما شاف والو، كان يعارض من بعيد في البلاطوهات وفي التلفزيونات. دوكا كي يجي يشحن الجيش، الجيش راهم ولادنا سيدي، ماناش كونتر الجيش، ماناش كونتر ولادنا، باش تقول له أنت تشحن فيه وتشوف باللي الحراك راح ينجح وكذا. خاصة بالجيش، ماهوش خاصة بالجيش خطر عليه. لا والله عزيز، لو كذوك انت ذوك مثلا تقول تقول للناس انت راهم قال صحفيين والله يستقيل، وين يجي؟ يجي ياكل عندك هو. والله الا قولها، هذا المشكل. انت تقول له يستقيل، تعطيه انت كسكروت ولا ايه؟ شويه كون شويه منطقيا، كون شويه عقل. والله فهمت، خدام على روحه. انت ركز على الشعب، ركز على الشعب، راه خدام هو في مؤسسه، راه يخدم ثم للقى فرصه على جلب شغل الظاهر، والله الظاهر وما قدرش. الله غالب اخويا، كل انسان وراه نفس تاعو. اللي راه في الجيش، انت يا غدوه، دوك غدوه انت في الجيش، لو كان غدوه يتمردوا جماعه داخل الجيش، عبك باللي دخلت البلاد، دخلت البلاد في الحيط والله. قاسم جستمو على هذا الموضوع. الجيش انا راني قلتها كتابه مكتوبه في الكتاب تاع المصالحه، لو كان يصرى خلل داخل، لانه الجيش راه يعتبر بمثابه نتاع العمود الفقري، ركيزه، والمخابرات تعتبر بمثابه المخ نتاع النظام. لو كان يصرى غير زلزال هكذا داخل واسمو العمود الفقري، الجسم نتاع البلاد لا تتروس، دخلت تولي تولي من اجل ايجاد مخرج بطريقه منطقيه وموضوعيه وبعقلانيه. اما انك انت تحرض ناس داخل الجيش، راك تحوس ديال البلاد المهلكه، مهلكه. انا والله كنت انا متبع كاع الجماعه زيطوط، ما عدتش نسمع له بعد، قلقني هذه، قلقني ما عدتش نسمع له. ما نقول كلمه من كومونتي يخرج مبالغ في بعض الكلام نتاعو، مبالغ بزاف، مبالغ طروب، حماس كبير، حماس ان الناس انت ماكش في التيران. يقولوا الناس راه استاذ راك تعرف السياسه الجزائريه، وتعرف حرب المصالح، وتعرف كاينه دول غربيه عندها ايادي في الموضوع هذا، وين ماهوش على زيطو يقبض لي بورتابل الفيسبوك يبدا يقول راه الناس تلعب. انا تكلم على راه تكلم، بصح اهضر بموضوعيه وبمنطق، وحاولوا انك تغلب المصلحه نتاع البلاد. فهمت، انا دوك راني ضد القايد صالح، ضده، وماذا بيا باش ما يبقاش القايد صالح في الحكم. راني ضد بوتفليقه، مانيش حاب يقعد بوتفليقه في الحكم. راني ضد ويحيى، مانيش حاب يقعد ويحيى في الحكم، ولكن نحوس نلقى مخرج. قال ارواحه هذا هو اللي باللي انت هذو راهم مش يحوسوا على مخرج، وراني معاك، ولكن ما لازمش انت تعطي له الفرصه. لما انت تصير انت تنادي في ناس داخل الجيش، امش معه خرجوا، هذا هو خرجوا جماعه من الجيش في التسعينات، ها منهم شوشان
واش صرا من بعد؟ ايه واش صرا؟ قسما بالله هذاك التمرد هذاك اللي صرا وكان ما جابوش زروال ما جابوش زروال وجماعه بدات فيما بعد تفهم باللي راه لا راح الجيش راحت البلاد وبداو هما يزيروا في الامور يزيروا في الامور قدام من سنه باش هما يعانيوا من هذاك مجموعه نتاع ناس خرجوا من الجيش خرجوا من بني مسلوس خرجوا وطلعوا للمسلوس مجموعه وين ينتهوا غدوا يخرجوا الاخوات ويتمردوا على القيد صالح ويتمردوا على اسمه قاسم بالله غتروح للحي صح. اسمح لي يا استاذ احنا كنا نشوفوا في سيبير الوقت هذا اللي انا فيه سيبير كلي زاني 90 احنا المشكل كلي زاني 90 ما كانش لي ميديا كان غلقه مغلوقه يعني الامور ما كانش كان تعتيم اعلامي دوكا راه كلش واضح يعني لو كون يخرج واحد برك يا استاذ يخرج يرفد السلاح كونتر ولا ينشق الناس تعاندو كاين الناس متحوره يا استاذ مع هاد لي ميديا مع التليفونات مع البورطابل الفيسبوك لو كون تصور واحد دار حاجه الناس تبغي تعاندو تبغي تعاند يسرى شقاق يسرى خروطة نورمالمون ما ينصحش بهذا الموضوع كيفاش روحوا لدياركم ما تجوش معاه انا اخويا بقاو كيفاش روحوا لدياركم نتاعكم اسوء الحدود اسوء البلاد اللي نوصيو خاوتنا هو انه ما تدخلوش في مواجهه فقط هذا المكان ما تضربوش خاوتكم هذو راه ابناء شعبكم ما تضربوهمش وخليوا الامر للسياسيين يا اخويا انت راك في الجيش ولا راك في الشرطه ولا راك في الدرك ولا في المخابرات خدم خدمتك ما تظلمش الناس فقط ما تظلمش الناس خلي الامر للسياسيين هما راهم يحوسوا يلقاو مخرج للبلاد انت ما تدخلش انت في وسط هذا المكان الضغط الضغط كاين راه كاينه بريسيون كبيره من الداخل ومن الخارج خليها تمشي كيف بغات قال لك اتركوها فانها ماموره الشباب هذا اللي قبيله واش قال واحد من الاخرى من واسمها من المستقان طلع وقيل البويل قال لك الشباب تاع درك مش كيما تاع بكري هذا مثقف على تاع بكري هو راه موش حد ما حضرش ما مشاف لا الشباب هذا المتهور انا نشوف متيقن واني عايش في مجتمع باللي كاين 60-70% من الشباب اللي راه برا والله غير مزطول كاع ضارب كاشيات ويصارع والله ما على بالو ما عارف وين راه صراحه هذه رانا في مجتمع رانا انا عايشين مع هاد الشباب شباب مش عارف مش واعي هو اللي تبع رشيد نكاز واعي اللي يسبني على بال رشيد نكاز اللي يطلع يا استاذ يسبك على بال رشيد نكاز هذا واعي هذا مازال تراهن عليها استاذ ما راهنش عليه هذا الانسان ما راهنش عليه ناقص وعي لازم نفهمه انت استاذ نور الدين خبابه من اللي خلقت الانترنت هو يخدم ويقول انا سند يدخل يقول لك روح حاشاك دير وروح ارقد روح ترقد انت ماكش عارف يقول له رشيد نكاز والله الا تقول مسيط الرسول إيه واحد تعصب هذه هي المشيخه اللي ماناش باغيينها المشيخه تعصبنا مش مليح الناس راه تخدم بالعاطفه الناس ما تخدمش بعقلها وزيد انت اشحن اخرج ودير راه كارثه والله الا كارثه كاع باغي دخلنا في حياه كاين سوء المهم راه واش جماعه وقلت لكم الناس مازالها تمشي في العاطفه تشوف انت المسيرات كي كان علي بالهاج والله غير حضرت لهم كان علي بالهاج يخرج طريق السكر فهمت لابس كومبا في طريق السكر علي بالهاج يخرج مسيرات ثم يخطب علي بالهاج جماعة يلا النار تشعل ومن بعد شوف علي بالهاج بعد ما كان يحوس يحرر القدس صار يتمنى باش يروح الباب الواد شفتي الناس مازال ما تعضش فهمت الناس مازال ما تعضش ما واش ما قلت وعي ما مش عارفين واش راه صار راهم غير يمشوا مزف دايهم مزف دايهم كاكر فيهم الواد وخلاص والله لا مشكل هذا كاين استاذ بغيت نطرح عليك واحد السؤال موضوع انت اثرته في بدايه الحراك هذا موضوع انت تعطير ولا شكون اللي دعا للاخرى لهذه المسيره اول موضوع طرحته انت هو هذا كي بدا الحراك قبل هذا ليلى تفضل قصرنا عليه قلت شكون اللي انا استاذ شوف باللي المسيرات هذه كانت مؤطره من جهه خفيه انا دوت خرجت على يديهم الان جوستوم وخرجت على يديهم بصح في الديبي ما عرفناش شكون اللي كتب في الفيسبوك في الاول دياراس قال يكذب عليك جماعه نتاع دياراس جماعه الاولين في الاول كانت هكذا هذه اللي مقتنع بها وانا كنت خايف لا يتبناوها الجماعه نتاع الفيس وتدخل البلاد للحيط باسكو هما كانوا يحوسوا على مبرر باش هما يدخلوا
وكانوا هو الهدف نتاعهم في البدايه هو انه منع بوتفليقه من الترشح وباش يفوتوا المرشح اللي حوسوا عليه. الان فلطت لهم جوستومون الان راحت عليهم، خرجت من يديهم، والان لابد من تاطير، فهمت، تاطير محكم ويكونوا ناس في المستوى، والا أن تدخل البلاد في الحيط. لازم تؤطر ولازم ونزيد حاجه يا استاذ دابري، واش راني نشوف انا دابري بحالك عارف الناس راه تحكي كاين حوايج في البصره في الاخر، باللي يمكن هذا الاخرى تقمع، خاطر ماهمش راح يصبروا عليكم اكثر من هكا، راح يسرق قمع هذه قاع ما تشكش فيها. تطول لازم يفرقوهم، هذا امر مفروغ منه. تقمع هذه شوف النهار غدوه واحتمال يمكن انزلاق. اي انا غدوه نحتمل 90% راح تسرق انزلاق غدوه، نحتمل انا، لانه علاه كاين واحد الناس راح تدي فيها كما يقولوا كما قلت انت وسيله الضغط، هذه المسيره راح يضغطوا 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 يضغطوا، يقول لهم خلاص دوك نبطلوا لكم بوتفليقه، ما نحينا بوتفليقه خلاص اقبضوا ديارهم، ما يقبضوش ديارهم الناس تحوس على اكثر يعني مكاسب واحده اخرى جديده، يعطوهم المطرق والله يعطوهم الاقصى ونورمال ثاني عادي كاع ينحوا بوتفليقه 90% راح يتنح يعني هذا هو بوتفليقه بالمرض انتهى. ما حتى الناس اللي راهم في السلطه راهم قرروا على الجيل قال لك بعد 6 اشهر تسمى يعاودوا يديروا انتخابات، ما انت باللي خلاص هما دوك راهم متاكدين منه 4000 مليون في الساعه باللي خلاص هما دوك الان يحوسوا على مخرج. حنا رانا اقترحنا المخرج ما دون الذهاب للانتخابات، دون الذهاب للانتخابات ها هو مخرج يا سيدي يقعد راهو في المكان تاعو داويوه، وان شاء الله سيدي حنا ما يموتش سيدي، خلي عليها سيدي هيعيش ربي يطول سيدي داويوه وربي خفف عليه، وهاو المخرج هاو المخرج وديروا لنا هاو المخرج. قال لا سيدي تحوسوا على جل باش نديروا ندوه، حنا رانا قلنا مؤتمر في الداخل وفي الخارج يحصل فيه نقاش وتروح الناس واحدة واحدة نريقلوا كل المشاكل نتاع الإباضية نتاع المنطقة نتاع القبائل نتاع اللغات نتاع الأسرة نتاع اللائكية نتاع الدولة الإسلامية، كل المواضيع نناقشوها كلها، نناقشوا المواضيع كلها نتاع البطالة نتاع الشباب، كل المواضيع نتاع العنوسة، كل المواضيع اللي راها في البلاد نناقشوها. حتى إلا تبنى والطرح هذا حتى إلا تبنى والطرح مش باغين يديروها 100% تيلي تبنوه يديروه بالطريقة اللي تساعد. المهم هم راهم يروحوا يرجعوا ليه رغم أنه فيهم، فهمت؟ صح. نزيدك سؤال آخر أنا. أخ أحمد سامحني راهم كاين إخوة وراه الوقت. معليش قلت لك أون كيستيون جاوبني عليها ومن بعد طلع واحد من الجماعة. واش رأيك يا أستاذ في الخارج يعني الحركة التالية يعني تاع فرنسا، يعني وزير الخارجية يتكلم في البرلمان الوسمه هذيك تاع الفيديو اللي خرجوها على 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 ناصر بوتفليقه، شمشان فرونسيز تما تاع فرنسا كانت بكري تحمي في بوتفليقه ودرك نحت عليه الوسمو، ما فهمتش انا على واش يعني هم وزير الخارجيه راهم يدفعوا راهم يدفعوا من هما تاكدوا الان باللي بوتفليقه خلاص، فهمت؟ والان هما حبوا يقولوا باللي احنا رانا ضد سانكيام موندا، بصح هما على بالهم باللي بوتفليقه انتهى، هما الان راهم يدفعوا من اجل الخليفه نتاعو، راهم يحوسوا على الخليفه نتاعو. هذا النكاز مدعوم من طرف فرنسا نيغوش ني دروات، راه نفس يعني نفس الصحفي هذاك بالذات اللي خرجوا الخبر هذاك نتاع انه راح جنيف وكذا، نفسه هو اللي استقبلوا لما جا لفرنسا نفسه شفتوه معايا، وراهم دوك يديروا لك شي حركه في فرنسا، خرجوا له ناس من هذوك خرجوهم له من الناس اللي راهم يخدموا معاهم وكذا وكذا، يعاودوا خرجوا له يديروا له كاش حركه في فرنسا باللي راهو عنده شعبيه في الداخل وفي الخارج وفي كذا، ثم هو البديل، ثم هو البديل بين الناس يراهنوا عليه هما، راهم شوف نقول لك هو راهو يراهن على الحركه الشعبيه، الانتخابات ما على بالهمش بها، ما راهم يدفعوا 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 من اجل على جل باش يحركوا شعبيا، هذا هو اللي راهو يراهن عليها وبالانتخابات وقوانين وذيك ومنا ما على بالوش بجدها، هما راهم يراهنوا على التجييش نتاع الشعب كيما راهم داروا في 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 دول واحدة اخرى من اجل الانستالاسيون نتاع شبه نتاع كارازاي شبه نتاع الملكي شبه نتاع، ومش غير هو ناس اخرين
هو واحد باش يستمتع اللي يحوس. لذلك الشباب لازم الناس تفطر. هذا المهم الاخوان راهو الوقت راه متاخر بزاف ونشوف الاخوه كيما نزيد نطلع واحد ولا زوج ونختم البرنامج. ربي يبارك فيك الاخ. الله يجازيك. شوفوا ترى هذا الاخ حسين هذا نشوفوا ترى الاخ حسين هذا المصباح ودير علينا غبارة. الو هاي الاخ حسين صاحبي من الصباح يا خويا وانت دير علينا الكره دوبي اسمان وانا بحب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. راك تكلم فينا الاخ حسين. الجي الجي مرحبا بك. تفضل اخويا. الله يرضى عليك. يزيد تفضلك خويا العزيز. واش راك واش راه من عائله دابا؟ والله على بس الحمد لله. الله يبارك فيك. ولله الحمد ولله الحمد. كان يهضر السيد هذا اخونا العزيز اللي كان يهضر معك هذا جو سي با شكون هو قال واحد الكلمه مقبلات ما عجبتنيش. الجمره 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 شكون اللي يحس بها؟ صحيح. شكون اللي يحس بالجمره؟ يحس بها اللي راهو عفش عليها. الله يرضى عليك. هذه الاولى. حنا ولاد العاصمه حنا نشوفوا كلش بعين بعينينا. حنا قلبنا تعمر. انا وياك ما راناش بعد عشنا. شوف عشنا دوك مقبله قال لك زيتوت. لا لا ما يتهمش وليد الناس. شوف عمري في حياتي ما كابين تاع الفوط ما نعرفهاش كيفاش دايره. صدق او لا تصدق. نعم اوكي صح. حنا في العاصمه نشوفوا كلش بعينينا بارابور دونك لي زوطر ولايه الاخرين. بيتيت بالك ما يشوفش بعينو باسكو علاش شكون ما يوجعوش. الدل اللي راهو صاري في العاصمه يا استاذ. الدل اللي راهو صاري هنا في العاصمه. نعم شوف بعينك انت لو كان راك في العاصمه بيتيت خدمت في العاصمه ولا ما خدمتش؟ نعرف العاصمه درت فيها سيرفيس ميليتير نعرفها مليح. اون كان راني درت سيرفيس ميليتير ديالك 85 86 هكذاك 84 بين 84 و86. التماتي كانت البي كنا نروحوا لفرنسا بلا فيزا لاسبانيا. البي كانت كنا نروحوا ندوزوا في برشلونة صح ولا لا؟ لا كنت دعوة صعبة شوية. كنت في تعرف لاميروتي. خسارة عليك. اللي تزاير انا ولدي. انا تزاير انا وليدها انا وليدها. ايوا في لاميروتي. نعم بون علينا. مقبلات قال لك باللي زيتو كان يحرش في اللعب. سمعتوا زيفوت انا ما ناكلوش اللحم تاع الناس. اخ واسمو الاخ حسين اصبرني برك اصبرني باش نوضح لك امر باش ما يتفهمش الكلام تاعنا. واسمو هو راهو قال لك انا لا اشكك في الوطنيه تاع زيتوت. فهمت؟ قال لك لا اشكك في الوطنيه نتاع ولا في حب نتاع البلاد وانما راهو هو مرات يقوم ببعض الاشياء اللي هي تدخل في الاطار نتاع التحريض واللي ربما تسمى انت نعطيك مثال نعطيك مثال. نعم احنا راني عشنا التسعينات علي بالحاج علي بالحاج. نعم نعم الواحد يشك في الحب نتاعو للوطن ولا في الحب نتاعو للاسلام. شوف مستحيل ما يشكش في الحب نتاعو للوطن والاسلام ولكن هذاك الخطاب التهييجي انت درك شوف انت لما تخرج للشارع هذه لازم الناس تفهمها مليح مليح مليح. فلما تخرج الناس للشارع سهل الحال سهل الحال باش انت تهيج الشارع سهل الحال ولكن واش يرجعوا عباك باللي انت تهيج راهو لسر انفجار راه واحد ما يحبسه. نعم واش يرجع الناس للديور تاعها لما تخرج الناس قسما بالله غير ربي اللي يستر. بالتالي ولا خرجوا الانسان لازم يركز على الخطاب العقلي. الخطاب تاع العاطفه هذاك راهو ما يفيدش. راني معاك هذه راني معاك 100% انا عم يزيد في الدرك. نو برك جعفر هذاك قال لي ضد البلاستيك وهضر معاه. يا سي جعفر انا انسان مربي انا عندي بروبليم في الجونو عندي بروبليم في الجنوب دونك ما نقدرش نوقف باش نلحق له برك الهضره بلي انا انسان مربي مانيش راقد. لا 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 ما تديرش على الوسم نتاعك مركز على الموضوع الاخ حسين ما تقلقش التعليقات هذيك تاع
لا لا باسكو علاش ما حبيتش الانزلاقات انا برك في لي كومونتير برك باش ما يخسروش برك هذا مكان. بون معليش انا قدرتوني الحق له الهضره. شوف علي بالحاج غلط غلطه اللي هي هذاك الكونفيرونس دو براس اللي دارها ودا وليد 5 جويي ودار الخطاب وهذيك ولعب ساعات شفاه يا اخي شفاه انا وياك نشفاو. بون لا علينا ما نقولوش علي بالحاج نهضروا اكتويال اكتويال واش راهو صاري دوكا اكتويال. نعطيك ان اكزومبل كيما قال لك مقبلات العربي غيطات. لا العربي والله ما هضر لا اله الله ما ناكلوش لحم الناس تهضر في شوف لو كان هضرت انت نقول لك هضر هضر هو نقول لك هضر. دونك البنادم ما لازمش ناكلو لحم الناس. دونك يلفو البنادم يكون كيفاش نفهمك خويا العزيز كيفاش لا الاخ ماشي اسمح لي العاصمه اسمح لي الاخ حسين شوف اسمع شوف الظلم هذا اللي راه موجود في العاصمه والله في اماكن واحده اخرى حنا دوك انتهينا من القضيه ديك تاع التشخيص انتهينا منها احنا دوك الان نحوسوا على الحلول. شوف تقول لي كاين فساد كاين رشوه كاين فساد اخلاقي كاين الذل كاين كلش راني معاك هذيك خلاص احنا دوك رانا فتنا من المرحله نتاع التشخيص فتنا من المرحله الان درك راهو الشارع برا شارع الشعب راهو برا تا درك نعم يا اما هو انه الناس هذاك الضغط راهو رايح يؤدي الى حل بحيث انه تتغير الاوضاع نتاع الجزائر الى الاحسن واما انه الناس راها تدخل في الحيط تذرك اسمح لي بدل من انه نقول مثلا انا يا خاوتي كي تجيو تمروا للشرطه حاولوا انه تهديوا لهم ورده حاولوا انه تهديوا لهم ابتسامه والله لما انت تقول للناس يا ناس خذوا بالكم هزوا الساكودو معكم هزوا معكم القرعه نتاع الخله وبالكم يغدروكم وبالكم كذا شفت الخطاب وراه ولا ما شفتش فرق بينه هو انك انت تدفع من اجل علاجل باش انت تعبر على روحك ولكن في نفس الوقت خذ الاحتياطات نتاعك نقولها نقول انا قال مثلا اودي طريقه واحده اخرى قال اودي الناس اللي راهم مرضى عندهم قال مثلا واسمه قال لازم والله حاولوا هو انه تاخذوا احتياطاتكم ايوا الناس راها عندها عقول تفكر بها يكفي هو انك تشير قال هكذا قال واحد راهو واحد مريض راه الناس تعرف عاشت المسيرات عاشت كذا قال ودي دير حوايج معك بصح لما انت تصير تقول فيها وقال ديروا كذا وديروا كذا وديروا كذا نعم سامحني يا استاذ والله ما خاصك بديك شوف لو كان نبدا نحكي معك لو كان نبدا نحكي معك 93 يوم ما نكملوش الهضره انا وياك كنبدا نحكي معك 90 يوم سي 3 موا ما نرقدوش ونبدا ونحكي انا المسيره تاع لو 22 كنت فيها وتاع لو برومي كنت فيها لي دو كنت فيهم بون تاع لو 20 تاع لو برومي ما صرا والو الحمد لله ما كاش نزل حقرات ما كاش الشعب كاع مستف كاع مربي كاع بنادم يحمد ربي باسكو هذه نعمه هذه باسكو الشعب ما تقدرش تدو الشعب كي البحر طوفان حنا نقولوا لا هنا يبلي مؤمن حنا ما راناش نتمنوا لبلادنا بصح كيما يقولوا لك الناس العاصمه موه او شنو موه بزاف انت مقبلات كي قال لك انت مقبله قلت يتنحى ويحيى يتنحى هي السيستم لازم كاع يروح مي ا كونديسيون دقيقه السيستم باش يروح لازم البديل ما يحاسبش السيستم روح تروح كيما يقولوا شاويه روح تروح نعم باسكو لو كان تقولوا نحاسبك راهو عنده ارتباطات مع شركات واحد اخرين راهو ما عنده دراهم وراهو عنده شركات وراهو ما عنده كذا وانت عطونا فيل هادو راح يخرجوا يديهم فوق راسهم يقول لك احنا نخرج غدوة ان شاء الله هي ما هي سهله انا لو شوف نقول لك هذه الخطابات هذه شوف نقول لك خطر كاينين الناس شوف نقول لك انا حكيت مع شخصيات كبار فهمت نعم حكيت مع شخصيات كبار وسمعت منهم كلام ولما كنت انا شاب يعني كنت شاب مثل الشباب اللي راهم الان لكن نهار تحدثت مع شخصيات كبار من بينهم مثلا احمد طالب الابراهيمي اللي راهو كان وزير خارجيه سمعت منه كلام افادني كثير درك انت نعطيك كمثال نعم فلما تكون انت راك خارج السلطه وهذه راه صرات وكاين ناس راه تردد فيها
باساليب واحد اخرى وبوجوه واحد اخرى. تذوك لما راك انت ماكش مازال ما وصلتش للدوله، مازال ما وصلتش للسلطه. لما انت ذوك هاد الناس اللي راهم في السلطه او الدول اللي راها تتبع راها تسمع في الحراك راها تشوف بعينيها، قال احنا في حاله ما وصلنا يا ودي ما زيدوش تهضروا على البترول، يا ودي ما زيدوش تهضروا على الصفقات، يا ودي ما زيدوش تهضروا على اللغه، يا ودي خلاص راحت عليكم، يا ودي رانا قطعناكم. هما يقعدوا يتفرجوا فيك، خدم عقلك، خدم عقلك يا 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 بخنونه، خدم عقلك. كيفاش هذو يقعدوا يتفرجوا ما يتفرجوش فيك؟ دونك انت عوض هو انك انت تعطي خطاب تطميني طمن الناس، قال ودي اخويا ريح في مكانك، ارواح نحوسوني نلقاو مخرج برك اخويا، احنا رانا نطالبوا بحقوقنا، رانا نطالبوا على جال باش نكونوا شعب مثل الشعوب، شعب يتمتع بالسياده نتاعو، حابين نعيشوا، حابين نشوفوا النظافه كما راها في انجلترا، كما راها في لاسويس، حابين نديروا جردان كما راه في لاسويس، حابين نديروا مستشفى كما راهو في لاسويس. احنا ماذا بينا على جال بوتفليقه يداوي في مستشفى احسن من اللي راهو في لاسويس في الجزائر، فهمت؟ لكن لما انت تروح تدخل في صراعات مع الناس، سامحني معليش سقوط في الفرصه نتاع التغيير. معليش معليش، دونك انا حبيت نعرف حاجه برك، دونك سي كوا البروبليم؟ دونك الحل وشنو الحل؟ انا حبيت نسمعك انت، سي كوا الحل؟ والله يا الاخ الكريم رانا هضرنا على الحل 100 مره، وعلى بالك دوك راه الناس يسمعوا فينا، عاود اسمع التسجيل رانا تحدثنا عليه، خطر ربما انت ما جيتش من الاول، عاود اسمع التسجيل الاول والتسجيل الثاني وتلقى الكلام راهو في خطر باش ما نعاودش نكرر نفس الكلام يكرهوا الناس. لا 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 يا فطر بلا مويه، يا فطر بلا مسيت شو حاجه من صراحه جنفروا منها. الحل احنا نحوسوا على جمهوريه جزائريه جديده، ورانا تحدثنا على الكيفيه كيفاه. انا مونافي مونافي انا دوك هذايا كيفاش يقولوا، انا لافي ديالي انايا، دونك كل واحد ولافي ديالو في الدنيا هذه. احنا نتوما الحاجة الأولى نطلب بريمير ديجونس، نتمناو غير الخير للبلاد، أوكي؟ الحاجة الأولى نتمناو غير الخير. إن شاء الله. إي لا دوزيام دي شوز، لا دوزيام دي شوز، سي البلوز إمبورتون على باز، ماهيش 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 رايحة، ماهيش رايحة لبعيد. أنا السونتيمون ديالي، باسكو الآخرين الشعب، قال لك والله ما ندخل للدار، والدولة، والله ما يتلقى الحل. أنا هذا اللي ما فهمتوش، الدولة قالت لك والله ما نتلقى. يرحم باباك، الله يرحم والديك، الله يرضى عليك. عبك مقبلة نشوف تلفزيون، شغل حبيت نكسره، والله لا إله إلا هو غير حبيت نكسره. الغلطة داروها ومازالهم يديروا فيها، مقبلة في تلفزيون ليزانفورماسيون تاع 8، تقول لك تقول لك رسالة تاع رئيس الجمهورية للمرأة الجزائرية على 8 مارس تاع هذا القاعدة. إيه عارف هذا بوتفليقة. نسقسيك. دوك انت هذا ماكش تهيج في الناس، عطونا فيه وبربك كما يقول الله يرضى عليك وبربك. دوك هذا ماشي، هذا ماشي هيجان. انت هي الغلطه كاع اللي داروها الاولين وهضروا عليها وداروا عليها يوم معاك، راهم كاينين الناس اللي راهم في السلطه هما راهم يديروا في ذيك اكسبري على جال باش هما يدفعوك باش انت ترتكب اشياء. لما انت ترتكب اشياء هما راحين يلقاوها كمبرر من اجل على جال باش هما يفرضوا المنطق نتاعهم. انا ما نطيحش في البياج تاعهم، انا نبقى في الحراك نتاعي السلمي، ونحاول هو ان نلقى ناس اللي هما فاهمين الامر كما ينبغي، وما نحاولش هو ان نهدد ولا نتوعد ناس اللي راهم دركم مثل الدول هذا، ولا ندخل انا معهم في صراعات. نحاول هو ان نمشي بالتي هي احسن بالسياسه، حتى باش انا ندفع الى تغيير حقيقي. ما نطيحش في البياج نتاعهم، لانه انت لما تطيح نفس سيفيني من بعد تبدا الامور تتراكم على بعضها، تتراكم على بعضها، تتراكم على بعضها. هاك تشوف، تخيل انت دوك لو كان مثلا هذه العائله نتاع بن خدا لو كان ما طحتش في ناس حكماء وناس عاقلين لو كان لهبت، فهمت؟ لو كان لهبت الامور هاهم سيروها وفوتوها بدون ما انه يدخلوا في البلاد في حيط. الله غير واش نقول لك انا سي مالور، انا
انا ولا غير عييت معاك الاخ الكريم، راني انت راني متفهم الوضع نتاعك ونتاع الناس كل، نزيدو نقولو رانا كلنا نعانيو. عباك واش كنت نهضر مقبله مقبله كنت نسمع انا وصحابي نحكيو، قلت له كان غير جيت لو كان غير زدت في الدوار ما نشوف العين ما تشوف القلب ما يوجع. قالك اللي دا وجاب صبع في المال شريك، واللي راح ولا واللي حضر مع معزته جابت له زوج وعاشو، اللي ما حضرش جابت له واحد ومات. لو كان غير زدت في الدوار يا استاذ نحمد ربي، لو كان غير زدت في الدوار في الجبل فاين زيد في الدوار. قلت لك والله والله غير فيه في الدوار والله من قلبي نقول هذا. بياك احنا هنا في انا زدت في العاصمه وشغل ندم لا حاجه تاع ربي سبحانه، بصح شغل علاش تشوف كلش بعيد، شوف كذا بدا نشوف الظلم نشوف الحجر على لابيرو حبك بلي شوفنا. نعطيك ان اكزومبل، نعطيك ان اكزومبل صاحبي له البارح عطاو له لا ديال سي لو سي بور لو 28 خرجت له لو سيت هو واش يقول لك القانون تاع لا ديال واش شوف باش تعرف بلي الما اللي راهم فيها هما زعما يتقعدوا بالغاشي. لكن راني صاحبي الورقه قاعد نتحرك شوف واش قال تمار نهار جا تمار قال لهم انا ما نمدش بريافيكتاسيون ما نمدهاش انا للكليون حتى ان يكون البروجي واجد 75% لا بريافيكتاسيون. عطاو لهم بريافيكتاسيون البروجي شحال فيه 20% تاع خدمه. سيكون العباد هذا كي راح شاف لو دي جي تاع ديالو واش قال له في سعيد احمد قال والله ما على بالي بلي راهو 20% شكون اللي سينيا بريافيكتاسيون شكون اللي كري هذا بريافيكتاسيون. ما تقوليش الخدام جا صباح انا جون من ضمن عبد الله ديالي لا كري هو وبعثها للغاشي انت المسؤول. باش حنا تمرك باللي حاجه ما صح كيما قال لي صاحبي قال لي كاينه حاجه اللي تامنها في الجزائر. قلت له شنو؟ قال لي كيدوز عليك ويقول لك السلام عليكم ها واش امن. قال لي فوق هذا الشيء ما تامن حتى حاجه وبي ربي كيرحم بابك دوك. أنا ربي يباركك الاخ حسين المهم الصبر وان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله علينا كامل ربي يحفظك على بالي برك الله يرضى ربي يبارك فيك الاخ حسين. شكرا صباح على خير الاخ حسين. شوفوا ترى الاخ هذا بديس السلام عليكم. وعليكم السلام الاخ بديس مرحبا بك. واش راك استاذ صباح شويه؟ والله بس الحمد لله. من راك تكلم فينا الاخ بديس؟ العاصمه. مرحبا بك الاخ بديس. الله يسلمك. نقول ان شاء الله غدوة نخرجوا مسيرة سلمية ان شاء الله توجور نبقاو في السلمية توجور باسكو على دوك الشباب راني 28 سنة وشباب دوك قاع يتقلق. حنا نقول نوجه رسالة للشباب ما يتقلقش باسكو هما محبين غير وقتاش الشعب يتقلق. نعم فهمني استاذ. كاين الناس اللي راهم هما يدفعوا للتصعيد والتصعيد فيما بعد راح يجيب المواجهه والمواجهه فيما بعد راك تعرف النتائج تاعها. سي فري سي فري. دوك هما ما مش خايفين هما على بالهم باللي الشعب هذا امبوسيبل راح يزيد يترشح بوتفليقه. هما مخايفين يشدها واحد اخر ويتحاسبوا. هادو اللي مخايفين هما خايفين المحاسبه. سمعتني الاستاذ هادي اللي راهم خايفينها باسكو هما يخرجوا يحبوا ولا يكرهوا يخرجوا كيما يحبوا. هما مخايفين يتحاسبوا ويتحاسبوا ان شاء الله وربي ينصر الحق ان شاء الله. الله والشعب كاع راهو الشعب كاع راهو معمر شعب خلاص بزاف والله غير بزاف يا استاذ. ان شاء الله ربي يجيب الخير ماشي كيما بكري. اللهم امين باسكو ماشي كيما المهم حذاري من الاستفزازات برك فهمت. الواحد ما يستفزش خاصه القوات تاع الامن ونتاع الشرطه ما يستفزهمش ويسيي على جال باش يفيتي الكونفرونتمون هذيك باسكو كاينين الناس اللي هما يخدموا لها ومرات يبعثوا ناس يغرسوهم يدخلوا لتما ولا خاطر هاد الناس ما يقدروش يخدموا في ظل الامن والسلم وما تساعدهم الفوضى ويساعدهم التخلاط فهمت. هذه الامور اللي تساعدهم. كاين الناس اللي هما كيما قلت انت خايفين من الحساب خاطر خدموا الشر ولا 80% خايفين من إيه ولكن في المقابل كاينين الناس اللي راهم في النظام وخدامين ما مشتعشر خدام ربما راهم مع النظام ولكن مشتعشر
ما يحقرش الناس، ما يظلمش، يخدم راهو خدام بصح ما يأذيش الناس. واحد ما لازمش يخلط، ما لازمش يعطيهم الفرصة. صبري صح، صبري صعيب شي ولا غير صعيب يا أستاذ، صعيب بزاف. مهم، شكرا للأخ الكريم. نحاولوا أن نختم هذا اللقاء هذا، راني عندي عدة ساعات دوك وانا نتكلم. ربي يبارك فيك الأخ باديس، وإن شاء الله نلتقي المهم غدوة إذا كان راك كنت ثم، ونقلنا على المباشرة لأني غدوة إن شاء الله ندير لكم بث مباشر بعد صلاة الجمعة، ونطلب من الإخوة اللي راهم في ولايات مختلفة على جل باش ينقلونا على المباشر باش نعيشوا معكم الحدث. ماشي مشكل أستاذ داني. ربي يبارك فيك، شكرا للأخ باديس، شكرا، ربي يعيشك، شكرا. راه الأخ عادل، نشوف ترى الأخ عادل هذا. مهم معذرة الإخوة، يا الله يا كريم. الأخ اللي قبل واسمه سألتني على الراديو، الراديو ماهيش تمشي، الراديو خي قلت باللي رانا حبسناه صافي أمومو اللي حبسناه، الآن رانا ننشطو عن طريق الفيسبوك بالصوت وبالصورة. الراديو حاولنا على جال باش نلقاو ناس يعاونونا، ولكن للأسف الريح في الشبك هيا من بعد وقفتها. الان برك رانا على الفيسبوك، وان شاء الله بالك لا تطور الامور نروحوا للبلاد ونلقاو ناس نديروا قناه فضائيه. الاخ راني طلعتك انت اللي كنت تتحدث، يبدو هو انه عندك مشكله في الخط تاعك. اخ عبد القادر، ليله سعيده، ربي يبارك فيك. يبدو هو أن الأخ أخ بخاري هذا كله وش يسموك. شوف ترى هذا الأخ منير، هاني طلعتك أخونا منير، قلنا كلمة سيدي و... الاخ ولا الاخت اللي ترمز الاسم نتاعك بكريستال، هذا هو اللي رانا نقولوا فيها اخويا، رانا نقولوا لهم خذوا الحذر تاعكم. الاخ اسحاق قلت لي كلمه اخويا، ما راكش موجود في الصفحه. الاخ راني طلعتك وهاك رفضت المكالمه. الاخ واش اسمك؟ انا طلعتك و هذا إسحاق. رغم كاين فيه مجموعة ولكن ما نقدرش ندخلكم كامل مع بعضاكم الخاوة، مرة على مرة نطلع واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. صباح الخير، نقول صباح الخير. الله يبارك فيك. والله على بالك، سمحوا لي هذه الظلمة خاطر ولادي مراقبين. ما فيش مشكلة، ربي يعاونك. منين برك منين راكي تكلمي فينا، ما ندخلش انا في التفاصيل برك. منين برك؟ احشمت نقول لكم من العاصمه. لا 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 سيدي، على ما تحشمي العاصمه. لا لا ما نقول لك علاش، خاطر العاصمه راني نشوف فيها راهي متواجده بقوه، راهي الناس متبعه فريمون قلبه، يعني من قلبها ماشي هكا برك. ما نعرف كي حنا رانا في بزاف شغل العاصمه فيها بزاف غاشي. لا لا لا، من بكري لاباج تاع المصالحه، الناس الاغلبيه تاع لي زابوني من العاصمه، اغلبيه من العاصمه. ما نكذبش عليك، وهرن ومن بعد قسنطينه ومن بعد سطيف. الله يبارك. دونك انا ما نكذبش عليك، انا والله ماني مرفه نشوفك، مي كنت نشوف حتى شفت. اي معليش، دونك ماشي نشوف لاباج هذه، مي مانيش متبعه ما نكذبش. لا بصح الله غالب، هذا الظرف اللي رانا فيه خلينا ولينا نتبعوا السياسه، ولينا كل حاجه نتبعوا فيها، نعرفوا كلش. دونك نحكيوا على الحاجه الاولى، لي جان تاعنا الحمد لله، والله الحمد لله صافي ان غون بليزير، عندنا لي جان كيما هادو واعيين ومتقفين. والله من انا وحده والله ماني خايفه، ما نخافش. علاش؟ كاينين رجال في بلادي، كاين الحراير، ومادام كاينين رجال
ان شاء الله البلاد هذه ما تطيحش وتبقى واقفه ان شاء الله. بون انت كتقول باللي الناس كاينين ناس راهم يحرضوا ولا لازمش يحرضوا، ماشي تحرضوا باش تقول لي كاينه نتفاهموا معاهم ولا كيفاش يقولوا ولا ما همش تاع حوار اخ. هادو ناس صاي خلاص خلاص صاي ما عندهمش ما ولاش عندهم تاع هذاك ويحيى يهضر يقول لهم انا ما نهضرش مع شعبي وانا ما نهضرش سي نورمال ما عندهم صاي الشعب هذا ما اكزيستيش عندهم. شبعوا شبعوا تعرف هذاك اللي يقول لك استغولوا، حنا كاين كيما نقولوا استغولوا ولا غوال معاك ما يستعرفوش معاك ما يستعرفوا. راني معاك الاخت الكريمه ولكن شوف نقول لك ايه ايه ولكن كيفاش كيفاش الحل كيفاش راح يكون؟ دوك نقول لك الحل الحل راهو في يد الشباب تاعنا، الحل راهو في الناس الفاهمه والقاريه وكاينين ناس ناس ماشي قاريه بصح فاهمه باسكو حنايا ربتنا تربينا شوف تربينا في وقت الارهاب شفنا القتيله شفنا الذبيحه شفنا كل حاجه شفناها. الجيل تاع هذا الوقت ما تزيدش تبحشالو كامل صاي خلاص سي سي بلو كيفاش 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 الحل تاع انا قلت الحل ما كان ما عطيتيني والو ما عطيتيني والو قلت لي باللي الحل عند الشباب هذا واش حل عند الشعب تاع سي علاه ماشي حل كما انت حب دوك اسمح لي اسمعني نقول لك سي دوك كي تقولي لي اسمحي لي برك باش نتفاهموا برك كي تقولي لي باللي انت دوك مثلا الشباب مثلا يدير هيئه مثلا من اجل على جل باش هو يتفاوض مع الناس اللي راهم في السلطه من اجل تسليم السلطه للشباب. اصبريني برك صبريني هذو الناس راهم حاكمين حاكمينو راهم حاكمين المداخل والمخارج نتاع الدوله مطارات موانئ راني معاك المؤسسات كلش الاعلام البنوك شت المؤسسات المختلفة. وكي تقولي لي باللي التشبيه من شباب هو انه قال مثلا هما يخرجوا مجموعه من الشباب والشاب والشعب فيما بعد يكون معاهم ويفرضوا هما امر واقع على هذ الناس السلطه يتفاوضوا عليهم من بعد وما يخرجوهم ومن بعد ممكن. لكن كي تقولي لي انت يا شباب هكذا شباب وشباب الحل راهو عند الشباب مش حل بالنسبه لي انا كلام معليش جو سوي داكور افيك توا في هذه مي نقول لك النظام هذا ماهوش ماشي راه نتحكم راه سرطان. تعرفوا شنو السرطان؟ راهم سرطان ينهش في البلاد هذه الى ما راحوش وما حاربناهمش خلاص البلاد هذه شوف اسكت تسكت البلاد رايحه للهلاك تهدر البلاد رايحه للهلاك. احنا ان شاء الله احنا ما نحبوش التصعيد ماذا بينا المظاهرات تكون سلميه والحمد لله الشعب تاعنا وولادنا راهم يبينوا باللي راهم ناس واعيين ورانا شفناهم. ما تقوليش هام كاينين وكاينين هام داروا هام هكا هذوك راهم مندسين هذوك 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 راهم يخدموا في النظام لازم نحضرهم هذا مكان واش راني إيه ما شوف ديجا نقول للناس باللي ما تخرجوش ولا راني نقول للناس بارك لا لا, لا, لا على بالي لاش لازم تكون الناس صاحيه تخمم بالعقل في حاجه تحطها اكوتي تخدم بعقلك ولازمك لا والله ما تستفزش الناس ما تدخلش معاهم في مواجهه وحاول وجهك خاصه عمل الوقت لازم الناس يكون عندها نفس طويل ما لازم يكون يفكر اللي راه قال مثلا تخرج انت في مسيره وخلاص وانتهت كيما راه دوك الناس قال غدوه غدوه الجمعه انت الفصل ماش منها لا ما كان لا فصل. شوف هي كما قلت عامل الوقت الانسان لازم يتعبش روحه كي شغل انا نلعبوا في ماتش شغل هكا ما لازمش لازم الواحد يهد روحه لازم الواحد لازم الواحد يقسم المجهود تاعو ايوا دوك حنايا باذن الله باذن الله المجهود تاعنا راح يتقسم شهر شهرين المهم حنا ما نعياوش وما نعياوش باسكو علاش باسكو رانا خلاص عياونا في مخنا عينا عينا صح. ونزيد نحكي حاجه النقطه اللي الهامه اللي نحب نهضرها نهضر على لا بوليس وعلى على الجيش الشعبي تاعنا ربي يحفظهم. شوف هما ولادنا خاوتنا رجالنا ما نقدرش نحكي لك فريمون كي نشوفهم تجيني الدمعه تعرف علاش خاطر ما مسكين ما يقدرش يهضر. تشوف نقول لكم حاجه نتوما تقولوا بالك العسكري هذاك هو هاو يخدم في النظام والله والو مساكن ما يقدروش احنا وما نهضروا نقولوا باللي شوفي الاخت الكريمه سامحيني برك جاتني فكره باسكو راك تعرفي الفكره تجي وتروح ثم نعم 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 شوف انت تكلميت كلمه على العسكر انا نقترح نقترح على الاخوه اللي راهم موجودين باهم ممكن بالك اليوم سي تروطار ولكن ديروها في بالكم نقترح على الاخوه على جل باش
يديروا قبل تحدثنا على الحراقة قلنا يديروا قوارب من كرتون على جال باش يرفعوهم باش يفكروا الناس بالقضية نتاع الحراقة. تي الآن تكلمتي عن العسكر جاتني فكرة على جال باش الناس تدير طائرة من كرتون باش تفكر الناس نتاع الناس اللي ماتوا في الـ في الـ في الطائرات باش حتى الناس اللي راهم في العسكر والناس اللي راهم في الشرطة باش هما يتفكروا شكون اللي وقف معاهم وقف معاهم اسمح لي خليني نكمل لك الفكره تاعي باش ما تروحش. نقول كامل اللي راهم يسمعوا فيا واللي راهم يشوفوا فيا هذاك مسكين العسكري اللي راه تما هو معاهم راح يطردقوا ما صابوش كيفاش ما همش صايبين. انت يا انسان تلقاه يخدم مسكين ميبا يخدم 24 ساعه ما عندوش وقت لولاده ما عندوش وقت لدارو ما عندوش الناس يقول لك خلص عليه واش راه يخلص واش راه يخلص ولادو يجريو الحليب شكاره الحليب يحوسوا عليها صباح وعشيه رانا نشوفوا فيهم ورانا على بالنا فيهم. هذيك الشهريه ما توصلهاش من بال ال 15 يوم وخلي اللي راه مسكين كاري وراه كاري في 3 ملايين و4 ملايين و2 ملايين غير باش يكون وليداته معاه وخلي اللي راه مخلي وليداته ومخليهم في بلاد واحده اخرى هاملين بهم بالمرابب وخلي لي خلي وخلي وخلي. نقول لكم حاجه ما تقول رانا كامل شعب كي العسكري كي بوليسي كاع كيف كيف رانا في بابور واحد بالك وتقولوا بلي راهم شكون اللي راه مستفيد اللي عندهم رتب عاليه شويه ماشي رتبه ومن رتب عاليه عاليه وما اللي مستفادين كيما كاين واحد واش قال لي برا ما يقدرش يحركوها بلا بينا تعرفوا واش معناتها برا ما قال لك ما يعرفوا والو ما يفهموا والو والو هما يخلصوا والشعب مسكين الرقيق هو اللي كل تندير كلش على راسه كلش على راسه الازمه على راسه التقشف على راسه هما راهم عايشين هو نورمال تنوض في البلاد ما تنوضش ما على بالوش كاع نتوما عم بالكم زعما اللي راهم يقولوا بلي خافوا من المحاسبه ما يخافوش هذوك شكون قالك تعرف واحد غول يخاف ما يخافش صاي شبعوا صاي هذاك تقلب البلاد غدوه يصبح في الطياره تاعو طالع رايح ما على بالوش كاع بيك تتقلب تتحرق كون جاوا صح يخافوا زعما نقولوا يخافوا شويه يتنازلوا ماكش تشوفوا فيهم بلي ماهمش متنازلين كاع توما ما كنش احنا رانا نشوفوا فيهم ما كاش تنازل ما كان حتى واحد تصريح باللي لا لا وبالك هكا والو راهم غير يزيدوا هما راهم يصعدوا في الحاله هما اللي معولين يروحوا ومعولين يروحوا يتسمى الانتخابات 18 افريل ويفوتوا بوتفليقه هذا هو المخطط تاعهم الاول ماشيين فيه سمع تاع كيما فرنسا سياسه الارض المحروقه نحرقوها يا نعيشوا يا نحرقوها ومستعدين باش يقتلوا هذه هذا ان شاء الله شوف شوف ولامتنا ولامتنا ان شاء الله شو هذا عند ربي خاطر الناس هذه اللي راهي دوكا تخرج وراهم في راهم في سبيل الوطن وفي سبيل كما يقولوا نرفع رايه البلاد والاسلام باسكو بلادنا راهي تروح راهي تروح فريمون راهي تروح يا ربي ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله يحفظ وليداتها يا ربي رانا والله غير كبد الناس هاي خلاص فكرتينا في حاجه اللي الناس كامل راها ربما نسيتها هو الدعاء لازم الإنسان لا يوم الجمعة الناس كامل تصلي وتدعي على كل أئمة باش يخصصوا جزء من الدعاء للبلاد وكاينه حاجة أخرى أنا طولت عليكم سمحوا لي ناس الشرق نشوفهم لك حاجة كما يقولون نرفع لهم القبعة عصاية يعطيهم الصحة ناس الشرق رجال والله شوف أقول لك ما تقول لي لا من لا لك ناس الشرق بزاف الله يبارك عليهم ربي يحميهم على بالك يشتهم هكذا كيخرجوا في برج بعريريت في الصيف في سكيكدا في الشاويه تاع على بالك والله فريمون حسيت نحس واحد ان شاء الله قهوه ان شاء الله كنا لا لا يعني نو ميرو ماركيت بين بلي ناس الشرق بزاف لا عندهمش وين يقلي كما يقولوا ما عندوش وين يقلي لهم بزاف خلاص ما كينوضوا شويه صاي طعام ما قعدلهمش ما قعدلهمش بزاف ان شاء الله ربي يحفظهم ونشوف ولادنا نقول لهم سلميه ان شاء الله واللي يشوف شوفوا شوف شوف واللي يشوف واحد باغ اكزومبل دوكا رانا في المسيره عينكم على الناس اللي تشوفوه راه كاش ما راح يدير ولا كاش ما جاب ولا راح يشعل ولا ديروا والو اربطوه دو حبال معاكم اربطوه واللي يجوز يعطيك كتبي والله العظيم يزيدوا يدوروا بكم اللي تشوفوه رافد حجره ولا رافد حاجه ولا هاكم ترو ماركي ولا تشوفوه يسرق ولا تشوفوا المهم حاب على بالكم بلادنا والله غير شرفناها ما بين البلدان ناس قاعد تهدر علينا ناس قاعد تهدر شعب واعي شعب مثقف شعب ما شاء الله
ما شاء الله، الله يبارك علينا، ان شاء الله ربي يحمي إن شاء البلاد. الله. وكما يقولوا هذه هي ان شاء الله بلادنا ان شاء الله. شوف كامله راهو من الصغير للكبير، انا وليدي عمره عامين يا ما يغني يسمع هذيك الاغنيه تاع لالي العهده، والله غير يغني في عين جنب هزها الضحك هزها. تعلم يسمعها قاعد يغني فيها عامين مازال ما يعرفش ينطق. هذاك الثاني قلت سبحان الله سبحان الله يا ولدي، قلت في قلبي انت ما تعرف والو إن شاء وراك الله تغني فيها بلا. ان شاء الله ان شاء الله احنا رانا نديروك على جال ربي يحفظ وليداتنا لك وليداتك وعلى جال ان شاء الله وعلى جال المستقبل تاع بلادنا إن شاء الله. ولا مثلا احنا لا مثلا احنا خلي نموت انا الحيين إن شاء الله انا المهم الحيين. الموتور رجال ويموتوا حراير وان شاء الله كيما بك ويقعدوا هما مذلولين ويقعد التاريخ يلعن فيهم. ما شوف نقول لك قد ما سرقوا قد ما داو قد ما كلاو، بوتفليقه وين راه وين راح يروح مسكين؟ مالها خلينا هذيك بينه وبين مولاه، انا ما عندي حتى ما عندي حتى وسمو به ما نجوجيه ماني راح ندخلوا للنار ما راح ندخلوا للجنه بينه وبين مولاه. بصح كي داو وسرق وكلاو هذه وداو عندهم مصانع وعندهم يديها ما في القبر ما كان والو. اه شت نوصلوا لهذه النقطه خلاص يبرد قلبك على بالك. انا قلبي كي نوصل لهذا قلبي يبرد. شوف قول الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. يا سعدك الواحد اللي الإنسان اللي عندك القناعة تحط راسك في المخدة على بالك باللي كي تموت إن شاء الله تلقى لي يدعي لك. يا أخويا قلت لهم هو بالك خدم بالك دار بالك، بصح خسروه مسكين خسروه. هو بالك ما هوش كان جايب الخبر ما على باله لا بالعهدة لا ما بالعهدة لا والو، خسروه مسكين. وعلاه كون خليته بقى أمه شوية الصورة تاع نظيفة علاه مسكين داروا له هكا. انا وحده من الناس وغايضني ما نكذبش عليك. علاش؟ باسكو ماشي زعما انسان ماهوش جايب الخبر هما راهم يخدموا به باش ملي سونسيل يقعدوا يقعدوا ومازالهم حابين يقعدوا مازالهم حابين يسرقوا. هذاك تاع عيني عينيك راهم يسرقوا عيني عينك في وجهك هكا وانت تشوف انا نسرق فيك وانت اضحك ولا موت ولا طرطق. ناس كاع راهي مريضه امراض القلب لا طونسيون من الماه من الزعاف. شوف ليسونسيال ان شاء الله بلدنا ربي يبارك كما يقولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلادها تقعد نواره بولادها وبرجالها وبنساها ان شاء الله. هيا نقول لكم سمحوا لي طولت عليكم ربي يحفظك ويعطيكم الصحه. شكرا بلا مزيه اخويا. هيا هيا بونوي. شكرا هاسي. بارك الله فيك. شكرا. شكون الاخ اللي من قبل هو يتصل بيا نحاولوا ان شاء الله باش ندخلوا وراه وراه واش مسمي روحو راح لي. عاود 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 اكتب لي روحو يا ربي. هذاك اللي مسمي روحك مكاش ذكرني بالاسم نتاعك مسمي روحك مكاش. اخ احمد صبر شويه صاحبي كاين اخوان ما تكلموش. واحد الاخ ايوا هذا الاخ اللي مسمي روحو ولكن ما عندكش الاخ ماكش موجود. الاخ اللي مسمي روحك اسموني مكاش ما عندكش، ربما راك تحدث بالوسمو بالكمبيوتر لازمك تقدر تتكلم بالهاتف برك ماكش موجود. الاخ منير منير سلطان قبيل راني طلعتك قبيل نعاود نعطيك الفرصه هذه ندير كلمه خفيفه برك لانه انا ثاني راني تعبت شويه للاسف الشديد. الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمونير هذه المره الثانيه راهو عندك ريفي من عندك فهمت. شوفوا ترى هذا يبدو هو انه الاخ راك تتكلم بالكمبيوتر. هاي هو الاخ باديس هذا اي وي استاذ. هاي مرحبا بك استاذ. عندي نقطه عندي نقطة برك حبيت فكرتها دوكا. نعم اسمها بلا ما نذكره كانت واحد شركة تخدم عند البيت تاع بوتفليقة يخدم في البيت تاعو بلا ما نذكره اسمه يحكي لي أستاذ أقسم بالله قال لي أقسم بالله غير بوتفليقة ربي يجيب له شفاح نقوله والله يا أستاذ يرقدوه 20 ساعة في النهار 20 ساعة يرقدها في النهار يديروا له تشكا يرقد 20 ساعة ينوض 4 سوايع في النهار باش يدوروا على الناس يشوفوا
يعاود يديروا له تشكا 20 ساعه يرقدها في النهار. هو مش جايب خبر إيه، هو واضح من اللي مريض يعني، دون هو دون دخول في التفاصيل واضح باللي راه مريض يعني، بدون ما راه نقولوا مثلا نتاع رقاد ونتاع كذا، واضح باللي مريض. هو راه حكموا المرض من 2005 في الضربه الاولى كيما خرجوه لفرنسا، ودا عنده اسمه هذيك تاع لي ستومون تاعو من ثم، ومن بعد جات تطورت له لما صرات له هذيك نتاع لا في سي هذيك في 2013 ولا ثم ثصاي خلاص. هو راه واضح قبل 2013 بان في مش عارف اعتقد في الجنازه نتاع الشاذلي والله بان باللي خلاص يعني، في الجنازه نتاع بن بله بان باللي صاي خلاص. بان ثم بين باللي خلاص تعبان نهائيا، وكان خوه والجماعه اللي كانوا معاه بالاتفاق مع جماعه نتاع الجيش هما اللي كانوا يسيروا في واللي سيرفيس تاع الرئاسه هما اللي كانوا يسيروا في الامور، ومازالهم هما نفسهم، وهما يخرجوا في نفس البيانات حاسبين رانا في 78 في وقت بومدين. يا صاحبي راك في 2019 شعب خلاص، شعب فاق 2019 درك في سويسرا راهم كاينين فرامله جزائريين، كاينين ناس راهم يخدموا ثم، واحد عنده صاحب وواحد متزوج بوحده قوريه واحد كذا، الخبر يخرج ماشي كيما بكري قال مثلا عندك التلفازه، وإلا خرجت الخبر ثم في التلفازة كاين ولا ما كانش دوكا راه الانترنت خبر يسرى ثم ربع ساعة تلقاه برا، ثم يا يعني إما أنك تمشي بالصدق وتمشي بالوسمو ولا ما كانش، والله يديك الواد دوك كلش باينة وكلش واضحة. بكري كانوا يشرعوا فينا، كان صح بكري كانت قناة واحدة وكانوا يهضروا فيها هما واش يحبوا، وقت الإرهاب أو وقت أم ذبحوا أم شعب داروا له الرعب خلاص. ايه دوك خلاص دوك فيسبوك كاين، اليوتيوب كاين، انت تخرج خبر درك منا بعد ربع ساعه يقول لك ما كانش منها، هاي لا بروف بالصوت وبالسرعه، فهمت صحيح. صح يا اما انك تمشي بالصح وبالانتيليجونس، واما انك لك بوبي سيفري صح. لا انتيليجونس لازم هي صح، الموتور تاع الانسان العقل كي يخمم العقل، الانسان ما يطبعش برك بصدره يمشي، لازم يكون على باله واش راه يدير، لازم يكون على باله واش راه يدير. اسمع انسان كي يوقف في مسيره على باله اليمنى راه كاينين شي عباد ما على بالهمش، يقول لك انا نروح ندير في ليه وخلاص. لا ماشي هكا، اي من البلاد لينا كاع كاينين دير في حسابك، كاين بزاف شعب بزاف ما خرجش مسيرات بزاف بيان سير، لو كان يخرج الشعب لو كان طرطق. المهم لو كان كاينه جماهير راها برا، لا غدوه باذن الله بقوه ان شاء الله، المهم تكون سلميه برك ما يصراش الديراباج هذا هو ان شاء الله. ويلا عندك غدوه واسمو نقول لنا شويه على المباشر، مي الماسنجر ديالكم ما سبتوش. لا في لاباج هذه بالذات غدوه انا ندير بث مباشر كما راني دركا، وتنقل انت من ثم من المباشر. اي والله خلاص ها فهمت. قال مثلا يعيطوا نتاع سطيف، يعيطوا نتاع تيزيوز، يعيطوا نتاع الجزائر، يعيطوا كذا، نقل مباشر نشوفوا الناس تتبعوا ونسمعوا ونشوفوا واذا كان الناس راه قال مثلا عندهم ميكروفون قال قدامهم والله يقدروا يمروا لنا كلمه نسمعوهم، والله يسمعونا كيما مباشرة. تفكرت حاجة، تفكرت على كيما سيد كان يحكي على نكاز. نكاز بين السياسة تاعو وشنو حاجة مليحة اللي دارها، حاجة مليحة اللي دارها زرع السياسة في الشباب، ما خلاه يتبع السياسة. باسكو بكري ما كان الشباب ما كانش عندي 28 سنة، بكري ما كانتش عندنا عقلية هذيك تاع السياسة، اللي هو حاجة اللي دارها زرع السياسة للشباب، اسمع الشباب ولا يتبع السياسه ولا يتبع هذه حاجه اللي دارها مليح قدامك. ايه هو السياسه تاعو باينه واضحه. شكرا للاخ باديس، المهم نمر الاخوه اخرين. ميرسي، الله يحفظك، كاين اللي حاب يطلع. شكرا، اللهم امين، الله يبارك فيك. شكرا الاخ، نتمنى انك راك حليت المشكل نتاعك ما كانش. شوفوا ترى هذا طارق، لا
المهم الإخوة مضطر على جل باش ننهي هذا النقاش، نلتقي إن شاء الله. شوف ترى مع الأخ هذا طارق، هاي ترى الأخ طارق يا الأخ أحمد، راهم كاينين مجموعة من الناس راهم ينتظروا، راهم مجموعة راهم ينتظروا، وأنا ما نقدرش على بالك باللي راني عندي أكثر من ربع سوايع نتكلم. فهمت؟ للأسف الشديد راني طلعتك الأخ الكريم عادل، راني طلعتك قبيل وقيلة، فهمت عاد الوقيلة طلعتك قبيل. ربي يبارك فيك الأخ أحمد. المهم ما عبيرة، راهم كاين مجموعة راهم يحوسوا يتكلموا، نحاول مرة على مرة نطلع واحد نتناقش أنا وياه، ساعات كشما فكرة ساعات كذا، وما نقدرش نرضي الناس كل للأسف الشديد. كاين مجموعة راهم درك أعتقد راهم موجودين 10 في لا ليست، كل مرة نطلع واحد. ها الأخ عادل هذا راني نطلع فيه، يبدو هو أنه عنده. أخ منير راني طلعتك شحال من مرة، فهمت طلعتك شحال من مرة والرفض من عندك، إلا عندك مشكلة في الخط تاعك ما عندي ما ندير لك. طلعتك شحال من مرة أخ منير سلطان، طلعتك شحال من مرة ويبدو هو أنه عندك مشكلة في الخط تاعك. هاي عادل أطلع أطلع أخويا، أنا مش عارف راه ما عندك لي زيسكالي ولا واش في الخط تاعك هذا. يا الله يا كريم، يعني طلعتك اخويا ما كانش، يعني راهو يقول لك باللي راهو اونكور بصح ما كان والو، يعني ننتظر ما كان حتى حاجه. شما راهم دايرين لك حواجز في الطريق كما قالهاش الاخ عبد الخالق. بون للاسف الشديد الاخ عادل، نعطيه فرصه لكاش واحد شوفوا هذا أكرم، أكرم عندك بلوكاج في الخط تاعك. طارق نعاود نعطيك فرصة واحدة أخرى. ما النيفو نتاع الباتري قال لك باللي راها قعدت 15%. دونك الاخوه اخ طارق راك في الطريق ان شاء الله برك تطلع. ربي يبارك فيك الاخ حكيم وربي يعيشك وان شاء الله تصبح على خير. ربي يبارك فيك الأخ لطفي، ربي يحفظك. الأخ كريم دي زاد الجواب أستاذ، والله ما شفتش السؤال تاعك معذرة. عادل البخاري يا خويا طلعتك، فهمت والله العظيم مرة طلعتك أكثر من مرة الأخ عادل البخاري، فهمت. خلينا من جدو، خلينا من جدو، رانا اليوم الجمعة خلينا من جدو. المهم إن شاء الله فرصة واحدة أخرى الأخ عادل وإن شاء الله نشوفوا هذا لطفي. لطفي مكانش، فهمت لطفي لوبو ما عندك مشكلة في الخط تاعك. طارق المرة الأخ
فهمت. اذا كان ما فتش لما فتش المره هذه الاخطار ما عندي ما ندير لك. فهمت. مهم الاخطار يبدو هو انه راه عندك مشكل في الخط تاعك. اش راح نقول لك؟ المهم الباتري خلاص للإخوة والأخوات، نلتقي إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله، تصبحوا على خير، وما تنسوناش بالدعاء. هاي أمانة في الرقاب تاعكم، ما تنسوناش بالدعاء. السلام عليكم.